مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. فترة استثنائية بنعيشها بالتأكيد خلال الفترة الحالية مع الأحداث الرياضية الهامة داخل النادي الأهلي والنهائي المرتقب النهائي الإفريقي بعد نتيجة الأمس مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي وفوز الأهلي بنتيجة عريضة، نتيجة جيدة وليست ممتازة حسب ما وصف الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي في وصفه وتعليقه على هذه المباراة بعد الفوز بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف. فريق النادي الأهلي بالتأكيد بيخطف خطوات ثابتة خلال الفترة الأخيرة نحو اللقب الإفريقي، مباراة هامة جدا بإذن الله يوم الجمعة القادم، مباراة العودة في رادس إن شاء الله يوم 9 نوفمبر في نفس توقيت مباراة الذهاب في الساعة 9 مساء. حدث مهم جدا وبالتأكيد بنعيش أيام استثنائية، وخلال الفترة القادمة من برنامج الأهلي الليلة عندنا فقرات استثنائية وأفكار عديدة بنقدمها هنا من خلال هذا البرنامج لتقديم الاستعداد الخاص بفريق النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة بإذن الله. إن شاء الله تكون مباراة جيدة، مباراة إيجابية، الأهلي يستطيع إن شاء الله أنه يعود من رادس بانتصار وجيد وتحقيق اللقب التاسع الإفريقي. عندنا أفكار كثيرة ونتائج كثيرة ممكن نتكلم عنها، نتيجة الأمس، وصف الجهاز الفني لنتيجة الأمس، تصريحات باتريس كارتيرون، شخصية باتريس كارتيرون اللي فرضت نفسها بالأمس بشكل إيجابي جدا على مباراة الأهلي والترجي بالمقارنة بمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، أيضا التعامل النفسي خلال الفترة القادمة. في تفاصيل كثيرة ممكن نتحدث خلال الفترة القادمة عن هذه المباراة والتعليق على مباراة الذهاب والوصف التفصيلي كمان لمباراة العودة خلال الفترة القادمة. لكن سريعا قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة والانترو الخاص ببرنامج الأهلي الليلة، أرحب بزميلي أمير هشام اللي النهاردة بيشرفني في المشاركة في برنامج الأهلي الليلة. مساء الخير يا أمير. مساء النور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. أكيد إن شاء الله النهاردة هيكون معنا العديد من الفقرات الهامة في حلقة النهاردة، وخصوصا الحديث هيكون عن مباراة الأهلي والترجي بالأمس ومباراة الذهاب بالتحديد وفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1. لكن لسه يا محمد أكيد البطولة ما اتحققتش، هي مجرد خطوة، مجرد فوز جيد إلى حد ما بالنسبة للنادي الأهلي. كنا نتمنى بس إن احنا ما نستقبلش أهداف المباراة دي، لكن يعني نتيجة المباراة أيا كانت انتهت بنتيجة 3-1. لسه المشوار مخلص، عندنا مباراة أخرى في رادس يوم الأحد الجاي، أو يوم الجمعة الجاي إن شاء الله، هتكون مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة كمان. ممكن البعض اتفائل شوية من جمهور النادي الأهلي الآن، أنا يا محمد بصراحة من موضوع إن الجمهور بيبارك لبعضه بالبطولة، لسه المباراة التانية هتكون صعبة جدا جدا جدا، لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في المباراة القادمة. الاستعداد هيكون جيد وقوي جدا وبالتحديد من الناحية النفسية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. النهاردة في حلقة برنامج الأهلي الليلة هيكون في العديد من الفقرات الهامة. الفقرة الحوارية الأولى هتكون مع زميلي محمد سعيد، وهستضيف فيها الكابتن صديق الجمال طبعا لاعب النادي الأهلي السابق، والحديث هيكون عن مباراة الأهلي والترجي بالأمس. الفقرة الثانية هكون معاك، وهيكون معانا بعض الفقرات الخاصة بجمهور النادي الأهلي، وفي فقرة أساسية بتبقى معانا كل سبت وهي خاصة بأسعد ليلة لنجم من نجوم النادي الأهلي وبالتحديد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ومن أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، عشان يحدثنا من خلال تقرير خاص عن أسعد ليلة في حياته من خلال تواجده في النادي الأهلي. الفقرة الحوارية الثانية وآخر جزء في حلقة النهاردة هيكون من خلال كابتن خالد العودي طبعا كابتن كبير، وهيستضيف فيها دكتور محمد فؤاد في فقرة خاصة بالألعاب الأخرى. ده بالنسبة لحلقة النهاردة والفقرات الخاصة. لكن يا محمد خلينا نتكلم شوية عن مباراة الأمس. يمكن من الناحية الفنية بالتحديد الأمور ما كانتش ممتعة بالنسبة للمشاهدين والمتابعين، واحنا عارفين المباراة دي دايما كل جمهور الكرة الأفريقية وممكن عدد كبير كمان من جمهور الكرة العالمية بيتفرج على نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخصوصا أنه ما بين فرقتين كبار جدا زي الأهلي وأيضا فريق الترجي التونسي. لكن الفاولات الكتير يعني أدت إلى أن احنا ما نتمتعش بالمباراة امبارح يا محمد. عاطف، المباراة على المستوى الفني بالتأكيد لم ترتقي للأمل أو الشكل المطلوب، بالتأكيد مباراة نهائي إفريقيا الكل بينتظرها بيشوف فيها أداء فني كبير. لكن أنا أكدت حتى امبارح في تغطيتنا الخاصة في ملعب الأهلي، المباريات النهائية أو نهائيات البطولات الأفريقية تحديدا هي مباريات بتلعب على جزئيات صغيرة، تقدر تحسم اللقب من بعض التفاصيل الصغيرة داخل هذه المباراة من خلال قيادات فنية لمدربين عندهم خبرات كبيرة جدا. ممكن المستوى الفني بالأمس ما كانش على المستوى المطلوب، لكن انت وصلت للنتيجة اللي قدر الإمكان الجهاز الفني وصفها انها نتيجة جيدة ولكنها ليست ممتازة. ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد كانت هتبقى نتيجة رائعة لو كانت 3-0، لكن بشكل عام خلاص هي أصبحت نتيجة واقعية. الجهاز الفني وباتريس كارتيرون المدير الفني هيتعامل مع معطيات هذه النتيجة. وحسنا قال بالأمس لكل اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس قبل التحرك من استاد برج العرب
قال لهم ان مباراه الاهلي والترجي والتي انتهت بالفوز 3-1 نتيجه جيده ولكنها ليست ممتازه، علينا ان نلعب مباراه العوده في رادس بعد اسبوع وكاننا هنا في برج العرب خرجنا متعادلين 0-0، وبالتالي هذا الاستعداد النفسي ده اللي احنا هنركز عليه. ودورنا في قناه النادي الاهلي تحديدا يا امير خلال الفتره القادمه، لان دايما احنا بنتعامل من خلال منطلق النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحترم ضيوفه، بيحترم كل الفرق اللي بالتاكيد بيلعبوا معاه، فريق الترجي التونسي تحديدا مع النادي الاهلي عندنا مشوار كبير جدا، فريق الترجي التونسي على المستوى العلاقات الكبيره بين الناديين كمان مستوى متميز جدا، على المستوى الاداري، على المستوى الفني، في علاقات وفي صداقات كبيره جدا حتى على المستوى الجماهيري. فالمباراه القادمه مش هنقدر نفصل عن الاستعداد الفني وايضا الاستعداد لخوض هذه المباراه خلال الفتره القادمه، لكن الاستعداد النفسي مهم جدا خلال التوقيت الحالي عشان كمان نوصل رساله للاعبتنا والكل يبقى عنده تحضير جيد لهذه المباراه، وجمهورنا نفسه كمان يبقى عارف المرحله القادمه ازاي نشتغل عليها. المباراه القادمه مباراه صعبه جدا 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 بمعطيات اللي حصلت في مباراه الامس، رايحين هناك عشان نلعب مباراه كره قدم، الاهلي يؤدي مباراه جيده يرجع باذن الله بالكاس، لان احنا بالتاكيد بنتمنى فوز الفريق ان شاء الله. لكن هي الجزئيه الاهم كمان امير، وانا عايز اتكلم معاك في هذه المساله، الغيابات والاصابات ومعطيات المباراه القادمه كمان شايفها ازاي بعد غيابات امس بالنسبه للترجي والغيابات المتوقعه او القادمه كمان في مباراه العوده. طيب خليني اقول لك يا محمد، انا عن نفسي بصراحه فرحان بغياب فرانكوم في مباراه العوده امام النادي الاهلي طبعا يوم الجمعه الجايه، لعيب مهم جدا بالنسبه لفريق الترجي، من احسن لاعبي خط الوسط في افريقيا بشكل عام، بصراحه الراجل بيؤدي مستويات عاليه جدا على مدار البطوله بشكل كامل، وهيكون غيابه مؤثر بكل تاكيد على فريق الترجي. كمان غياب شمس الدين الزوادي عن فريق الترجي في مباراه العوده، وده بسبب الانذار الثاني بالنسبه للاثنين اللعيبه بالنسبه لفريق الترجي. في المقابل احنا عندنا غياب احمد فتحي، احمد فتحي اكيد عنصر مهم وعنصر خبره كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي والمنتخبات الوطنيه بتستفيد منه بشكل كبير جدا، فبالتالي اعتقد ايضا هيكون غيابه مؤثر. كان نفسي احمد فتحي لو هو ما كانش فعلا جاهز بنسبه 100% ما كانش يلعب مباراه الامس، لكن ايا كان اللي حصل امبارح مش مشكله، عندنا لاعب اخر غايه في المهاره والاداء الجيد جدا وهو محمد هاني، بصراحه لاعب عنده 22 سنة بيأدي مستوى رائع جدا وقت ما يتم طبعا طلب منه ان هو يكون متواجد في ارضية الملعب، هو لاعب مميز جدا، وكمان مستر اجيري المدير الفني للمنتخب المصري مقتنع بهذا اللاعب بشكل كبير جدا وجهازه المعاون بيضمه كمان في كل الفترات والمعسكرات الخاصة بالمنتخب الوطني، فانا يعني واثق جدا في محمد هاني ان هو هيعوض طبعا غياب احمد فتحي في هذه المباراة اللي اكيد محتاجة لخبرات كبيرة جدا، واعتقد خبرات النادي الاهلي دايما هي اللي بترجح كفته. لكن امبارح بما اننا بنتكلم عن المباراه من الناحيه الفنيه ما كانتش مباراه كبيره قوي او ما تمتعناش احنا كمشاهدين وكمشجعين تحديد للنادي الاهلي، لكن رغم كده النادي الاهلي فرض اسلوبه وفرض سيطرته في معظم اوقات المباراه، بدليل ان احنا عندنا اثنين من نجوم المباراه بالامس، يعني ابرزهم طبعا وليد سليمان يا محمد اللي بيأدي بطوله اكثر من رائعه، مش بطوله بس لا ده موسم كمان اكثر من رائع من خلال تواجده مع النادي الاهلي هذا الموسم، البطوله العربيه، الدوري، كاس مصر، بطوله دوري ابطال افريقيا، الراجل مؤثر في كل المباريات اللي بيشارك فيها. عايز اقول لك يا امير، عايز اقول لك بالفعل وليد سليمان يمكن ده خبر مهم كمان، الاتحاد الافريقي قبل مباراه الذهاب اللي اقيمت بالامس وضع وليد سليمان ضمن افضل 3 لاعبين في دوري الابطال الافريقي هذا العام، وبالتاكيد داخل في منافسه قويه تتوقف باذن الله على مباراه العوده في رادس، لكن ان شاء الله انا من خلال اداء وليد سليمان هذا الموسم تحديدا والشكل الاداء اللي ظهر بيه مع الاهلي في مركز جديد قدر كارتيروني يوظفه في الشكل اللي موجود فيه مع الفريق النادي الاهلي، ان شاء الله اتوقع ان وليد سليمان السنه دي باذن الله سيحصل على جائزه افضل لاعب افريقي او افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، واللي سبقوا قبل كده لاعبين عديده في النادي الاهلي محمد بركات ومحمد ابو تريكه حصلوا على هذه الجائزه، لكن وليد سليمان بالفعل يستحق ان يفوز بجائزه افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا او افضل لاعب داخل القاره الافريقيه هذا العام بادائه وتميزه في هذه المباراة. بصراحة هو بيأدي موسم أكثر من رائع يا محمد، الراجل يستحقها بكل تأكيد، وإن شاء الله نتمنى إن هو يفوز بأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وبالتحديد إن شاء الله لو ربنا كرمنا ووفقنا في مباراة العودة أمام الترجي ونفوز بهذا اللقب الغالي الغايب عن النادي الأهلي بقاله 5 سنين، وكمان التأهل لكأس العالم للأندية ده أحد أبرز الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي لأنه شارك قبل كده عدد من المرات حوالي 5 مرات بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في الأجواء بتاعتها طبعًا إحنا كلنا عارفينها وعشناها بشكل كبير، فإن شاء الله
الحلم يتحقق يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في استاد رادس. حتة ان استاد رادس ملعب النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما يا محمد بيكسب هناك وبيكون موفق وكلام من ده، دي نغمة ملهاش اي علاقة بكرة القدم. النادي الاهلي والترجي فرقتين كبار جدا، ايا كان الملعب اللي هيلعبوا فيه، ايا كان الظروف بتبقى ايه، بتبقى المباريات دايما قوية، وزي ما شفنا امبارح هي مباراة كانت قوية جدا بغض النظر عن الناحية الفنية خلال هذه المباراة. لكن مطلوب دايما من جمهور كمان النادي الاهلي اللي مسافر، انا عارف ان في عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي مسافر، حتى قبل ما يعرفوا نتيجه مباراه امبارح كله كان بيجهز نفسه، او يعني عدد كبير من جمهور النادي الاهلي كان بيجهز نفسه للسفر لتونس وحضور مباراه النهائي، وان شاء الله باذن الله تتويج النادي الاهلي من خلال ملعب رادس، ويكون ان شاء الله النادي الاهلي موفق وجهازه الفني في اداره هذا اللقاء الهام. كمان احد ابرز نجوم المباراه يا محمد بخلاف وليد سليمان امبارح وهو وليد ازارو. وليد ازارو بصراحه يعني في اعتقادي واعتقد يعني كمان ان عدد كبير جدا من الفنيين اللي بيفهموا في كره القدم ان هو احد ابرز مهاجمي القاره الافريقيه، كلام ما فيهوش اي مبالغه خالص. بص على ارقام وليد ازارو منذ قدومه للنادي الاهلي، بص على السن بالنسبه لوليد ازارو، عنده 22 سنه برضو اعتقد. اللاعب مؤثر جدا، اللاعب بيلعب بكل روح وحماس، وده شيء مطلوب جدا في اي مهاجم. والميزه اللي عنده كمان يا محمد لو تتفق معايا وهي السرعه، السرعة دايما بتبقى مهمة جدا في المهاجمين، والسرعة دلوقتي هي سمة الكرة العالمية بشكل عام، لازم ان انت يكون عندك لاعبين يمتازوا بالسرعة الكبيرة، ودي ميزة مهمة جدا موجودة عند وليد ازارو. احنا عندنا ناس كتير جدا في اوروبا يعني عندهم السرعات دي بتبقى مهمة، وابرزهم طبعا نجمنا المصري محمد صلاح، السرعات بتاعته بتدي له الافضلية في بعض الكرات بشكل كبير جدا. فبالتالي وليد ازارو احد ابرز اللاعبين اللي متواجدين مع النادي الاهلي على مدار السنتين لحد دلوقتي. وليد ازارو مع النادي الاهلي بيقدم مستويات اكثر من رائعة، لاعب مؤثر جدا، ممكن الفترة اللي فاتت مش موفق في إحراز الأهداف مع النادي الأهلي، لكن بيساهم في فوز الفريق سواء بضربات جزاء بتكون مهمة بالنسبة للنادي الأهلي، سواء ببعض الكرات الحاسمة في إحراز الأهداف. فبالتالي وليد أزارو كان أحد كمان نجوم المباراة بالأمس. كمان عمرو السولية بصراحة أدى مباراة كويسة جدا، الجون الثاني بالتحديد هو عمل فيه مجهود رائع، بصل الكرة لوليد سليمان، وليد سليمان لعبها له، هو كمل وحط الكرة في الجون، كان جون أكيد مهم أيضا. فبالتالي يعني الأمور كلها أعتقد ماشية بشكل جيد بالنسبة النادي الاهلي. الفريق هيستأنف استعداداته بالمناسبه بكره ان شاء الله للمباراه النهائيه واياب دور النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه المباراه الهامه جدا امام فريق الترجي التونسي. التدريبات اكيد هتكون بكره هامه للغايه، هيكون في طبعا استشفاء لعدد كبير من اللاعبين اللي شاركوا. خليني اقول لك يا محمد خلاص ان احمد فتحي خلاص يعني رسمي مش هيلحق المباراه العوده، لان بعض كان بيقول ان احمد فتحي ممكن يكون يلحق، لكن احنا عايزين ناكدها من خلال كمان دكتور خالد محمود اللي صرح النهارده وقال ان احمد فتحي عنده مزق خفيف في العضله الاماميه، وده هيخليه ان هو ما يشاركش في مباراه الاياب. ان شاء الله يتم تجهيزه بقى لكاس العالم للانديه. طبعا اكيد يعني دي بعض الامور اللي كانت هامه جدا بخصوص مباراه الامس يا محمد، لكن يعني خلاص ارجع لك دلوقتي، واكيد هيكون معاك فقرات النهارده مهمه وابرزها طبعا فقره الحواريه الاولى. اتفضل يا محمد. شكرا لك زميلي امير هشام، بالفعل حدث مهم جدا، عندنا اخبار كثيره في هذا الحدث الاستثنائي وفوز الاهلي بالامس. الاستعداد ان شاء الله يكون غدا، الجهاز الفني يستعد لهذه المباراه، السفر كمان هيكون صباح يوم الثلاثاء، الفريق يعني هيسافر مبكرا قبل المباراه باربعه ايام، هيحضر بشكل جيد، هيتدرب على ملعب الجامعه التونسيه يوم الثلاث والاربع، ثم تدريب ليله المباراه يوم الخميس على ملعب رادس، والمباراه باذن الله يوم الجمعه. في استعدادات متواصله واستعدادات جاريه سواء من اداره النادي، الاداره التنفيذيه، او حتى من الجهاز الفني وجهاز كره القدم، ويسبق البعثه الكابتن سمير عدلي المدير الاداري لتحضير استقبال البعثه خلال الفتره القادمه. لكن النهارده عندنا تفاصيل كثيره، اخبار كثيره، لكن الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن صديق الجمال، محتاج اخرج الى فاصل ثم استقبل ضيفي والحديث الشامل الفني المتنوع عن مباراه الاهلي والترجي التونسي، وما هو المطلوب من فريق النادي الاهلي خلال مباراه العوده بعد اسبوع من الان باذن الله على ملعب رادس يوم الجمعه القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه الفقره الحواريه الاولى النهارده من برنامجكم الاهلي الليله، وقلنا خلال الفتره الحاليه تركيز شديد جدا على مباراه الاهلي والترجي التونسي، او بالاحق
إعلاميا مباراة الترجي التونسي والأهلي في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال الأفريقي، بما أنها مباراة الترجي وستقام على أرضه ووسط جمهوره بإذن الله يوم الجمعة القادم في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. برحب ببداية فقرة الحوارية الأولى النهاردة مع الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق برحب بيك، وانت أحد نجوم النادي الأهلي في الفترة ما بين نهاية الثمانينات حتى بداية التسعينات، فبرحب بيك في على شاشة قناة الأهلي. أهلا بيك كابتن محمد، وأتشرف أكون مع حضرتك على قناة النادي الأهلي. طيب بالتأكيد احنا عندنا حديثة كثيرة في هذه المباراة، لكن أطلع لتقرير ثم نواصل الحديث مع ضيف النهاردة كابتن صديق الجمال بعد هذا التقرير. قطع الأهلي شوطا كبيرا نحو التتويج بالأميرة السمراء بفوز مثير على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجيش في برج العرب بثلاثة أهداف سجلها وليد سليمان من ركلتي جزاء، عمرو السولية من جملة فنية رائعة، فيما سجل الجزائري يوسف البلايلي هدف الترجي الوحيد من ركلة جزاء. مباراة كبيرة قدمها أبناء القلعة الحمراء بالنظر إلى الضغوط الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتقهم، مثل حتمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، التخلص من سيناريوهات الأعوام الماضية التي كانت تجبر الأهلي على الذهاب إلى رادس محملا بنتيجة تجبره على تحقيق نتيجة معينة وإلا وداع البطولة، علاوة على ضغط المباريات وفقدان بعض العناصر الأساسية وتجهيز بعض المصابين في وقت قصير للغاية، هو ما تسبب في فقدان أحمد فتحي خلال المباراة بسبب تجدد إصابته. بعنوان الإصرار والجدية، واجهت كتيبة الأهلي طموح أبناء باب سويقة الذين حضروا إلى برج العرب أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في مباراة العودة، هو ما وضح من الاندفاع البدني طوال المباراة، لكن أبناء الأهلي كانوا على الموعد، حققوا نتيجة مرضية، مكاسب عدة حققها الأهلي من مباراة ذهاب، من أبرزها فك عقدة ملعب برج العرب أمام الترجي تحديدا لتحقيق الفوز للمرة الأولى عليه في هذا الملعب بعدما واجهه ثلاث مرات عليه في دور الأبطال، وكان التعادل سيد الموقف. لم تنتهي المهمة بعد، لكن أبناء القلعة الحمراء خرجوا من الشوط الأول النهائي في برج العرب بثلاثية ثمينة ستحتاج إلى القتال عليها في رادس أمام فريق متحفز سيقاتل على حلمه حتى النهاية، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور اللذين كانا وقودا أشعلوا ثلاثية العملاق القاهري على ملعب برج العرب. أهلا بحضراتكم من جديد، وبعد هذا التقرير اللي بيتكلم عن المكاسب الفنية والأداء اللي ظهر به الأهلي بالأمس أمام الترجي التونسي، وتحديدا اللعب بالأمس على استاد برج العرب وفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. كابتن صديق الجمال، يعني أولا تعليقك على هذا التقرير والمحتوى الفني اللي بيتكلم على فوز الأهلي بالأمس وقصر عقد ملعب برج العرب، ويمكن النقطة دي أنا مش عايز أركز عليها قوي لأن الأرقام والتاريخ والإحصائيات في الجزئيات أو المباريات النهائية تحديدا ليست مقياس، لكن بشكل عام تعليقك على هذا التقرير. هي مش عقدة، بداية مش عقدة، هي بس مرتبطة كلمة عقدة بالملعب، ملعب برج العرب. تمام. النادي الأهلي الحمد لله أول فوز ليه على الترجي برج العرب. طبعا الأهلي قدم مباراة جيدة جدا وتعامل مع اللقاء يعني باحترافية، الكوتش بتاع النادي الأهلي كالترون وقدر يقرأ الجيم ويستعدله كويس جدا جدا، وعارف مدى خطورة الترجي ومدى قيمة الترجي. الحمد لله تعامل مع المباراة تكتيكيا بأسلوب عالي جدا، في حاجات كتير ساعدت أدت لفوز الأهلي، عوامل كتير في المباراة. طبعا الخسارة من المباراة أحمد فتحي، لأن أحمد فتحي من الأعمدة الأساسية وقوة كبيرة جدا في خط دفاع النادي الأهلي، وبالذات في المباراة الكبيرة زي مباراة الترجي زي مباراة وفاء الصيف. طبعا الكوتش والجهاز الفني استعجلوا ان هم يشاركوا احمد فتحي، ما استنوش على اللقاء الثاني، لان اهم حاجه ان انت تحسمها في اللقاء الاولاني. مباراه كانت قويه جدا جدا، كان لازم كان احمد فتحي يشارك من البدايه، وبرده كان ليه تقله ان هو بدا المباراه من الاول ولحد ما اتصاب
النادي الاهلي في حاجات في الملعب فرقت عن فريق الترجي. بس قبل ما اخش في الامور الفنيه يمكن انا برضو عايز اكد على حاجه، لان كارتيروني امبارح قال في المؤتمر الصحفي لان حد وجه له سؤال بخصوص مشاركه احمد فتحي، قال احنا عملنا اختبار طبي لاحمد فتحي قبل المباراه ب 24 ساعه وظهر لائق وجاهز لهذه المباراه، وعنصر مهم جدا زي احمد فتحي بالتاكيد حتى اللحظات الاخيره لازم انتظر اشوف جاهزيته، وكان جاهز وشارك اكيد. لكن انت عارف الاصابه نصيب، يعني انت ممكن في التمرين بتصويبه او بتسديده ممكن تعرض للاصابه، لكن هي الفكره الجهاز الفني حريص جدا انه ما يلعبش باي لعيب وهو مصاب. انا مش بحمل الجهاز الفني، لا مش تقصدش، انا بس عايز انقل لك وجهه نظر الجهاز الفني في مشاركه فتحي حسب تصريحات كارتيرون بالامس. لا انا عارفها اكيد، انا طبعا الواحد الحمد لله عايش الحدث يعني والواحد مدرب ومرينا بالظروف دي أكيد. سواء لعيبه او مدربين، هما كان احمد فتحي كان في جهوزيه تم المباراه بعد الاختبارات الطبيه وفنيا كان ان هو لازم يشارك، فعمر المدرب ما ينزله على حساب ان هو يفقده في المباراه الثانيه. بس عنصر الخبره موجود، يعني النهار حسم اللقاء امبارح من ضمن الاسباب خبرات واحد زي وليد سليمان كان ليه تقل امبارح في الملعب، ما ينفعش حتى لو هو بنص اصابه ان هو يقعد بره، فاحمد كان وجوده في الملعب ضروري. انا بعفي اي حد يتكلم او على المدير الفني او الجهاز الفني باشراك احمد فتحي، بالعكس ده لعيب كبير وليه تقله في الملعب وكان لازم يكون موجود من البدايه، زي موضوع مثلا الشناوي ان هو كان فيه اصابه وكده، بس هو اجهز من شريف الفتره اللي فاتت فلازم المدرب يدفع فيه بالزبط. لو كان بدا شريف ولا قدر الله النتيجه كانت فيها ظروف عكسيه كان الجهاز الفني يتحمل اللقاء، فاحمد كان مشاركته ضروريه جدا ولما شارك برده كان في توازن في النادي الاهلي. البدايه بتفرق ان الفرقه كانت واقفه على رجلها بالذات خط الظهر، لو ما كانش بدا ممكن الحته اللي على الاطراف تبقى فيها هزه شويه وهو كان مدي تقل لكوليبالي ومدي تقل لسعد سمير. انت بتلعب فرقه فيها ثلاث لعيبه جامدين جدا اللي وفي الفرود الاساسي بتاع الترجي طه ياسين الخنيسي والثلاثه اللي تحتيه مميزين جدا التلت الاخراني، لو النادي الاهلي ما كانش مظبط دفاعاته كان ممكن يجي لك اي ضغوط في المباراه، ممكن اللي قدرك اللي دخل فينا جون بدري. تتكلم على تحركات يوسف البلايلي وأنيس البدري وكمان انضمام فرانكوم من نص الملعب وبرضه فرانكوم ما كانش بيتقدم، يعني في حته نتكلم فيها تحسب هنوصل لجزء لمستر كالترون امبارح عليه ما خلوش يكمل امبارح النادي الاهلي الاثنين الارتكاز عاشور والسوليه ادوا اداء مميز جدا وكانوا مميزين ومن ضمن اسباب فوز النادي الاهلي مع زمايلهم. السوليه كان بياخد واجبات هجوميه، هو اصلا عنده ميول هجوميه لانه فنيا عارف الحته اللي بيكمل بيها، غير حسام عاشور، حسام بيبقى لتحت شويه، هما الاثنين اللي في نص الملعب اللي عندهم ما ساعدهمش زي لعبتنا، عنده كوليبالي وكان عنده امبارح في نص الملعب اللي هو فرانكوم، الاثنين بيلعبوا على خط واحد، حتى الكابتن طارق دياب كان بيتكلم عليها امبارح، انما احنا كنا محررين السوليه بدليل ان هو لما بيلعب لقدام الهدف اللي احرزه من الكره العرضيه اللي عملها وليد سليمان مظبوط وكمل معاه من كتر الشغل ان هو بيزيد جات له ذات في مكان كويس، دي فرق مع النادي الاهلي قدر يحرز هدف. طيب عايز اسالك برضو على مشاركه محمد هاني. البعض برضو قال محمد هاني هينزل لسه صغير في السن ويمكن حتى هو موجود في الفريق الاول بقاله سنوات كثيره وتواجد في احداث افريقيه مهمه، لكن مباراه الامس باحداثها بنزول محمد هاني شفنا فيه دفعه معنويه قويه جدا، نزل عنده حماس كبير، لعب بشكل جيد، قفل برضو الحته الدفاعيه مكان احمد فتحي في خط الدفاع، رايك في مشاركه هاني والاساسي والاحتياطي في الاهلي تحديدا؟ لا مفيش مستوى، مفيش كابتن محمد، مفيش حاجه اسمها ايه لسه صغير. النادي الاهلي نادي كبير، اللعيب اللي بيلبس فانيلا الحمراء لو حتى عنده 15 سنه هي ممكن تفرق فروق فرديه او خبرات صغيره بين احمد فتحي وهاني لصالح احمد فتحي، الخبرات كبيره جدا ومشاركات كبيره جدا فاحمد هاني لو ما لعبش مش هيكتسب الخبرات دي، لما نزل امبارح كان عنده توازن في الحته الدفاعيه ومفيش اخطاء كتير، وبرده ساعده الاثنين اللي في نص الملعب اللي هم وفي الادوار كان مستر كالترون عاملها كويسه جدا، اسلام محارب ممكن الجمهور ما يشوفوش كويس ليه دفاعي ادى دوره بامتياز ان الحته الدفاعيه النادي الاهلي لو ما كانش مامن حته نص الملعب الاثنين اللي هم الارتكاز وبرده في واجبات دفاعيه للعيبه اللي هم الاطراف اللي قدام الباكين كان ممكن في اختراقات للنادي الاهلي، بس النادي الاهلي كان قافل على مفاتيح لعب الترجي وكان في سيطره واستحواذ كويس جدا للنادي الاهلي، مديها ارتياحيه لمحمد هاني لما نزل، اديت ارتياحيه لايمن اشرف، كان في امتلاك والتوظيف في الملعب امبارح والواجبات اللي كان واخدينها لعيبه الاهلي، مستر كالترون يعني ادى المباراه بامتياز. ثبت كالترون امبارح على خط الملعب، شفنا نقطة مهمة جدا ناس ما يمكن البعض مركز عليها، للأسف المباراة كانت فيها أحداث الكل راح لحيتها، لكن احنا في نقاط هنركز عليها النهارده عشان الناس تاخد بالها من نقاط ممكن تمر على كثيرين. كارتيروني امبارح على الخط كان واقف في ثبات انفعالي، مركز كويس جدا في الملعب،
خبراته كلها في افريقيا، وحتى بهدوء الكابتن محمد يوسف جنبه كنا شايفين دكه الاهلي قاعده هاديه، حتى في التشاور هاديه، بصل الملعب كويس مركزه. وعلى الجانب الاخر كان امور ثانيه كانت بشكل مختلف خالص، بس انا عايز اتكلم على كارتيرون. الثبات الانفعالي اللي عند كارتيرون ده ازاي اتنقل للعيبه الاهلي داخل الملعب؟ ما هو الحاله بتاعت المدرب اكيد بتتنقل طبيعي للعيبه، سواء قبل المباراه او بعد المباراه، اثناء اللقاء، قبل اللقاء، في المحاضرات المعايشه اللي هي قبل المباراه. ما في عامل نفسي، انا لما اشوف المدير الفني بتاع هادي انا عندي هدوء تام، عندي تركيز عالي جدا جدا. انت لما تكون هادي هتفكر كويس، تركز كويس، هتقرا الجيم، تغييراتك مظبوطه. لو انت انفعلت، الانفعال ده بيتنقل للعيبه، بتهرب من الاثنين، سواء اللعيبه او الجهاز الفني. فهو بعيد خالص عن الحوارات والشوشرات. يعني الدكه بتاعه الترجي كان فيها توتر، عصبيه، دي اتنقلت للعيبه. يعني عجبني تصريح كابتن معلول مدير الفني نبيل معلول، مدرب محترم جدا، اكثر تصريح لمدرب تونسي عجبني جدا جدا جدا. الذي الاهلي يستحق، وكان احسن على اغلب فترات اللقاء. ترجي لا ما يستحقش الفوز، وما اداش بالاسلوب اللي هو يليق باسم نادي الترجي. نادي الترجي نادي كبير وعنده بطولات وعنده لعيبه كويسه جدا. التوتر اللي حضرتك نقلته انت في الاول، بس انت مش قصدك على الجهاز الفني بتاع الترجي، تتنقل للعيبه. المدرب كان منفعل جدا، اعتراضات كتير على الحكام، اعتراض كتير على الحكم المساعد، ده بيخلي اللعيبه جوه في انفعال ومفيش تركيز. الحاله اللي كان فيها كالترون اتنقلت للعيبه، تركيز عالي جدا جدا، تغييرات. لما احمد فتحي حصل اشتكى، انا متابع اول ما اتصاب، لما راح عند عدى الخط كان مكمل في كوره، عمل سبرنت في هجمه، بص كده سنه، قلت احمد فتحي هيغير على طول. يعني دي تحسها انت بتتفرج على الماتش مركز يعني، فهو عادي غير عادي. لا وحضرتك عايز اقول لك على حاجه، انت لعيب بهاري. انا لسه برضو عايز اتكلم في جزء متعلق بمشاركتك مع الاهلي في موسم 88 89. في تفاصيل كثيره جدا في حياه الكابتن صديق الجمال داخل النادي الاهلي، انا اتطرق ليها، بس انت عارفين طبعا الحدث دلوقتي مباراه الاهلي والترجي، لازم استفيد بوجوده معانا النهارده ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي. ربنا يخليك. فالحاله بتاعت المدرب بتبقى لما يكون هو هادي كده، بيبقى اسلوبه راقي في التغييرات، هدوء. اللعيبه حتى تبص من بره مفيش انفعالات، لو لعيب اخطا في حاجه بيوجه باسلوب كويس. لو جه عصب على حد هتلاقي الدنيا هربت، زي ما قلت لحضرتك، من لعيب ومن مدرب. فحتى التشاور مع الجهاز الفني انا بحترمه جدا، لان مدرب على مستوى عالي. وبعدين المدرب اللي عنده ثقه بنفسه لما بيجي بيستشير الجهاز المعاون، دي ما تقللش منه. اصل ممكن انا اتجاهل الجهاز المعاون، امال اسمه جهاز فني كامل ليه؟ ممكن يكون في رؤيه فنيه لحد من المساعدين هتفيدني جدا. لو انا خدت قرار انفعالي اثناء اللقاء ممكن اغلط، فمش عيب انا عندي قرار صح، بس اخد استشاره من الجهاز المعاون. وبرضه يوسف تحسب له عنده هدوء اعصاب، والجهاز المعاون الباقي المعلومه بتوصل باسلوب هادي جدا. كابتن يوسف حايز على بطوله افريقيا مرتين، مره كان مساعد مع الكابتن حسام البدري عام 2012، المباراه التاريخيه اللي اقيمت هناك في رادس، وعام 2013 هي الاصعب والاقوى والافضل للاهلي في البطولات الافريقيه، وكانت بطوله استثنائيه فيها مباريات صعبه كبيره. فالكابتن محمد يوسف يعني خبرات كبيرة. عنده خبرات كبيره جدا، وكادر تدريبي داخل النادي الاهلي مكسب كبير جدا كمان في التوقيت الحالي. اكيد طبعا، هو اي حد من ابناء النادي الاهلي بيتواجد في مكان زي ده اولا بيأدي زي اللعيب بالظبط، بيكتسب خبرات، لان البطولات او الخبرات اللي الواحد بياخدها، زي ما حسام البدري اكتسب خبرات كبيره من مستر جوزيه. المعايشه والتدريبات والشغل والبطولات دي كلها بتعمل مدربين. مظبوط. واي حد يشتغل للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيضيف له كتير، بيدي له ثقه في التعامل، في التدريب، بيعمل مدربين وبيعمل اجهزه فنيه النادي الاهلي. طيب عايز اتكلم في الجزئيه المتعلقه بتقنيه الفيديو والفار بالامس، قبل ما اخش في تفاصيل فنيه، هل شايف ده اثر اكتر على شكل المباراه الفني؟ لان الكل امبارح كان بيتكلم مباراه نهائي افريقيا بحجم الاهلي والترجي، الفنيات فيها ما كانتش عاليه قوي، وكانت مباراه حسب وصف المحللين كانت اقل من المستوى او متوسطه المستوى فنيا. هل تقنيه الفيديو وموضوع التحكيم هو اللي خد بالمباراه بالشكل ده، ولا بالفعل امبارح الفريقين كان عندهم تحفظ دفاعي بشكل كبير، او كل فريق عايز يطلع بافضل المكاسب؟ لا، الاهلي يختلف عن الترجي. قبل ما نيجي للفيديو، الاهلي كان عارف عايز ايه من المباراه، ونازل مركز، حاطط استراتيجيه المدرب للمباراه الاولى اللي هي في مصر. اول حاجه اللي لازم يعني توفيق ربنا ان احنا نسجل، وسجلنا، يعني جبنا هدف وجبنا الثاني وجبنا الثالث. في ناس بتشوشر على فوز النادي الاهلي، طبعا في نفوس ضعيفه، يقول لك الحكم والحكام مش عارف ايه. النادي الاهلي اتظلم كتير، وافكرك بحاجات يعني سريعه، زي انرامو برضو في تونس لما جاب الجون في ايده والاهلي خسر بطوله، الاهلي ليه هدف مع وفاء سطيف في الماتش الاولاني واتلغى، كان ممكن الاهلي يخرج هناك.
فاحنا ما بنوقفش على الحته دي بتاعت ايه اللي يعلق على الحكم يعلق. او لو تحديدا بنتكلم على مباراه الاهلي والترجي يعني احنا لو هنرجع بالتاريخ بقى 2007 على العرجون وعلى الاهلي والنجم الساحلي بتاعت عماد النحاس استاد القاهره تمام بتاعت الشهريتي 1-3-1 الاهلي والترجي التونسي هذا العام في دور الثمانيه دوري المجموعات اول مباراه هدف صحيح لمروان محسن احتسب تسلل وكان الاهلي الاحق بالفوز صح. يعني ايد انرامو في 2011 ايده كانت واضحه جدا وهذا الفوز بص يا كابتن محمد المباراه النهائيه انا اسف اقطعك جمال الشريف جابوا له ضربات الجزاء متحامل على الاهلي حتى مره ابو تريكه ساله في لعبه قال له مش دي قبل كده كانت مباراه للنادي الاهلي وقال قرار عكس ما قاله لما بيجي يطلع يحلل على القناه اللي بيحلل فيها ففي ناس كتير متحامل على النادي الاهلي بس النادي الاهلي طيب. الماتش اتحسب 3-1 جاب اهداف شرعيه ما ادى كويس ونزل عارف عايز المباراه حقق الهدف المرجو منه في الشوط الاولاني اللي هو اتلعب في القاهره. طيب عايز اسالك على تصريح كارتيرون لما قال فوز الاهلي يعتبر نتيجه جيده ولكنها ليست ممتازه. بحس اللاعب او بحس المدرب شايف تصريح المدير الفني لفريق النادي الاهلي في هذا التوقيت للاعبين وللاجواء العامه بشكل عام قبل مباراه العوده. تصريح ممتاز جدا. الراجل عنده خبرات تعرف يشتغل بافريقيا كتير مع فرق افريقيه وعنده خبرات وعارف يعني ايه المباراه الافريقيه بالذات لما يكون خارج ملعبك. الماتش اللي جاي يعتبر دوت الشوط الثاني. الاهلي حقق الشوط الاولاني. مفيش حد بيفرح او ياخد بطوله في شوط واحد. مهما كانت النتيجه لان كره القدم فيها كل شيء. ما ينفعش انت تيجي تريح اللعيبه والناس تبقى في استرخاء والناس كلها الجماهير والاعلام المصري ولعيبه النادي الاهلي ان احنا كسبنا 3-1 خلاص ضمنا الصعود. فلما كانش يحفز اللعيبه يقول لهم ان في الشوط الثاني هيتلعب في تونس في استاد رادس يبقى النادي الاهلي يخسر كتير. فلازم النتيجه يعتبر انا بعتبر ان ممكن يقول لهم النتيجه 0-0. المباراه اللي جايه لو ما دخلش فينا جوان 0-0 احنا خدنا بطوله افريقيا. ان شاء الله النهائي رقم 12 البطوله التاسعه تضاف لرصيد النادي الاهلي وتصريح مميز جدا جدا من مدرب واعي وعنده خبرات كبيره. طيب عايز اتكلم على مش القدرات الفنيه لوليد ازارو، يعني القدرات الفنيه الناس كلها شافتها الموسم الماضي والموسم الحالي لكن ذكاء المهاجم. امبارح وليد ازارو رسخ جزئيه للاعب او مهاجم في مصر تحديدا بنفتقده لسنوات طويله جدا، الذكاء، عنصر الذكاء. رايك كيف في ذكاء وليد والاخطاء او الكرات اللي قدر يستغل بها اخطاء او سذاجه المدافعين في فريق الترجي؟ وليد ازارو انا وجهه نظري فيه سواء سجل او ما سجلش. يعني في ضغوطات عليه لما بيسجلش بتلاقي الناس برضو بتزوم عليه شويه. هو مهاجم مميز جدا جدا من راس الحربه لاي نادي او اي منتخب يتمنى يكون عنده لعيب زي وليد ازارو لان محطه مهمه جدا جدا وبالذات في 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 النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي فرق جامد جدا جدا مع اي مدير فني يكون متواجد. محطه كويسه عنده سرعات عنده قوه. الحته بتاعت وليد السرعات اللي هو بيعملها في المباراه ممكن ما يسجلش بس يعمل 5-6 سبرنتات بيضغط على الخصم يخلق فرص بيخلق مساحات في حاجه اسمها خلق مساحه بيخلق مساحات للعيبه النادي الاهلي لما بيخش في العمق بيلعب الاثنين اللي في القلب المساكين الاثنين بيروحوا معاه بيبقى في المساحات اللي في اللي فوق الاطراف دي بتبقى كلها فاضيه بيجي وليد سليمان بيجي اسلام محارب فهو قوه ضربه في هجوم النادي الاهلي. الضغوطات اللي عملها على لعيبه الترجي والحارس مرمى الترجي خد ضربتين جزاء هو ده المرجو منه في اللقاء كسب بيه النادي الاهلي مش ان هو ما سجلش يبقى هو بعيد لا ادى دور تكتيكي عالي جدا جدا بدليل رضا طبعا المدير الفني عنه ورضا جماهير النادي الاهلي عنه لانه من ضمن الاسباب الفوز مع بقيه زمايله طبعا وليد سليمان ان هو كسبنا امبارح 3-1 بوجوده راس حربه مميز جدا ساعد كتير كتير في هجمات النادي الاهلي في الضغط على فرقه الترجي. تحركات وليد سليمان والمركز الجديد اللي قدر باتريس كارتيروني يكتشف بيه امكانيات وليد اكتر لان احنا كنا عارفين امكانيات وليد بشكل مميز جدا لكن وليد سليمان تحديدا هذا الموسم متوهج بيلعب بمزاج بيأدي بشكل مختلف. وليد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب يعني عامل مباريات كبيره جدا جدا وزي ما بيقولوا ايه ساعات كده واحد بيبقى نجم الشباك زي ابو تريكه زي عبد الله السعيد. النادي الاهلي طبعا بيلعب جماعي ما فيش حاجه اسمها نادي اللاعب الواحد بس في فروقات فرديه. وليد من ضمن لعيبه النادي الاهلي اللي زي ما بيقولوا ايه رقم واحد دلوقتي لانه بيسجل بيكسب النادي الاهلي متواجد ضربات جزاء كور ثابته بيسجل اهداف بيعمل ربط بين الحته بتاعت الثلث الاخراني مع الفيرود وبيستلم من نص الملعب. وليد عمل الحاجات دي واكثر من دي ايام عبد الله السعيد لما كان اجاي موجود ولما كان ابو تريكه برضه لاحق ابو تريكه بس هو دلوقتي الناس خدت بالها من وليد ان هو دلوقتي هو الموجود.
هو رقم واحد. الجيل الذهبي انت ناسي مباراه 2012 يا كابتن نجا ما انا بقول لك جاب هدف وفي عالمي الترجي هناك وفي في تونس جاب جون عالمي مع كابتن حسام بدري. بس ان المره دي هو اللي متواجد يعني ايه برضو اسلام محارب بعيد شويه مؤمن لما كان بيشارك بعيد شويه. وليد هو رقم واحد في الحته دي مميز فارق مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه فارق مع النادي الاهلي في بطولات الدوري. بسم الله ما شاء الله. انا بصراحه يعني حزين جدا ان الناس في المنتخب يا اما يعني مش شايفين انا مش عايز اغلط مش شايفين قدامهم او في حاجه تعوق ان هو يتضم المنتخب. بص يمكن هو بيعتذر ولا حاجه. هي بص لك على حاجه احنا طبعا يعني وهي لا انا بتكلم وجهه نظري هي وجهه نظر الجهاز الفني كمان حضرتك يعني المنتخب. لا ما ينفعش يكون بره المنتخب. هو الطبيعي طبعا بامكانيات وليد بالاداء ده حتى لو انت عايز تعمل معدل اعمار سنيه للمنتخب بس في نفس الوقت انت عندك لعيب خبره بالامكانيات دي استفيد منه حتى لو في فتره معينه. كابتن لو عنده 40 سنه اي حد في المنتخب وجهه نظر الجهاز المنتخب يا كابتن لو عنده 50 سنه مش 40 سنه اللي مش شايفه في اتحاد الكوره في اتحاد الكوره ملوش دعوه طبعا. الجهاز الفني اللي بيختار يبقى الناس دي انا مش عايز اقول كلمه حد يزعل مني لان اللي ماسكين المنتخب كلهم زمايلنا هي وجهه والناس لا لا بس انا زعلان وهو بس انا عاجبني فريق حاجه اقول لك بس اقول لك حاجه يا كابتن صديق انا عاجبني حاجه في وليد بصراحه كل الكلام ده اللي بيتقال ممكن تحبط لاعب لما بيكون مستواه عالي قوي والجهاز ما بيضموش جهاز المنتخب لكن وليد عنده القدره انه يفصل نفسه عن كل الكلام ده وبيزداد توهجا وبيلعب بشكل جيد وبيكثف فرقته عشان هو فارق بس اسمه. حرام يكون بعيد عن المنتخب لا اكيد ان شاء الله الفتره القادمه حقه يا كابتن الشرعي لان هو ده بيلعب مباراه افريقيه اقوى من المباراه اللي بيلعبها المنتخب منتخب دي الفتره اللي فاتت لعب الفرقه مرتين اللي كسبها دي اللي هم ما نسيت اسمها حتى اسواتيني يعني اسواتيني ولا بلاتيني فرقه عاديه جدا يعني مش هيلعب مثلا منتخبات كبيره طيب. يعني لازم وليد يكون موجود هيلعبوا تونس روح التفاهم والتعاون اللي موجوده بعد الماتش كانت في لقطه مميزه جدا بين وليد سليمان ووليد ازارو حتى الكلام كان همسات بسيطه كده بيتكلموا مع بعض تحس ان في لا في فكره في كيمياء في كيمياء بين الاثنين وفي طريقه معينه تكتيكيه الجهاز الفني لان حتى يا وليد احرز ضربه الجزاء اللي جت بيها الهدف الثالث كارتيرون شاور على دماغه وقال له ده الذكاء يعني لا في افكار وفي حاجه داخل الفرقه وبص الفتره دي الاهلي بيعيش حاله كويسه رغم الظروف المحيطه بيه. الاهلي عنده اصابات كتير يعني شوف لما اشرك فتحي برضه عشان محتاجه وكان كويس فتحي ما اختلفناش فالاهلي كان فيه ضغوطات كتير بس رغم هذا الحمد لله الحمد لله ربنا يحفظهم الفتره اللي جايه في تفاهم في انسجام في تكتيك في الملعب للمدرب اللعيبه بتستوعب بيأدوا كلهم تحس ان الخطوط قريبه في التزام تكتيكي وفي مرونه تكتيكيه عند المدرب الحاجات دي كلها بتأدي لنجاح تيم النادي الاهلي في شكل في الملعب الراجل ده يعني اول ما جه ممكن برضو الظروف يعني ايه كان لسه طريقه اللعب وبتاع عنده مرونه تكتيكيه لعب زي ما الاهلي كان بيلعب قبل كده لان لو حط بدماغه عايز يلعب بطريقه جديده كان هيخسر كتير فبعد ما الاهلي حصل له ضرب في الاول لما بعد الكابتن حسام ما مشي والظروف الافريقيه بعد ما استلم بعد الماتشين ابتدي يمشي مع سيستم النادي الاهلي بقى الكيرف بيعلى سواء في الاداء او في النتائج. طيب الناحيه التكتيكيه في كارتيرون وادارته للفريق النادي الاهلي هل بيعتمد اكتر على الاستحواذ نقل الكرات وبتعمل باصات بشكل اكتر ولا نقل الهجمه من الدفاع للهجوم بشكل اسرع؟ ايه النظريه اللي انت شايفها في اداء كارتيرون مع الاهلي في المباراه الاخيره؟ هو اداء مستر كارتيرون مع النادي الاهلي هو بيحب الحته اللي هي اول حاجه لما بيلعب بيقرا الجيم حسب الخصم اللي قدامه لما بيلعب مع الترجي غير مثلا ما بيلعب مع الاتحاد اسكندريه بيلعب مع الاتحاد غير ما بيلعب مثلا مع الزمالك او مع الفرق اللي هي بيحط استراتيجيه لكل مباراه. هو من النوع اللي بيحب يامن دفاعاته نص الملعب بقى عنده تحفظ شويه وبرده بيحب يلعب الكره السريعه لقدام في انطلاقات ازارو تحركات وليد تحركات اسلام محارب فمن نوع من ممكن ما يحبش يستحوذ كتير. في مدرب يحب ايه زي مثلا المدرب بتاع دجله عايز ينقل الكره من ورا يقعد نص ساعه يحضر ماتش الزمالك راح داخل فيه جولين 3 4 ده بيعرف يوصل ازاي من اقرب طريق الحته اللي هي زي لما صلاح كده مع المنتخب مره مرتين ثلاثه تلاقي نفسك بتسجل او انت قريب من الحته بتاعت الخصم مدير الفني اليوناني تاكيس كونياس ايوه فانما مستر كالترون ممكن ايه ما بيستحبش يعني ما بيحبش الاستحواذ اللي هو يكون سلبي هو بيحب الاستحواذ الايجابي اللي مره واثنين ثلاثه ممكن تنتهي بهجمه نجيب جون قدام هينقل كتير في نص الملعب ويبقى استحواذ سلبي مش هيفيده بحاجه فهو بيحب يلعب الكره اللي هي اللي قدام عشان يبقى فيها ناتج ايجابي اللي هي يبقى فيها اهداف انما عمرك ما يستحوذ ورا وتنقل كتير وتحضر كتير هتاخد فتره كبيره يكون الفرقه اللي قدامك قفلت الدنيا كلها عليك. هو عنده طريقه لعب مميزه جدا جدا وحسب اللقاء بيحط التشكيلات المعينه حسب اللقاء بيحط الناس يعني ساعات صلاح محسن يقول لك ايه مثلا هبدا بيه ساعات مثلا ازارو ساعات مروان محسن الحته اللي في نص الملعب ممكن فيها ماتشات
لما نيجي الماتش الترجي اللي جاي اقول لحضرتك ممكن يلعب ازاي. في حاجات بتتعمل في نص الملعب بس حسب ظروف المباراه وحسب انت بتلعب مين. تمام. طيب برضه عايز اتكلم في جزئيه المتعلقه بالاداء الدفاعي للجنبين الطرفين مع الباكات. امبارح اسلام محارب كان بيلعب على جزئيتين، تكمله الناحيه الهجوميه وايضا كمان الدفاع بجوار ايمن اشرف. الناحيه الثانيه كان احمد حمودي في الشوط الاول ثم مشاركه ميدو جابر في منتصف الشوط الثاني. الدور الدفاعي للاطراف مع الخط الدفاعي الخلفي شايفها ازاي؟ والنقله الهجوميه للدفاعيه ازاي بترتد عشان قدر الامكان تحافظ على دفاعاتك بشكل جيد؟ النقله الدفاعيه بتاعت امبارح بالنسبه للاطراف اللي قدام الباكين قدام ايمن اشرف ومحمد هاني لما نزل كعملها اسلام محارب وعملها حمودي، عملوها باسلوب جيد جدا جدا. حمودي متواجد الفتره الاخيره وكارتيرون برضو عاد اكتشافه بشكل مختلف. اكيد لان بينزل يؤدي دور دفاعي هو المدرب عايزه. بيؤدي دور دفاعي، الناس دي لو ما كانتش عامله ستاره مع اللعيبه الاثنين الارتكاز في نص الملعب زي ما قلت لحضرتك من الاول كان هيدوا ارتياحيه لعيبه الترجي. الناس دي لما كانت بتقفل امبارح على الاطراف قدام الباكين بتوعنا عملوا كتر عدديه في نص الملعب، اغلبيه الاستحواذ كان للنادي الاهلي. هم ما فيش ليهم مساحات، هم كانوا مقيدين باسم فرانكوم ده وبالتاني كولوبالي اللي جنبه، بدليل ان هم ما كانوش متواجدين قوي فرانكوم على حاجه بسيطه لان كان عندنا تحس ان هم كانوا ساقطين في خط دفاعاتهم. وده ضر الترجي، ملوش شكل الترجي، ما اشوف يعني فنيا الترجي من اقل مبارياته، يعني الحاجه الوحيده الحسنه ضربه الجزاء عملت لهم شكل، لان النادي الاهلي مسيطر، النادي الاهلي مقفل، فالطريقه اللي بيلعب بيها كالترون وزي ما قلت لحضرتك حسب الخصم اللي قدامه، في مباريات اقل من الترجي هتبقى فنيا واهميه لان ده نهائي بطوله افريقيا. فكالترون كان مامن نفسه الحتت اللي هي الدفاعيه من نص ملعبه، لما بنستلم وفي استحواذ معانا بننقل الهجمه بسرعه. في الثلث الاخراني كان بيعملها وليد بامتياز، الجون اللي جابه عمرو السوليه، عمرو السوليه مكمل من نص الملعب، وليد كمل بقى ناحيه الوينج. اول هدف ليه في البطوله الافريقيه عمرو السوليه. وما شاء الله هو عمرو من ساعه ما جه النادي الاهلي عنده الحته الهجوميه يعني اعلى من الحته الدفاعيه كمان، بس عشان ظروف النادي الاهلي والحته دي لازم هو يكون متواجد مع عاشور. بس في ماتشات احنا محتاجين نهاجم فيها كتير حسب الخصم اللي انت بتلعبه، فمن ضمن الحاجات اللي هي فيها مساحات وليد كان بيكمل، ازارو طبعا بيلعب في الحته اللي فوق، في مساحات لما اسلام محارب لقى مساحه بيكمل. اول ما الكره بتترد لازم يرد نص ملعبه، نفس الكلام حمودي، فدي فرقت مع النادي الاهلي، عمل التوازن في نص الملعب. طيب عملت شكل كويس النادي الاهلي، ما كانش فيه اختراقات علينا كتير، جم هجمتين بس للترجي، واحده انفراد اللي شالها الشناوي وفيه كره ثابته اللي هي شاطه اللي هو المدافع اللي هو المساك الثاني. تمام. طيب القدره بقى للاهلي خلال مباراه العوده ان شاء الله، يعني ما بين مباراه الذهاب والعوده اقل من اسبوع، كيفيه تعامل الجهاز الفني الاهلي مع الناحيه النفسيه والتعامل النفسي مع الفريق والاعلام والجمهور للتحضير للمباراه القادمه، شايفها ازاي؟ ولو تضع نفسك مكان كارتيرون الحته النفسيه خلال الاسبوع ده. الحته النفسيه المدير الفني النادي الاهلي عاملها بامتياز، بدليل التصريح اللي قاله مش عايزين نفرط في المكسب عشان لسه في شوط تاني في تونس، فاكيد الحته النفسيه العامل النفسي هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي، كان المباراه 0-0، النادي الاهلي هيخش المباراه كانه متعادل ان شاء الله يقدر يكسب. المباراه اللي جايه عايزه تكتيك معين، طبعا نفس التحفظ الدفاعي واللي هو بتاع لعيبه الوسط، انا من وجهه نظري ممكن احتمال يعملها انه يلعب بثلاث ارتكاز، انه يلعب هشام محمد ويلعب السوليه ويلعب حسام عاشور مع الوضع في الاعتبار هشام يعني غاب عن مباراه الامس بسبب الاصابه، يعني موضوع لحقه بمباراه العوده غير مؤكد. احتمال على اساس ان هو بيلعب في نص الملعب، بنعمل ساتر في نص الملعب قدام الناس المدافعين، فعدم وجود احمد فتحي لازم نامل حته دفاعيه في نص الملعب. هاني لعيب كويس جدا جدا بس محتاج خبرات كتير بالذات في الماتشات الكبيره، لان احمد عنده توازن وعنده خبرات كبيره، بس هاني محتاج الفتره اللي جايه باذن الله لما يلعب كتير هيزيد، بس المباراه اللي جايه عشان ما تبقاش كبيره عليه هو قدها طبعا. قدها باذن الله فعلا. قدها وقدود طبعا ان شاء الله. بس لو المدير الفني لعب ثلاثه محور اللي انا بقول لك عليه السوليه وهشام محمد وحسام عاشور هيعمل ساتر في نص الملعب، واحنا اي حاجه هتيجي قدام لو في مساحات عند الترجي انا متفائل ممكن نسجل في اي وقت، بس الحته اللي ورا الكوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد هاني ان شاء الله باذن الله الثلاثه اللي في نص الملعب هيظبطوا الدنيا مع خط الظهر. طيب لو ما يجيش فينا جوان في الاول تمام، بس في جزئيه يا كابتن صديق برضو محتاج افكر وانا بتكلم على التشكيل واشوف اداء كارتيرون حتى في المباريات اللي خارج مصر.
نفس التشكيل، ما بيغيرش النظريه بالنسبه له، سواء مباراه على الارض او خارج ارضه بيلعب بنفس التشكيل بنفس السيستم. يعني ممكن يلعب بنفس التشكيل ده؟ انا لا، انا بسالك يعني. انا من خلال متابعتنا لكارتيرون ما بيغيرش كتير قوي في التشكيل، يعني حتى مباراه وفاق سطيف نفس التشكيل اللي لعب هناك مع وفاق سطيف خارج مصر هو التشكيل اللي بدا هنا حتى مع مباراه الترجي، ما بيغيرش الا في اضيق الحدود لو في لعيب مصاب. ما هو في حاجه كويسه، المدرب لازم يكون عنده مرونه تكتيكيه. يعني ايه مرونه تكتيكيه؟ نفس التشكيل ممكن يلعب، انا ملعبه في مصر الناس شايفه ان انا ملعب الفيرويد وفي ثلاثه تحتيه. المرونه التكتيكيه ان هم عندهم الحته الهجوميه في ماتشات لازم اديهم واجبات هجوميه بنسبه 70% 80%. الوظائف الدفاعيه والهجوميه نفس التشكيل هيقلبوا بقى ازاي؟ الناس دي لا، في واجبات لورا الحته الدفاعيه بنسبه 60% نقلبها، او 70% الحته الدفاعيه، 30% لما نستحوذ نعمل الدور الهجومي، تتقطع نرد نص ملعبنا. دي في مرونه. اللعيبه كمان عندها فروقات فرديه، لعيبه النادي الاهلي حتى لو واخده واجبات دفاعيه زي السوليه واخد دفاع يعني واجب دفاعي بنسبه 90% 80% في نص الملعب، بس في حته هجوميه عنده، الفروقات الفرديه اللي عنده ان هو ممكن يطلع يكمل هجمه، ممكن يشوط، ممكن يلعب بالراس، ممكن يكمل في كره عرضيه، عملها احرز منها هدف. فدي لما تتعمل خارج ملعبنا هتدي برضو ارتياحيه للمدرب ان اللعيبه اللي حاططها في التشكيل عندها حلول، الحلول اللي هي الفرديه اللي لما يكون الكوره معانا هيطلب منهم واجبات هجوميه. اللعيب اللي بيأدي هجومي ودفاعي، اسلام محارب بيأديها بامتياز، حمودي بيأديها كويس جدا جدا، وان كان ممكن يكون في دور اساسي، بس ممكن يكون مكان حمودي تحديدا في تونس ميدو جابر اكتر. ما بص لا حضرتك، انا من وجهه نظري ميدو جابر وحمودي يبقوا على البنك على الدكه، ويلعب هشام محمد ثلاثه محور. هشام طبعا الماتش تقيل هناك ان شاء الله، ما يخشش فينا جوان اول ربع ساعه. الترجي زي ماتش الصيف استحوذوا بنسبه 70%، بس احنا لما جات لنا الكوره اتعاملنا معاه وليد جاب هدف. فالنادي الاهلي في الحته دي احنا ممكن نسجل في اي وقت، بس بشرط ما يجيش فينا جون يهز الناس، يهز الدنيا كلها ويعمل توتر للناس اللي بره والناس اللي جوه. لا، كل ما الوقت يعدي واحنا ما فيش اهداف تيجي فينا باذن الله احنا اللي هنجيب. تفرق معاك كمدرب وانت بتحضر لمباراه العوده في غياب لشمس الدين الزوادي احد الركائز الاساسيه في خط الدفاع، ايضا فرانكوم نجم خط وسط فريق الترجي التونسي واللي ليه دور كبير جدا مع الترجي في التاهل للنهائي الافريقي خلال المباريات الاخيره، ايضا غياب ايمن بن محمد اللي خلال الفتره الاخيره غاب حوالي اسبوع 10 ايام لسه قدامنا اسبوع مباراه العوده بس مش مؤكد، بس احتماليه غيابه لسه مستمره كباك ليفت اساسي. شايف الغيابات دي مدى تاثيرها وانت بتحضر كفريق للاهلي للمباراه دي؟ كويس، نتكلم على اللي لعبه اللي هو فرانكوم والشمس الدين. شمس الدين بيلعب في قلب دفاع، لعيب كويس جدا، واخد بال حضرتك، بيأدي دور دفاعي كويس وبيطلع في الكور الثابته، فطبعا لما ده يغيب مكسب للنادي الاهلي. اللاعب المحور اللي هو فرانكوم لما يغيب عن نص الملعب هيدي برضو ارتياحيه كويسه لحسام عاشور والسوليه، لانه برضو لعيب رخم شويه، بيستحوذ وقوي وبرضو بيمرر، حتى لو ما بيكملش كتير في مصر كان هناك كان هيكمل، لان ملعبه في وسط جماهيره في وسط لعيبته هيبقى في عنده فرصه ان هو يبقى في الثلث الاخراني يكمل. هنا كان في حرص ان عارف بيلعب بره ملعبه، بيلعب مع النادي الاهلي نادي كبير في وسط جماهير في مصر، فكان في تحفظ عنده في الدور بتاعه، فالحمد لله ربنا ريحنا من الاثنين دول، هتبقى كويسه ايجابيه للنادي الاهلي، وبالذات لاعب الوسط رغم ان قلب الدفاع قوي، بس قوي بره ملعبه لان كان عليه ضغط وبيدافع كويس، فملعبه اي حد هيلعب هناك سد باك، لان هما احنا مش هنضغطهم كتير، فبرضه هتدي ارتياحيه للمدرب اي حد يلعب مكانه، انما اللي هو هيخسره فعلا لاعب الوسط المدافع فرانكوم اللي بيلعب اساسي. فارق معاهم، انا اتفرجت عليه في المباراه اللي كسبوها 4-2 اما بطل انجولا كان بيكمل الاتراك، كان هيطلع الحارس ده باسمه بن شرفيه معز، لا اللي كان بيلعب بطل انجولا كان رامي الجريدي، دخل فيه جونين، كان رامي الجريدي الحارس، كان رامي الجريدي مسك الكره في ايده دخل فيه جونين، كان ممكن يطلعوا هناك. اسمه ايه فرانكو ده؟ فرانكو عامل مباراه كبيره جدا جدا ووصلهم، قدروا يحرزوا هدفين بعد ما كانوا متعادلين، ففي تونس بيبقى مميز جدا، فالحمد لله ان النادي الاهلي ارتاح من الاثنين. هو طبعا برضو بس انت كسبت، انت كسبت الترجي 3 من الاثنين وموجودين، انا معاك، بس كابتن محمد في لعيبه لما تكون في ملعبهم بتفرق، بيبقى عندهم برضو باور غير بره ملعبهم. انا لما اجي العب مع الترجي هنا شوف النادي الاهلي كله مثلا مع التحفظ عايز يهاجم، هناك صعب جدا تلاقي مثلا الباكين يطلعوا، يعني بماتش سطيف احمد فتحي لما هو ووليد كانوا نجوم المباراه، احمد فتحي كان بيلعب على اخطر واحد في سطيف، وكان معاه واحد تاني بيزيدوا عليه، بس احمد قوي. طب عايز اقول لك على مفاجاه، اتفضل. الترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام خارج ارضه
لم يدخل سوى هدف واحد في مرماه، خارج أرضه لم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، على أرضه دخل مرماه 7 أهداف. ترجي الفترة اللي فاتت أسوأ حالاته في سواء في أفريقيا أو في الدوري التونسي لحد ما غيره الكابتن فوزي البنزرتي. هو خالد بن يحيى؟ لا كان خالد بن يحيى. لا جه بعديه. بتتكلم على الموسم الماضي. الترجي السنه دي كان مهزوز جدا، اتظبط الماتش الاخير بتاع 4-2 ولما وصل للنهائي مركز. بس مش ده الترجي، الترجي عنده افضل من كده بكتير. زي اول ماتشين للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، النادي الاهلي كان فيه توتر، تحس الفرقه كان فيه ضياع شويه بتمر بيها اي فريق، لحد ما جه المدرب الاجنبي والنادي الاهلي اتظبط ومشي على الطريق الصحيح. دي ما تقللش من المدرب اللي قبله في النادي الاهلي، بس اي فرقه بيحصل لها دروب. ترجي كان بقاله ماتشين ثلاثه كان في دروب عنده، كان ممكن يطلع من البطوله. بس الترجي في ملعبه برضه بيجي فيه اهداف، الحته الدفاعيه عنده قليله، الحته اللي في القلب فيها مشاكل في خط الدفاع وحارس المرمى، مشاكل جامده جدا. ده لانه غير الحارس الاساسي اللي لعب على مدار البطوله بالكامل. يعني رامي الجريدي على فكره ده حارس مرمى نادي الصفاقسي التونسي، ولعبنا قدامه مباريات عديده حتى امام الزمالك والاهلي في البطولات الافريقيه. اول موسم ليه مع الترجي كان الموسم الحالي، جاء في شهر 7 الماضي. كويس. منذ ان اتى الى قلعه نادي باب سويقه نادي الترجي التونسي اصبح الحارس الاساسي ولعب كل المباريات. فجاه بعد الاداء المهتز الاخير ليه، صح، لعب معز بن شريفيه هو الحارس الخبره القديم لمنتخب ونادي الترجي التونسي. انا معاك، هي عامله زي شريف والشناوي، يعني زي شريف والشناوي. يعني شريف في البطوله العربيه ما كانش متوفق رغم ان ادى كويس. شريف حارس مميز جدا جدا، حارس منتخب مصر وحارس النادي الاهلي، بس الماتش بتاع بس حظه. انا كنت حزين جدا اقسم لك بالله، الماتش اتفرجت عليه بتاع الوصل الاماراتي، حظه وحش، راجع في ظروف صعبه، كان في 3-4 لعيبه غيابات. الشناوي مثلا لعب ما توفقش في ماتش، الشناوي رجع تاني لان هو حارس مصر الاول. تمام. وما تفرقش معاه ان سبب في هدف، ما كانش عنده توازن في ماتش او ماتشين، بس رجع لان هو اقرب من شريف فدخل على طول. الهلال عنده حراس متميزين بصراحه، طبعًا يعني فينا الاثنين كانوا موجودين في كاس العالم. اي حد يلعب يا كابتن، بص النادي الاهلي الحراس مميزين جدا على مستوى عالي، واي حد يلعب فيهم تبقى انت مطمن. بس انا بقول لك الفرق بين هنا وهنا، الترجي بقى لما حصل دروب للحارس على طول غيره الماتش اللي فات، لان دخل فيه جونين مسكوا الكوره وسابها فعلا. فالجهاز الفني قلق ما عندوش ثقه فيه، راح ملاعب الحارس ده. والتوفيق بيلعب دور كبير جدا كان مع حارس المرمى طبعا تحديدا. طبعا كابتن، بص الحارس زي راس الحربه، هو نص الفريق. بص راس الحربه لما بيرجع، كابتن الخطيب ربنا يديله طول العمر، لما كان يغيب ويرجع الملعب ماتش المرسى التونسي كان في لعيب بيلعب مكانه وهو بس عارف، كابتن الخطيب قاعد بره مش عارف يبص، لما بينزل بيجيب جول. ليه؟ بينزل الملعب معاه جول في جيبه. تمام. هو الفروت كده زي الحارس، يرجع اللقاء ما يخشش فيه جول، ركب بالذات في نادي الاهلي. طبعا. كابتن ثابت الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن شوبير، اللي كان بيركب فيهم تاني استنى بقى لما ايه ياخد فرصته. فطبعا هنا لو شريف، الجهاز الفني طبعا ليه كل التقدير والاحترام، لو لا قدر الله في حاجه في الشناوي شريف اداه وقدود، في حاجه في شريف الشناوي اداه وقدود، لان عندنا سوى كبيره في الحراس بتوعنا، عكس الترجي لما غير الحارس شاله عشان دخل فيه جونين. طيب برضه عايز اتكلم معاك في جزئيه الجمهور، لان برضه في سياق حديثنا الفني ما ينفعش انسى موضوع الجمهور، لان الجمهور امبارح كان ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي وعامل الحسم في التشجيع والمؤازره والمسانده. وحتى كابتن محمد يوسف امبارح في تصريحاته قال اول ما نزلنا لملعب برج العرب الحماس والغيره والشكل، كنت الواحد كان هيدمع من حماس جمهور النادي الاهلي في الملعب. أكيد. شفت الجمهور ازاي امبارح في الملعب وحماسه مع الفريق؟ الجمهور يا كابتن بتاع النادي الاهلي يقول لك جمهور رقم 12، جمهور النادي الاهلي رقم 1. بيدي باور كبير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي، بيدي الجهاز الفني، بيدي مجلس الاداره، فعلا جمهوره حماه، يعني هو اللي بيحمي الفرقه في امر الظروف اصعب اللحظات، بتلاقي جمهور النادي الاهلي من العوامل الاساسيه للمكسب امبارح. المنظر اللي استاد في برج العرب، جميل راح قبل المباراه، في ناس قبلها بيوم، في ناس بايته في الشارع عشان تجيب تذكره المباراه، راح يشجع من قلبه. هو رقم واحد النادي الاهلي، لا غنى عن جمهور النادي الاهلي، يعني هو بيخلي اللعيبه، معلش يعني لو واحد لا مؤاخذه ماشي اتخبط خبطه تلاقيه بيكمل في الملعب، بص في الجمهور كده بس انا بيزوم من فوق، حماس غير عادي، وبالذات جمهور النادي الاهلي، جمهور واعي، جمهور مثقف، عارف امتى بيشجع النادي الاهلي، امتى بيقف ورا الفريق. يعني في ظروف بيمر بيها النادي الاهلي بتلاقي الجمهور بيشد من اصله بيرجعه تاني، في جماهير تانيه ممكن تضغط على فرقتها لو حصل اي دروب او كده يوقع اي فرقه، لجمهور الاهلي بسم الله ما شاء الله. طبعا لانه كمان ليه دور كبير جدا معاك، لان انت كنت بتتالق بشكل كبير جدا في موسم 88 89 قدام الزمالك. طبعا والجمهور كان بيبقى ليه سحر. طبعا جمهور الاهلي يعني حظه تعيس،
اللي ما يلعبش قدام جماهير النادي الاهلي. يعني تعرف النادي الاهلي لما تخش الاستاد كده استاد القاهره ب 80,000 و90,000 بالذات ماتشات الكبيره ماتشات الزمالك مثلا حاجه تفرح. كان بيدينا مش عايز اقول لك وتعرف فرق على التمرين. يعني الاهلي لما كان بيمر بظروف صعبه مثلا تلاقي الاستاد التتش اتملى. لو الاهلي في اسوء حالاته اول ما الجمهور يجي النادي الاهلي بيتقلب 360 درجه. ما لا غنى عن جمهور النادي الاهلي، جمهور عظيم، جمهور كبير. وبصراحه اي حد لعيب كوره يتمنى يلعب تحت تشجيع جماهير النادي الاهلي. مشهده امبارح في برج العرب وامتلاء الاستاد بشكل كبير جدا في المساحات المخصصه من قبل السلطات المختصه، ان الجمهور يحضر بحضور 60,000 متفرج وموجودين في الملعب قبل المباراه بخمس ساعات وست ساعات. حتى في صور الناس شافتها اطفال صغيرين اول ناس دخلوا استاد برج العرب قبل المباراه بسبع ثمان ساعات. يا كابتن بقول لك فرحه ما بعدها فرحه انك تشوف الملعب متزين كده بالجماهير، والجماهير راحه فرحانه وعندها ثقه في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم هيكسبوا وهيصعدوا. الناس بقول لك اللي بيدور على التذكره مش لاقي، جابوا مشهد في ناس بايته جنب الاستاد برج العرب، في ناس عند استاد اسكندريه رايحين عشان ياخدوا تذاكر، في ناس في النادي الاهلي في مدينه نصر، في النادي الاهلي في الجزيره، في نادي في استاد اسكندريه عشان يجيب تذكره يخش بيها المباراه. الناس سعيده، ده عرس يعني فرح كبير. نهائي النادي الاهلي، النهائي رقم 12، البطوله التاسعه، كل واحد بيتمنى ويحلم ان يكون متواجد في يوم زي ده. اكيد يا كابتن صديق. لكن عايز اطلع فاصل، وبعد الفاصل في تقرير مهم جدا مع جماهير النادي الاهلي وانطباعاتهم عن مباراه الامس بين الاهلي والترجي وفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف وحيد. ثم بعد الفاصل والتقرير نواصل حديثنا مع الكابتن صديق الجمال. مباراة مش وحشة، متوسطة بالنسبة للأهلي. الفريق برضو كويس بس ينص النجوم الكتير، بس الحمد لله 3-1 نتيجة برضو مطمنة شوية. بتروح هناك كل ما دقيقة بتعدي الترجي بيزوق سوق وانت بتزيد أفضل، بتطمن على الماتش، فالنتيجة مطمئنة شوية، أحسن من 2 بكتير طبعا. المباراة كانت مهمة واللاعيبة بذلت مجهود غير عادي، لكن التركيز على الإنسايد اللي هو يحقق الجون مفقود تماما. اعتمادي على ان انا اروح بسرعتي والباصه السريعه، اللعيبه ببذل مجهود باصه سريعه بس ما بحتفظش بالكوره، ما عنديش القدره امتى هدي الملعب وامتص اللعيب اللي قدامي وامتص الفرقه اللي قدامي وهمد الفرقه اللي قدامي لغايه الفرقه اللي قدامي ما تحس ان انا خلاص استسلمت، ابدا اطبق فكر المدرب الاوروبي. ان شاء الله 2-0 الاهلي. ان شاء الله، بس نركز شويه ونبعد عن الضغط بتاع الجماهير اللي هناك، واحنا طبعا متعودين على الجماهير بتاعتنا طبعا تسد عين الشمس، بس ان شاء الله نفوز باذن الله. وليد سليمان وشنطه الاجوان، وكانه كلمه السر وليد سليمان. والاهلي عمل ماتش ممتاز جدا جدا جدا، وكان هجوم ودفاع كان كويس، وشناوي طبعا يعني يعتبر من النجوم الكبار جدا اللي انقذ كور صعبه جدا. الاهلي بصراحه كان امبارح ماتش فوق روعه، حتى لو كان ضربات الجزاء مشكوك فيها، بس الاهلي كان احسن فنيا وكان احسن مهريا من الترجي. المباراه كانت يعني كويسه لحد ما، بس الاهلي تحس الفريق كان نازل كده، كان فيه رهبه مش طبيعيه. يعني المفروض ان احنا نلعب على ارضنا وسط الجمهور، ومفروض تبقى المفروض الجو يبقى افضل من كده بكتير، بس الحمد لله عرفنا نعوض الهدف بهدف واثنين وثلاثه. بس النتيجه يعني مش مطمنه خالص، يعني هم هناك لو جابوا هدف بدري المباراه تتكهرب نهائي خالص، ممكن في حاله لا قدر الله لو 2-0 يصعدوا هم، ودي احنا مش نتمنى كده خالص. يعني الاهلي المفروض ان هو ينزل ضاغط على الاقل، يعني على الاقل خالص على الاقل يحاول يديهم ما يديهمش يخليهم يمسكوا رتم المباراه كامل، عشان لو هم مسكوا رتم المباراه وسط الضغط النفسي وسط الجمهور اللي هناك لا يمكن لا يمكن لا يمكن نخرج منها بطريقه سليمه. ان شاء الله نكسب 2-0 ان شاء الله. وليد سليمان وازارو، مش ممكن وليد ازارو كره سيئه، وادي الكره جوه، وليد تربيه يا ولد يا ولد يا ولد.
انطلق التوربيت وظهرت القدرات وظهرت السرعات وليد عزار جول 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 جول. بصراحة المباراة كانت صعبة جدا ووليد سليمان كان له دور كبير جدا جدا في نهاية المباراة بالشكل ده وبالنتيجة دي. وصراحة وليد سليمان نجم الماتش بلا منازع. وليد أزارو بصراحة كان بيحارب قدام وحاول يجيب وجاب ضربتين جزاء فعلا، ولكن ربنا برضو أكرمنا بهذه النتيجة. المباراة كانت حلوة، إن شاء الله الأهلي ياخد البطولة، وعلى فكرة كل ما يكون الأهلي معاه في نفس المجموعة إن شاء الله الترجى ونكسب، والأهلي أعظم نادي في الكورة. كان ماتش حلو بس المفروض دفاع الأهلي يشد شوية عشان كان في كور بتلعب من ورا الدفاع كانت بتعدي بسهولة، كان في كورة كانت هتيجي جون في الشناوي بس ربنا كرمه وصدها. والله هتبقى جامده جدا، هتبقى مهمه مش سهله يعني. هو طبعا معروف ان الشمال الافريقي يمتاز بالعنفوانيه والوطنيه الجامده جدا، فهم بكافه المقاييس هيحاولوا يدوس يلعبوا على اعصابنا، هيبقى لعب عافيه. اتوقع هيكون مفيش مستوى اداء عالي، هيبقى لعب جامد فقط لا غير. ماتش كويس والحمد لله الواحد كان في المدرج وكانت الدنيا والروح جميله الحمد لله. يعني مكسب حلو بس يعني ما كانش ليه لازمه الجون اللي جه فينا، بس الحمد لله رب العالمين باذن الله في ماتش العوده باذن الله هنجيب جون وهنخلص الموضوع بدري بدري ولا اي كلام تاني. خلصانه معانا من الاهلي حديد. ولا اي كلام تاني، خلصانه بامر الله باذن الله لفريق النادي الاهلي في تونس. كابتن صديق، اراء الجماهير وفي اراء متباينه، لكن في امور فنيه الجمهور يتكلم فيها، تعليقك على راي الجماهير في مباراه الامس؟ في اخ مشاهد يتكلم، يعني هو انا بحيي طبعا عنده فكره، يعني الفتره اللي كان الاهلي كسبان فيها 2-0 هو بيقول لك المفروض الاهلي يستحوذ، يعني هو عنده حق برضه في جزئيه النتيجه 2-0 كان الاهلي لازم يهدي اللعب شويه، حد يمسك كرة تحت رجليه بحيث ان هم ما يبقاش فيه سرعات ممكن نضغط علينا ممكن يجي فينا اهداف. فلما احنا نستحوذ هنمتص الحماس بتاعهم لحد ما الريتم يهدى شويه. برضه انا بحيه على وجهه نظره، عنده حق، كان لازم بعد مثلا النتيجه 2-0 تمسك كرة شويه لحد ما ايه الحماس والروح العاليه بتاعتهم ان هم عايزين يعوضوا تقل شويه، طول ما الكرة معاك هو بيحبط شويه. فانا بحيي طبعا اغلبيه طبعا الجماهير، طبعا الجمهور عايز ايه؟ يتمنى كل شيء، عايز هجوم، عايز دفاع، عايز تسجيل اهداف. بس طبعا اللقاء بيحتم على المدرب غير اللي الجمهور بيفكر فيه، او في حسابات تانية، وانا بحترم طبعا وجهه نظرهم تحترم، لان جمهور الاهلي عايز الاهلي في احسن حاله، صوره حلوه جدا بيدافع وبيهاجم وبيسجل. بس طبعا اللعب شيء والواحد اللي هو عايزه اللي بيحلم بيه حاجه تانية. جمهور الاهلي فاهم وواعي وفاهم طبعاً كويس جدا طبعا، ما هو بدليل ان الراجل اللي قال لك دلوقتي ايه استحوذ هو كسبان، ما ده برضو حاجه مميزه ان الراجل بسم الله ما شاء الله فاهم. يعني طبعا بقيه الجماهير واحد قال لك خلصانه بالشياكه، يعني الموضوع انتهى. انا طبعا مش معاه لان لسه في ماتش تاني، بتمنى طبعا اي حاله ما توصلش للعيبه وبالذات كابتن التواصل الاجتماعي والنت والسوشيال ميديا. ممكن اللعيبه تهتز بالكلام تتاثر، عشان كده بقول لك التحضير النفسيه للمباراه نفصلهم بعيد خالص عن الحته دي. ودي الخبرات اللي جوه فريق الاهلي، ودور الخبرات بقى يا كابتن صديق، شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، يعني حتى لو مش مسافر معاهم لسه هنشوف برضو موضوع سفر ولا ممكن يسافر كمان. لا، خبرات اللعيبه ديت ازاي كمان تحتوي باقي الفريق، لان حصل اجتماع قبل مباراه الذهاب اللي اقيمت بالامس ما بين اللعيبه داخل فندق الاقامه، واجتمعوا مع بعض واتكلموا عن الماتش والدوافع والفوز وازاي ان احنا ازاي نسعد جمهورنا في مباراه الامس، حملوا بقيه اللعيبه بالظبط المسؤوليه. يعني الجمهور دي ما بقى الخبرات اللي في الفرقه ازاي يستغلوها ويشتغلوا عليها عشان تبتعد تماما عن مؤثرات السوشيال ميديا والبعض ممكن يصدر طاقه ما تكونش ايجابيه. ما دي الحته النفسيه اللي احنا بنتكلم عليها، المدرب ليه دور فيها، الجهاز الفني، بس في دور لكابتن الفرقه وفي دور للخبرات اللي متواجده في الفرقه اللي هم عندهم مشاركات كتير سواء افريقيه او مع المنتخب او مع النادي الاهلي، فبينقلوها للعيبه الثانيه. يعني في ممكن 3 4 5 لعيبه في الملعب ما عندهمش الخبرات دي، ده دور حسام عاشور، احمد فتحي، شريف اكرامي لو حتى مش بيشارك بس بيلعب دور كبير جدا جدا في فرقه النادي الاهلي، ان هو برده بيلم اللعيبه مع حسام عاشور، بيعملوا اجتماعات يحفزوا اللعيبه. يعني ايه معنى كلمه نهائي؟ احنا وصلنا للقب حلم، يعني هم عاشوا الحدث ده. عاشوا الحدث ده اكتر مره، بقول لك المشاركات كتير خليتهم عاشوا الاحداث دي سواء مباريات مع المنتخب او مباريات مع الاهلي.
كلهم حملوا بطولات كتير. بسم الله بسم الله ما شاء الله، حسام عاشور وشريف واحمد فتحي، يعني ايه زي ما بيقولوا زهقوا من البطولات، بس كل ده بينقلوه للهيبه اللي هي ايه خبراتها قليله. حسام عاشور يا كابتن سديد يعني بدور قطع كلام حضرتك، حسام عاشور واخد 5 دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بالبطوله القادمه إن شاء الله. او البطوله الحاليه ان شاء الله ككابتن للفريق يتساوى مع وائل جمعه كابتن النادي الاهلي، صخره النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، يكونوا 6 بطولات افريقيه، رقم قياسي. وطبعا حسام يستاهله، وكل الناس طبعا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي في حصد البطوله. وفي بقى ارقام بتحقق مع البطوله زي الارقام بتاعه حسام عاشور، بس في المقام الاول للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني، البطوله اللي تحط داخل النادي تحط في السي في بتاع النادي. يعني تخيل كل الناس اللي شغاله في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي او اي حد ينتمي للنادي الاهلي بيشغل بالبطولات، بسمعه النادي الاهلي، باسم النادي الاهلي الكبير. فطبعا الناس لازم تعرف قيمه البطوله دي. فانا طبعا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ليها دور كبير، اللي هي بتدي حافز وبتدي بيعملوا اجتماعات مع اللعيبه اللي هي لسه خبراتها برضو محتاجين خبرات كبيره بالنسبه لمشاركاتهم، وبينقلوا الحاجات دي اللعيبه عشان ينزلوا يتحمسوا، بيبقى في حافز عندهم باذن الله للمباراه الكبيره وبالذات النهائيه. طيب برضو لو ننتقل لجزئيه فريق الترجي التونسي بخبراتك كده، وشايف فريق الترجي ممكن يلعب مع النادي الاهلي ازاي؟ فريق نازل لازم يحرز هدفين على الاقل عشان يضمن تاهله او يضمن فوزه بالبطوله الافريقيه، فبالتالي ممكن الترجي ينزل بادئ ضاغط يلعب ازاي قدام الاهلي؟ الترجي يعني بص هو مش هيغير في الطريقه، هو ممكن هيلعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1، بس في ملعبه هيلعب 4-2-3-1، واخد بال حضرتك؟ بيعتمد على التلت الاخراني. الترجي من اول وهو بيسخن عايز يحرز اهداف، لان عارف كل ما الوقت يعدي عليه كل ما اللعيبه هتفقد تركيزها واعصابهم، انت عارف وسط جماهيرهم ممكن الجماهير ما تحملش، في ضغوطات جدا عليه، فهيفرض في الحته الهجوميه بكل قوه، مش هيستنى. يعني من اول دقيقه نازل عايز يسجل في النادي الاهلي، هيلعب الاطراف هتهاجم، يعني عندك الباكين اللي على الطرف، الماتش اللي هنا مثلا في تحفظ، في تحفظ عندهم ما ينفعش بره ملعبهم يهاجموا، هناك هيهاجموا اصل ما عندوش حاجه يبكي عليها. طبعا مع هيبقى في عنده حرص، كل الحرص من ازارو، وليد سليمان، من اسلام، برضو الثلاثه اللي بتوع النادي الاهلي اللي في الثلث الاخراني يخضوا اي حد، بس هو هينزل يفرض في الحته الهجوميه، ما عندوش حاجه يبكي، لازم من اول دقيقه ينزل ضغط. هتلاقي الثلاثه اللي تحت الفرود بيلعبوا فراوده كلهم، يعني اثناء الكوره مثلا ما تكون معاهم هتلاقي راس الحربه بيروح الثلاثه على طول مكملين وراه، وممكن تلاقي واحد من نص الملعب الارتكاز مكمل وراه، ممكن بكمل من الباكين يكمل وراه، هتلاقي عندهم كتره عدديه فوق، لان عارف لو ما سجلش هيبقى في توتر في الاداء بتاعه ومش يقدر يحقق الهدف اللي هو اللي بيحرزه بدري، فدي هتنعكس عليهم. طبعا هيقابل خصم شرس، النادي الاهلي مش سهل ان ينزل يفتح خطوطه زي ما قلت لحضرتك، فاكيد اكيد هيبقى في ثغرات عند فرقه الترجي، بس الحرص كل الحرص ان هم ما يسجلوش فينا اول ربع ساعه. دي لان انا برضو انت قلت كلمه كويسه جدا ما شاء الله عليك يا كابتن محمد، عندك وعي يعني، وانت حضرت مباريات زي دي كتير، لا يعني عندك خبرات برضو، ما اللي شغال في الميديا برضو بيحضر نهائيات وبيحضر بطولات وبيحلل بيكتسب خبرات كبيره الحمد لله. ان انت عارف هيبقى في ضغط جماهيري، انت خايف من الحكام، انت خايف، ده هو الضغط بدا من امبارح. ايوه انت مجرد ما عطلت صفيره النهايه الضغط بدا من امبارح، انت كاعلام محسوب على النادي الاهلي بتأدي دورك على أكمل وجه، تنقل الصورة سواء للاعبين أو سواء للإعلام المصري كله، لأن الصورة بتنعكس علينا بتتنقل علينا هناك، بيعملوا حالة هيجان في في في, في تونس. والله يا كابتن صديق بص أنا مش يعني عايز دي، أنا عايز أقول لك على أنا حاجة، مش عايز دي والله أنا عايز أقول لك على حاجة. النادي الأهلي، النادي الأهلي دور عايزين نوصلها والله للاخوه الاعلاميين وزملائنا هناك في تونس والجماهير التونسيه. العلاقات الطيبه بين الاهلي والترجي التونسي على اعلى مستوى، في علاقات وصداقات اسريه ما بين مسؤولي الناديين، حاله الشحن الموجوده منذ الامس وحتى المباراه القادمه ليست مطلوبه، النادي الاهلي يحترم جدا 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 فريق الترجي التونسي، والاعلام المصري يحترم جدا تونس تحديدا بشكل شخصي، والجماهير الترجويه والجماهير الاهلاويه في علاقات اسريه، جماهير الترجي بتيجي القاهره بتقيم في منازل جمهور الاهلي، وجماهير الاهلي بتسافر تونس بتقيم في منازل جماهير الترجي التونسي، تلك الحاله محدش هيكسب منها، لان احنا عايزين نعمل عرس افريقي عربي في رادس، نعمل مباراه
كبيره، وزي ما الاهلي استضاف الترجي هنا في مناسبات كثيره جدا، الترجي هيستضيف الاهلي في مناسبات كثيره جدا، وليست هي المباراه الاخيره. يعني الاهلي والترجي هيلعبوا بعض بعد كده. القصه مش الاهلي رايح الترجي الجمعه الجايه فخلاص كل واحد هيحاول ياخد حقه. القصه يا كمان يا كابتن صديق والله صدقني بجد في بطولات كتير، في بطولات كتير، والترجي هيجي كتير، مصر والاهلي هيروح لتونس كتير. صح بالظبط. ما انا بقول لحضرتك ايه، تنقلها، انت بتنقلها بمصداقيه، لان انت بتمثل قناه، بتمثل نادي القرن، بتمثل منظومه محترمه، فلازم تنقل الحدث اللي في القاهرة عشان الإخوة التوانسة يعني ناس محترمين جدا، عندهم ثقافة، عندهم وعي، ما حدش يلعب على الوتر بتاع إيه إن هم اتظلموا هنا، إن الحكم، إن الجماهير. أول حاجة جماهير النادي الأهلي عملتهم بكل احترام بكل رقي، وشجعناهم لغاية آخر المباراة، وبعد المباراة حيناهم لعيبة الترجي بسلامة ولاعيبة النادي الأهلي، عندهم قناعة إن هم بيلعبوا نادي كبير النادي الأهلي. وأخطاء التحكيم والأخطاء اللعبة وردة، وإحنا اتظلمنا قبل كده بتونس ما علقناش الشماعة على الحكم. أنا بقول لك عجبني الكابتن معلول، نبيل معلول، نبيل معلول قال لك الاهلي تفوق في اكتر اللقاء في على فترات اللقاء ويستحق الفوز، الترجي ما اداش المطلوب منه في المباراه بحجم نادي الترجي بصراحه. يعني هو بيشكر نادي الترجي، بيشكر فيهم. اقول لك حاجه بصراحه، احنا في التوقيت ده محتاجين صوت العقل، يعني شخصيه قديره وكمدرب قدير زي كابتن نبيل معلول بجد. احنا في التوقيت ده راجل تونسي قدير جدا، احنا في التوقيت ده محتاجين شخصيات رياضيه بقيمه كابتن نبيل معلول تتحدث للجماهير في التوقيت الحالي، عشان ما نصحاش على يوم الجمعه في ازمه ومشكله لا كبيره. لا مفيش أزمة. واحنا علاقتنا بالناس هناك جميله جدا، وهم بيحترمونا ونحن بنحترمهم. كابتن صدقني لو في ازمه تبقى واحد في المليون. مين واحد في المليون ده؟ واحد مثلا بيحب يعمل اي زوبعه، ده ضرب الجزاء، ده مش عارف مين اللي. لا الناس عندها وعي دلوقتي كابتن، احنا في 2018 سواء التوانسة، المغاربة، الجزائر، بتوع شمال افريقيا كلهم، ومصر في تحضر، في رقي. دلوقتي الناس بتتفرج على الكورة وعارفة ان انت اديت كويس يبقى تكسب. اقول لك برافو، ما اديتش جماهير وعي. الاهلي لو لعب وحش وخسر جماهير خلاص النادي الاهلي لعب وحش، انما النادي ادى لا، الجماهير وراه وعايزة يكسب وعايز النادي الاهلي يبقى رقم واحد. نفس الكلام انا بحيي فريق الترجي ان في الحاله اللي هو فيها والظروف اللي مر بيها الفتره الاخيره في تونس هو قدر يوصل للنهائي. شيخ الانديه التونسيه. الترجي احنا هنا في فريق الاهلي دايما بنتكلم على الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه، والعلاقات تحديدا بين الاهلي والترجي لو هنتكلم عليها هنتكلم عليها لسنين وسنين كتيره جدا. والله في علاقات بين الناديين على اعلى مستوى، علاقات رياضيه وعلاقات على مستوى المسؤولين وعلاقات على مستوى الجماهير. يعني اخطاء التحكيم جزء من لعبه كره القدم، زي ما الاهلي تضرر من التحكيم ايضا الترجي تضرر من التحكيم، ولو مسؤول الترجي شايفين في مشكله في التحكيم الاتحاد الافريقي وشكوى للحكام. الترجي مش هيعترض ولا الاهلي هيعترض، مش كان في مشاركات بين الاثنين قبل كده؟ هم كسبونا ما اعترضناش ولا قدمنا اي التماسات، واحنا كسبناهم نفس الكلام ولا قالوا حاجه. الجماهير الناديين اي لقاء من اللقاءات السابقه لا حصل مشكله في تونس، لا ضربوا حد عندنا، جم مصر لو حصل مشاكل، واللي بيمشوا بيتكرموا. نفس الكلام احنا بنلاقي كل ترحاب كل احترام في تونس، اي فرقه مصريه بتروح تونس بيقابلوها بالترحاب، وشعب متحضر، جماهير واعيه، عندهم ثقافه رياضيه عاليه جدا. نفس الكلام في مصر، لو كان في زمان حاجات، ما بقول لك احنا في 2018 لو في سابقه من 2006 ولا 2010، يعني انا دلوقتي خلاص انتهى العصر بتاع ايه لا مؤاخذه ان الناس تيجي تعمل زوبعه وفي الاعلام وتخلي في شحن هنا ولا لا. الناس واعيه في تونس والناس واعيه دايما دايما، صوت العقل هو اللي هينتصر، وصوت العقل هيفضل موجود اكيد حتى مباراه العوده وعلى طول حتى بيننا وبين الاخوه في تونس تحديدا. طيب مباراه العوده برضو عايز اتكلم عليها بتفاصيل اكتر كابتن صديق. اتفضل. انت شايف المباراه هناك ممكن يكون فيها اهداف، ممكن يكون فيها سكور في نتيجه، ولا المباراه فيها تحفظ دفاعي من الاهلي، ايضا الترجي ممكن يكون خايف يدخل المرمى هدف، شايف سيناريوهات المباراه ممكن المستوى الفني يبقى اعلى من مباراه الذهاب، ولا النتيجة بالأجواء اللي حواليها ممكن تعمل مستوى فني بنفس القدر أو أقل؟ النتيجة في النهائيات يعني بتبقى صعبة جدا، ونادرا لما يكون فيها سكور، يكون فيها أهداف كتير، بتبقى مثلا كل مثلا 10 نهائيات أو 8 نهائيات تلاقي فيه سكور، النتيجة تكون فلتة، إنما أغلبية النهائيات بتبقى المباراة كلها فيها توازن، فيها تأمين دفاعي، كل فريق عايز ينزل مش عايز يجي في جون بس عايز يجيب جون، في تحفظ من الفرقتين. النادي الاهلي عنده نهى اللقاء الاولاني كده، راح هناك مش عايز يجي فيه اهداف. نفس الكلام تونس، فريق الترجي داخل فيه هنا جونين ثلاث اجوان عايز، وجاب هنا جون عايز بقدر الامكان يحاول يسجل هدف او هدفين، انما مش هيبقى فيه سكور، مش هيبقى فيه نتيجه ايجابيه كبيره في التهديف. ممكن الماتش يطلع 2-1 3-1 3-2 1-0
انما عشان مباراه تطلع فيها نتيجه سكور لفرقه من الفرقتين هيبقى صعب جدا جدا، لان زي ما بقول لك في تامين دفاعي للنادي الاهلي سواء على مستوى الدفاع او نص الملعب او حتى الناس اللي في الثلث الاخراني نفس الكلام، ان الترجي هينزل هيفرز في الحته الهجوميه بس برضه عنده تامين دفاعي لانه عارف بيلعب مين، مش هينزل يهاجم بكل خطوطه، يجي ممكن يجي يفوق في اي وقت، يبقى قلب الطاوله عليه. يعني قلب الطاوله عليه يعني ايه؟ قلب المباراه عليه خلاص. يبقى لو دخل فيه جون هناك في الاول الدنيا هتصعب جدا جدا، هيعتبر كده الاهلي مع اربع تجوان صعب هو يجي لك بقى صعب. كمدرب مع اللعيبه والفريق في المحاضره الاخيره وانت في الملعب وقبل الفريق ما ينزل يعمل عمليات الاحماء ويبدا للمباراه، تفرق معاك وانت بتتكلم مع اللعيبه تخطفوا هدف ولا قدر الامكان حافظوا على نظافه الشباك؟ لا انا كمدرب النادي الاهلي ان انا في اول كلامي احنا خلاص نهينا اللقاء الاول، لازم يا جماعه ما يجيش فينا جون في الاول، لازم في تركيز في تنظيم دفاعي جيد جدا غير مباراه القاهره. اللي هي تنظيم دفاعي يعني يا كابتن، هنا في القاهره ممكن يكون واحد زي اللي راح انفراد وزي اللي راح عمل ضربه الجزاء كان في حته في القلب، ما كانش الدفاع ما كانش منظم ساعتها، كان في خطوط مفتوحه عند النادي الاهلي، اللي راحت انفراد وشالها شناوي واللي راحت انفراد والشناوي طلع بدري او طلع في توقيته انا ايه بحترم طلوعه يعني ما بعدلش عليه، بس كان في ثغره سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي. الماتش اللي جاي دفاع النادي الاهلي في المحاضره في تنظيم دفاعي جيد جدا جدا، الخطوط قريبه، في رقابه، الخطوط هتبقى قريبه، في رقابه في الكور الثابته، رقابه شديده جدا جدا من اللعيبه اللي في القلب، من الاطراف، من اللي في نص الملعب، يعني اي كره ثابته سواء فاول او سواء كور جانبيه اللي هي الثابته او حتى في الكور العرضيه لازم التغطيه تكون مظبوطه، الباك العكسي يجي الناحيه دي، لما تكون الكره من الناحيه دي مش عايزين يبقى فيه مساحات عشان ما ندفعش ثمنها غالي. فكل الكلام ده هيعيد عليه المدرب، ومدرب بيلعب بالتكتيك بتاعه بقى في التدريبات كلها بطريقه اللعب اللي يلعب بيها، الرتوج الاخيره، اللمسات الاخيره اللي هيلعب بيها اللقاء، ما بقاش مستني على المحاضره بس اللي قبل الماتش، يعني ما حفظهم طريقه اللعب بالذات لما تكون بره ملعبنا واحنا متقدمين ومحتاجين ايه ما يخشش فينا جون، ومحتاجين الحته الهجوميه يبقى في تكتيك هجومي هنجيب اجوان ازاي، فبيشتغل عليها في الفتره اللي هي الزمنيه اللي قبل المباراه، لما تكون فتره قليله خلاص اللعيبه حافظه، لما يكون في فرق اسبوع برده بيضيف حاجه لطريقه اللعب، بيضيف حاجه للتنظيم في الملعب، بيضيف حاجه للرقابه، لان برده زي ما قلت لحضرتك سواء كورنر او كور ثابته او كور عرضيه لازم الاثنين اللي في القلب يكونوا مركزين جدا، سعد سمير وكوليبالي، ايمن اشرف مش هيفرز في الحته الهجوميه لازم يقابل الراجل بتاعه، محمد هاني هيقف يكون واقف العدله بتاعته صح، يبقى موجه نفسه في الملعب، مفيش حاجه يطلع على الطرف ويسيب مساحه وراه، كل الحاجات دي كلها المدرب بيكون محفظها للعيبه. المحاضره بتبقى حاجه خفيفه كده بيلمس قبليها، بس هو عارف طريقه اللعب اللي بيلعب بيها انه بقى له فتره كبيره جدا بيلعب بيها، انه ما يخشش فيه جون في الاول. الضربات الثابته والضربات الركلات الركنيه ممكن تستفيد بيها هناك؟ الضربات الثابته للنادي الاهلي اكيد ده 100%، لما جت حاجه على الصندوق من بره على 18 عندنا بسم الله ما شاء الله وليد احد الحلول مميز جدا، ممكن كره ثابته تخلص مباراه، فكان هجيب الهدف الرابع هنا وليد حط واحده هنا مميزه جدا، وبرده عشان ما نفخس حق التوانسه كور الثابته هم مميزين فيها، اللي هو اسمه ايه الشمام، خليل شمام، الشمام حط فاول يعني ممتاز فوق الممتاز، شناوي مركز واعي شالها، لو دخل الجون كانت فرقت معاهم. كور العرضيه برده عندهم اطوال الحاجات الكراني والحاجات دي في اطوال، شناوي ما شاء الله بس انت بتواجه الاطوال دي بقى بوجود سليف كوليبالي. ما انا معاك، بس برضو ممكن يكون عندك اطوال بس ما فيش تركيز، ما فيش تنظيم دفاعي، يكون واحد واقف غلط، واحد مش مركز في هفوه اتلعبت كده جون. هو الجون جه ازاي بتاع السوليه؟ ما الديفنس بتاعهم كان واقف عشان الكوره متحركه، فاللي في القلب مش مركزين، واقف غلط ما عرفش يشيلها، عدت معدي السوليه لسندها وراح عاملها جون. ففي اوقات البوزيشن بتاع اللاعب المدافع لازم يكون مركز جدا جدا، يبقى الوقفه صح، وضعه داخل ال 18 ازاي؟ وضعه بره ال 18، وضعه لما الكوره تكون في الحته العكسيه هو يبقى موجود ازاي؟ ما يبقاش انت فاتح في مساحات ورا في الخطوط عندك، فان شاء الله الاهلي هيبقى مقفل ومنظم، لان اهم حاجه التنظيم بالذات الديفنس المدافعين الاطراف ولاعيبه اللي هم المحور في نص الملعب، ونتمنى ان النادي الاهلي برضه نستفيد من الكور الثابته، ممكن تجي لنا واحده وليد يخلصنا، تجي لنا ربنا يكرمنا، ممكن اصل كل حاجه في الكوره ورده، في فاول، في كورنر، في ضربه جزاء، دي ممكن تجي لك او تيجي عليك. طيب ايه النصيحه اللي ممكن توجهها لعيبه الاهلي او الرساله اللي ممكن تقولها لهم في ظل ضغط كبير هيكون موجود خلال الفتره القادمه؟ ايه الرساله او النصيحه اللي ممكن تقولها للاعيبه الاهلي في الايام القادمه؟ اللعيبه مش محتاجين رساله لانه حضروا
مباريات صعبه جدا زي دي بالظبط، بس احنا بنقول وجهه نظرنا لان هم عندهم وعي، عندهم يعني كلهم خبرات ومروا وعندهم نسبه مشاركات كبيره مع النادي الاهلي. بس احنا بنقول ايه يعني برضو ايه زي ما بقول العلم بالشيء، ان احنا واحنا في الاحماء واحنا في اول بدايه المباراه هدوء تام. اول كوره بتفرق مع الايد، كل واحد يلعب السهل، ما حدش الديفنسيف الاول ورا تمسك وعايز تحضر وتبطئ، لا من الاول بلعب على التامين وعلى الامان، ان انا اعدي كورتين ثلاثه انا لعبت صح مش هغلط. اول كوره هاجي احب ازود، لا العب السهل في الاول، العب لاقرب واحد حطها في المساحه الفاضيه، ما تبقاش انت تضغط نفسك لان انت هتقابل شراسه بالنسبه للحته الهجوميه وبالنسبه للضغط الجماهيري وبالنسبه للفرقه الثانيه. ما انا بقول لك وهم في الاحماء عايزين يسجلوا، فلعيبه الاهلي الهدوء وهم مروا بتجارب زي دي واصعب من دي، وانا قلت لحضرتك في اكتر مره عندهم نسبه مشاركات كبيره سواء في بطولات محليه او افريقيه، في ناس لعبوا فيهم منتخبات، ففيها هدوء الاعصاب ده متواجد ومتوفر عند لعيبه النادي الاهلي، بس انا بناكد عليها شويه. تمام. برضو في جزئيه ثانيه عايز اتكلم فيها، العامل النفسي اثناء المباراه. كارتيرون هو على الخط، مهم جدا يفضل واقف 90 دقيقة مع اللعيبة ولا ممكن يلقي بتعليماته ويقعد على الدكة، ولا شايف الصورة دي ازاي وانت هناك في تونس في ملعب رادس؟ دايما مهم جدا المدير الفني يفضل واقف على الخط عشان يكون مع اللعيبة. كويس. سؤال مهم جدا لانك خارج مصر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هو المدرب بالذات في البطولات الكبيرة وبالذات زي كوتش النادي الأهلي، نادي بحجم النادي الأهلي، تركيزه بيبقى عالي جدا جدا، بيحط استراتيجية للمباراة. يعني ايه استراتيجية للمباراة؟ يعني انا مثلا دخل فيا جون هعمل ايه بعد ما انا يخش فيا جون؟ جيت الفرقه اتهزت اول ربع ساعه مش منظمه، يبقى انا هعرف اعمل ايه بعد كده؟ ان انا ممكن لو حصل اي حاجه لا قدر الله امتى اغير؟ ممكن حد يبقى فيه ديفو في الملعب، لو شلته انزل حد تاني هقفل الحته دي، بيبقى دي عند المدرب. لو سجلت جون هعمل ايه بعد ما اسجل؟ فكل الحاجات دي كلها المدير الفني بيبقى هادي اعصابه مركز، ودي اللي فرقت في الكوتش كاتشانا للمباراه بالنسبه لكالدرون وكاتشانا بالنسبه للشعباني. الشعباني كان متوتر شويه لان برضو ايه حس ان ايه لما جت الاجوان دي شخصيته على فكره اتخطف، ودي شخصيته ليه؟ هو جديد في المهنه، يعني الحدث ممكن يكون كبير عليه شويه، نهائي ضد النادي الاهلي واول مره يتحط في موقف زي ده، فبرضو انا هحط نفسي مكانه هبقى مشدود ومتعصب، يعني ايه حامل هم المباراه، بس دي بتخلي التركيز بتاعه يقل. انما مدرب النادي الاهلي ما شاء الله خبرات كبيره، هيبقى عامل استراتيجيه للمباراه، امتى اسجل اعمل ايه؟ لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله دخل فينا جون هعمل ايه بعد ما يخش فينا الجون؟ لعيبه في اهتزاز؟ لا، في ناس قيادات في الملعب زي حسام عاشور، زي فتحي لما كان موجود، زي السوليه برضو من الناس الاعمده اللي موجوده، الناس اللي بتؤلف في الملعب، سعد سمير برضو، شريف لو في الملعب او الشناوي في الملعب، بيهدوا اللعب، نهدي اللعيبه عشان ما يبقاش في توتر، والهدف ممكن نغلط يجي فينا حاجه تانية. تمام. كل ما يكون في تركيز كل ما الاخطاء تقل. تمام. كابتن صديق جمال، وانا بختم معاك حواري بقى ان انت محتاج حلقه لوحدك نتكلم فيها عن شخصيتك ووجودك داخل النادي الاهلي تحديدا في اول موسم ليك مع الاهلي 88 89. في اجاز كده واحنا بنختم حلقتنا النهارده بعد ما استفيض الحديث في مباراه الاهلي وترجي التونسي. اول موسم ليك مع النادي الاهلي كان 88 89 وخدت دوري وخدت كاس وافر اسيوي وانتقلت من اكتر من جهه تدريبيه فايتسا ثم الكابتن السايس. شفت المرحله دي ازاي وجودك مع النادي الاهلي في المرحله دي؟ لانك تواجدت في الاهلي ثلاثه مواسم لكن تحديدا موسم 88 89 كنت في اعظم توهجك مع الاهلي. انا جيت من نادي البلاستيك، كابتن انور سلامه، كابتن انور سلامه فعجاله يعني عشان عارف ما عندكش وقت، كابتن انور سلامه جابني نادي الاهلي وكان معاه الله يرحمه الكابتن احمد ماهر والكابتن مصطفى يونس، كان ليهم دور كبير جدا جدا. مستر فايتس شافني على طول ضمني للنادي الاهلي اول ما شافني على طول. يعني طبعا النادي الاهلي حاجه تانية خالص، النادي الاهلي في حته تانية غير الانديه التانية بالنسبه للرهبه، بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للبطولات، بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وفخر طبعا ليا وشرف ليا لعبت في وسط مجموعه لعيبه، كنت انا الوحيد بس اللي من بره النادي الاهلي في المجموعه اللي كانت موجوده. تمام. يعني عايزه حلقات عشان اعدهم لك يعني. فطبعا المدرب اشرفني في مركز نص الملعب ناحيه الشمال، الحمد لله اديت دوري على اكمل وجه، كنت بلعب اساسي، وطبعا حاجه هتحسد عليها ان انا اخش مع الناس دي والعب اساسي، دي صعبه جدا 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 يعني. فالحمد لله ومن ضمن الماتشات اللي انا كنت طبعا سعيد بيها في السي في بتاعي، لعبت قدام الزمالك ثلاث مباريات، وفي ماتش لعبته مع الزمالك كمان رابع مع الكابتن سايس بس حوالي 35 دقيقه، بس مع مستر فايتسا لعبت اساسي ماتش 1-0 وماتش 2-1 دوري وكاس، وماتش 0-0 برده في بطوله الدوري. تمام. وكنت بادي بدور ومن طريقه كانت 3-5-2 والحمد لله كنت باديها بامتياز
مع مستر فيصل. تمام. الحمد لله يعني كنت في قمه السعاده ان انا كنت بمثل النادي الاهلي ومحطوطه في السي في بتاعي. كابتن صديق جمال شرفتنا ونورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي وحديث عن مباراه الاهلي والترجي التونسي. شكرا جزيلا ليك ودايما كده منور في قناه الاهلي. حبيبي بتشرف بيك يا استاذ محمد وسعيد جدا وكنت معاك وبحييك على الحوار يعني. يا مهندس ميرسيل ذوقك. والله العظيم مش بجاملك يعني وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي وباذن الله البطوله التاسعه ان شاء الله وباذن الله النهائي رقم 12 يتوج بالبطوله وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي والجهاز الفني والمجلس الاداره وبحيي جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي بتقف ورا النادي الاهلي في كل مكان وان شاء الله يبقى ليها دور كبير في تونس باذن الله. بشكر ضيفي الكريم. حلقه مهمه جدا حديث شامل ووافي فني في كل الاحداث سواء في مباراه الذهاب بالامس بعد فوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف لكن يتبقى مباراه العوده مباراه الاياب في رادس ان شاء الله يوم الجمعه القادمه في الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. مباراه صعبه جدا لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين للخروج بشكل ايجابي في هذه المباراه من اجل العوده بالاميره الافريقيه لان الاهلي دائما هو الملك المتوج على عرش القاره الافريقيه. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل زميلنا امير هشام عنده تفاصيل وعنده فقرات مختلفه تماما فيها افكار جديده تقدم النهارده معاكم في الليله الاستثنائيه من برنامج الاهلي الليله. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في حلقة النهاردة حلقة الأهلي الليلة عندنا العديد من الفقرات بعد الفقرة الحوارية الأولى اللي كانت مع زميلي محمد سعيد واللي استضاف فيها الكابتن صديق الجمال طبعا لاعب النادي الأهلي السابق وكان الحديث طبعا على مباراة الأهلي والترجي بالأمس وكمان الاستعدادات للمباراة القادمة والجولة الثانية أو المباراة الثانية ما بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة الهامة جدا. فقراتنا لسه مستمرة وهيكون الحديث برضو قريب من مباراة الأمس. أكيد مباراة كانت غاية في الأهمية كانت الأمور ماشية بشكل جيد جدا في معادة الناحية الفنية بس شوية بمباراة الناس ما استمتعتش شوية بمباراة النهائي خصوصا أن احنا كنا منتظرين مباراة تكون من الناحية الفنية عالية جدا ما بين فرقتين كبار زي الأهلي والترجي. لكن الأهم دايما في المباريات دي هو تحقيق الفوز لأن أنت بتلعب خلاص على اللقب. أنت في المرحلة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا النهائي ايا كان مهم ان انت تكسب البطوله اداء جيد اداء مش جيد المهم النتيجه في الاخر يبقى ان انت تحقق اللقب الغالي ان شاء الله تكون البطوله رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي من خلال بطولات دوري ابطال افريقيا وهي اكيد بطوله هامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا كان في نجوم من خلال مباراه الامس رغم الريتم اللي ما كانش سريع فيه خلال المباراه لكن طبعا زي ما اتكلمنا عندنا وليد ازارو كان نجم المباراه وليد سليمان مش محتاج خالص ان احنا نتكلم عليه لانه بصراحه بيأدي موسم اكثر من رائع من خلال المشاركات العديده اللي بيشاركها مع النادي الاهلي واعتقد دي افضل يعني فتره زي ما بنقول كده لوليد سليمان في خلال مسيرته مع النادي الاهلي منذ مجيئه للنادي الاهلي في 2011. مش بس وليد سليمان لكن كل اللاعبين بصراحه يعني مميزين جدا وكلهم ان شاء الله بيساهموا في فوز النادي الاهلي بهذا اللقب اللي لسه ما اتحسمش. النادي الاهلي فاز 3-1 نتيجه يعني كويسه الحمد لله. ما كناش نتوقع ان ممكن في مباراه نهائيه زي دي تحرز 3 اهداف. مباراه صعبه بتلعب فريق كبير جدا فريق الترجي فريق محترم عنده عناصر سواء الجهاز الفني او اللاعبين جيدين جدا فبالتالي المباريات دي دايما كانت بتبقى معروفه 1-0 2-1 لكن الحمد لله طبعا نتيجه 3-1 كان الاهم ان انت ما تستقبلش اهداف لكن الفرص تظل للنادي الاهلي هي الاكبر بعد هذه النتيجه الجيده. امور عديده كانت خاصه بمباراه الامس اتكلمنا عن نجوم المباراه اتكلمنا كمان على احد اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا وهو وليد سليمان لكن ان شاء الله الاهم بقى ان شاء الله المباراه الجايه الفريق يستعد بكل قوه ليها من خلال طبعا استئناف تدريبات غدا بالنسبه للنادي الاهلي في استاد مختار التتش. هيكون في تدريبات معينه لبعض اللاعبين اللي شاركوا في المباراه امبارح واكيد في تدريبات اخرى بدنيه قويه بالنسبه للفريق قبل رحله الترجي. الفريق ان شاء الله المفروض هيسافر يوم الثلاث الجاي عشان يستعد من خلال تدريبين هناك في رادس تدريب يوم الاربعاء وتدريب يوم الخميس ومباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه الساعه 9 مساء. ان شاء الله مران الاهلي بكره هيكون في تمام الساعه 4 عصرا وان شاء الله الفريق يستأنف من خلال هذا المران استعداداته
الهامه لبطوله دوري ابطال افريقيا والنهائي البطوله بالتحديد امام فريق الترجي التونسي. طيب في بعض التصريحات اللي خرجت بعد المباراه وكانت للاسف يعني مش يعني بعتبرها تصريحات غير مسؤوله، لان مثلا كابتن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي ويمكن اتكلم بعض الكلام اللي غير منطقي بالمره، لان احنا متعودين دايما العلاقات دايما قويه جدا ما بين الاهلي والترجي والشعب المصري والشعب التونسي، الامور دايما بتبقى ممتازه وسافرنا تونس اكثر من مره معامله اكثر من رائعه، والتوانسه بيجوا هنا او الفريق الترجي بيجي هنا المعامله بتبقى اكثر من رائعه. فكانت تصريحات غريبه شويه من كابتن معين الشعباني ان استقبال النادي الاهلي ما كانش جيد، يعني ما اعتقدش صعب جدا، انت اكيد يا كابتن معين جيت مصر كتير جدا سواء كنت مدرب مساعد او مدرب عام مع الاجهزه الفنيه المختلفه لفريق الترجي، واكيد كانت معامله اكثر من رائعه. كلام اعتقد غير منطقي خالص ان يكون المعامله ما كانتش جيده من مسؤولي النادي الاهلي او من الشعب المصري والجماهير الاهلاويه بشكل عام. الامور زي ما احنا شفناها الامور كانت جيده امبارح جدا، في بعض التعليقات ممكن تكون على المباراه عن الحكام وده امر طبيعي في اي مباراه بتحصل، ودايما بيبقى في كلام عن التحكيم، وواضح كمان من كابتن معين الشعباني مع بدايه المباراه هو دايما بيروح للحكام دايما بينتقد الحكام، وده بيبقى اسلوب او مدرسه بالنسبه لكل مدرب، حاجه ما يتلمش فيها، اللي يتلم فيه هو تصريحاته عن المعاملة من قبل النادي الأهلي أو كلام من ده، كلام غير مسؤول بالمرة. وأتمنى أن احنا نتكلم في أي حاجة تانية يا جماعة أو يا كابتن معين الشعباني بالتحديد نتكلم في أي حاجة تانية بعيد عن العلاقات ما بين الفرقتين، لأن العلاقات مميزة جدا ما بين الأهلي والترجي وما بين كل ما يخص النادي الأهلي ويخص فريق الترجي والشعب التونسي وكل التوانسة. التوانسة بصراحة الناس محترمة جدا والشعب المصري بيحبه جدا والأهلاوية كمان بيحب تونس جدا، أنا عن نفسي بحب تونس جدا، رحت تونس كتير فببقى مبسوط جدا لما بروح يعني، فبالتالي اعتقد تصريحات يعني ملهاش لازمه من الاخر كده بالبلدي، دي من ضمن الحاجات اللي يعني يمكن كانت ملهاش يعني معنى من الاعراب بعد مباراه الامس ما بين الاهلي والترجي. طيب في عنصر كان هام جدا امبارح هو عنصر جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد، وبصراحه يعني الموضوع من بدايته جمهور النادي الاهلي خلاص النادي الاهلي تاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا من خلال التفوق على فريق وفاق ستيف في مجموع المباراتين بنتيجه 3-2، فبالتالي اكيد النادي الاهلي يعني خلاص وصل النهائي، فبالتالي جمهور النادي الاهلي كان مستعد ومتحفز بشكل كبير جدا ان هو يشتري تذاكر المباراه قبل المباراه بيوم او بيومين، شفنا عدد الجماهير الكبير كان منتظر في على بوابات اتحاد السكندري او بوابات بالتحديد استاد الاسكندريه الخاص بفريق الاتحاد السكندري، وكان في 4 منافذ لبيع التذاكر، شفنا بعض الصور وبعض اللقطات لجمهور الاهلي وهو كان منتظر من الفجر عشان يستلم التذكره ويسافر او يروح المباراه بالتحديد ويقازر فريقه. بالتالي الجمهور امبارح كان منظر اكثر من رائع، منظر ممتع جدا من خلال تواجد جمهور النادي الاهلي اللي قازر الفريق بمنتهى الجوه منتهى القوة ومنتهى الحماس، وكان بيشجع الفريق لمدة 90 دقيقة، حتى لما جه فينا الهدف كانت النتيجة 2-1 قلقنا شوية لكن عادوا في التشجيع، وده شيء معتاد من جمهور النادي الأهلي العظيم واللي بصراحة بيفضل دايما العنصر الأساسي ورقم واحد في مؤازرة فريقه ومختلف الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي بشكل طبيعي وبديهي جدا. فبالتالي أكيد بنشكر كل جمهور النادي الأهلي اللي كان متواجد امبارح، وأكيد لسه في جمهور على فكرة كتير هيسافر إن شاء الله لرادس علشان يحضروا هذه المباراة اللي لسه لم تنتهي حتى الآن، عشان البعض يمكن بيهيئ نفسه ان الاهلي فاز بالبطولة، نتمنى اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يكون يعني قرب بنسبة كبيرة ان هو يفوز بالبطولة، لكن لسه في 90 دقيقة هتكون صعبة للغاية، هيكون في جمهور كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي هناك، فبالتالي ده شيء مميز، لكن بداية لازم نشكر جمهور النادي الاهلي من خلال تواجده في مباراة الامس واللي كان ليه مفعول السحر فوز النادي الاهلي بنتيجة 3-1، نشوف هذا التقرير الخاص بجمهور النادي الاهلي بالامس. جمهور دحما دائما ما تثبت جماهير الأهلي أن الهتافات ليست مجرد شعارات وكلاما مطلقا في الهواء، وإنما نابع من حب متغلغل في قلوبهم يدفعهم لتجسيده على أرض الواقع لكتابة العديد من الملحمات التاريخية في المدرجات لمساندة ناد كان وسيظل دائما مصدر فرحتهم الأكبر على مدار التاريخ. سجلت جماهير الأهلي ملحمة تاريخية في حب الأهلي
خلال ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، ليس بسبب الصورة النهائية التي رآها الجميع في ملعب برج العرب، وإنما في الطرق التي اتبعها كل محب للنادي من أجل وصوله إلى مكانه في الاستاد. لكل مشجع كان في برج العرب قصة وحكاية، فبمجرد تحديد موعد المباراة النهائية كان الشغل الشاغل لكل محب الأهلي هو حضور المباراة، فالحصول على تذكرة من 50,000 مقررة كان أمرا صعبا للغاية في ظل رغبة الكثير من الجماهير الزحف خلف الفريق للقيام بدورها التاريخي الذي اعتادت عليه على مر الزمان. تواجدت الجماهير، كانت على الموعد، قهرت كل الصعاب، شجعت فريقها، شجعت إدارة ناديها، ساندت الجهاز الفني، فكانت النتيجة مرضية تساعد الفريق في مباراة العودة بالفوز بثلاثة أهداف لهدف. أحبطت جماهير الأهلي كل من راهن على خروجهم عن النص، أثبتت وعيها، كانت تعلم جيدا أن كل كلمة لا بد أن تخرج لتحفز اللاعبين نحو الحلم الأكبر الذي غاب عنهم لفترة لم يعتادوا عليها، بات قريب المنال أمامهم. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ما زال الشغف مستمرا. بدأت الجماهير في البحث عن طريقة للسفر إلى تونس لتحقيق الهدف الأكبر، ألا وهو مساندة الفريق لحمل الكأس، ثم يأتي دورهم في الاحتفال بنشوة الانتصار برؤية فريقها متوجا بالبطولة المحببة. كلمات كثيرة تستحقها جماهير الأهلي، لا تحصرها مئات الروايات ولا آلاف التقارير التي تفي حق هذا الجمهور العظيم، لكن كان لزاما على الجميع أن يقول لهم شكرا جماهير الأهلي. شكرا جماهير الاهلي، بصراحه زي ما شفنا في التقرير كده، بصراحه يعني ناس بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم، وكانوا مصممين على مؤازره الفريق في برج العرب، وناس جايه من محافظات كتير جدا لمدينه برج العرب بالتحديد في اسكندريه عشان يأزروا النادي الاهلي، فبالتالي مجهود كبير جدا بيعملوه علشان يروحوا الاستاد ويكونوا متواجدين في المدرجات ويشجعوا النادي الاهلي بشكل جيد جدا، وده اللي حصل امبارح. المؤازره كان اكثر من رائع، المؤازره كانت رائعه بالنسبه للاعبين، وبالتالي اكيد شيء جيد ومهم. وزي ما قلت لكم من خلال تواجد جمهور النادي الاهلي امبارح كان عدد كبير طبعا، وده طبيعي عشان في ملعبنا حوالي 60,000 متفرج كانوا متواجدين، لكن في عدد كمان كبير هيكون متواجد ان شاء الله في استاد رادس في مباراه يوم الجمعه اللي جاي. عشان كده خلينا نروح سريعا ناخد على الهاتف استاذ مصطفى طنطاوي، صديقي العزيز ومدير اداره الاعلام بشركه برزنتيشن. يا استاذ مصطفى مساء الخير عليك. زمير مساء الخير على حضرتك وعلى فريق اعدادك المحترم وعلى جميع الساده المشاهدين وجماهير النادي الاهلي. اهلا بك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبي. طيب احنا عايزين طبعا نطمن على الرحلات اللي هتروح لتونس ان شاء الله عشان تآزر النادي الاهلي، وانت طبعا مدير اداره الاعلام بشركه برزنتيشن اللي منظمه الرحلات دي وعدد من الطائرات علشان يعني تودي جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يحضر مباراه الاهلي والترجي من استاد رادس. طمن الجماهير الامور هتبقى ماشيه ازاي، العدد اللي ممكن يسافر ممكن يكون قد ايه، كلمنا على كل التفاصيل يا استاذ مصطفى. يمكن العدد اللي باقي دلوقتي متبقي في الحجز عدد قليل جدا، الطلبات على الحجز كانت كتيره قوي منذ نتيجه الامس وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف. يمكن بقى في طموح اكبر عند الجماهير للفوز بالبطوله التاسعه. تمام. فالحجز زاد كتير بنسبه كبيره جدا والعدد بقى قليل المتبقي. مع بدايه الاسبوع اللي هو بكره الاحد هيبقى يمكن تكون بكره اخر فرصه لاي حد ممكن عايز يسافر في رحلات برزنتيشن. مستر محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن ستور فاجئنا وفاجئ الجماهير. هي دي جزئيه هنتكلم فيها استاذ مصطفى، بس بدايه انا عايز اعرف العدد، يعني ممكن يكون حوالي كام اللي ممكن يسافر؟
حوالي اكتر من 1000 مشجع ان شاء الله. اكتر عدد كويس طبعا في مباراه خارج مصر، اكيد عدد مميز يعني. اتفضل. اكتر من 1000 مشجع، لكن في رحلات ثانيه اكيد اكيد طبعا. لا انا قصدي على الشركه بن... فكر ان هيبقى في عدد بالزبط. كبير من الجماهير الاهلاويه في طبعا طبعا ان شاء الله. طيب جزئيه بقى استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، واللي فوجئنا امبارح بصراحه بتصريح ليه ان هو هيدي او يعني هيتنازل عن 1000 جنيه من قيمه السفر بالنسبه لكل مشجع هيسافر، ودي حاجه كبيره جدا بصراحه. وانا اقدر اقول لك يا استاذ امير ان برزنتيشن سبورتس كشركه هي كانت مدعمه الرحله باكثر من 30 ل 35% تمام في البدايه السعر اللي وصلت له تمام. لكن طبعا الرحله هتبقى عباره عن رحله يوم واحد طيران خاص، الرحله هتخرج صباح يوم المباراه تمام. والرجوع بعد المباراه هيبقى فيه اكثر على كل طياره اكثر من 20 فرد مرافق للبعثه لخدمتهم ولتأمينهم، وحتى كمان في فريق طبي في كل مع كل مجموعه كويس. اتوبيسات من سبلاير تونسي هتبقى موجوده هناك باتفاق مع شركات امن من هناك لتأمين الجماهير. في تزكيه طبعا في تأشيره دخول دوله تونس من شركه برزنتيشن وفقا للاتفاق ما بين جميع الجهات والسفاره التونسيه. وطبعا هيكون في وجبات غذائيه والعوده وتذاكر المباراه ثم العوده باذن الله، ومعانا الكاس باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني كان ثمن الرحله بعد الدعم الاول من شركه برزنتيشن والرعاه الجدد للنادي الاهلي اللي هيتم الاعلان عنهم ان شاء الله يوم 15 الشهر ده. حفل كبير نتمنى يكون حفل اسطوري يتخلد في تاريخ الايام الخالده في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. السعر كان 6980 جنيه تمام. لكن بعد المفاجاه اللي عملها لنا استاذ محمد كامل رئيس مجلس الاداره بتويتت امبارح، فهو كده يعتبر شال 1000 كمان، اصبحت الرحله حوالي 5900 جنيه، ده الثمن النهائي تمام. وباكد على حضرتك كمان مره وعلى اي حد بيسمعني ان خلاص يعني احنا منتظرين بكره اول الاسبوع تقريبا هتكون كل الرحلات تم حجزها كل الاماكن. طيب انا عايز اسالك سريعا الخطوات اللي لسه حد عايز يقدم عشان يسافر او عايز يحجز مكان عشان يسافر يعزر النادي الاهلي، الخطوات بتبقى عباره عن ايه بالظبط عشان الناس بتتفرج علينا يبقوا عارفين الدنيا تبقى ماشيه ازاي، يعملوا ايه عشان يسافروا ان شاء الله؟ في ارقام تليفونات موضحه على صفحات السوشيال ميديا برزنتيشن سبورت تمام. وبتحدد فيها انك بتبعت طلبك بالسفر وصوره من جواز سفرك، بيتم الرد عليك وبيدوا لك رقم الحساب البنكي. حضرتك بتسدد قيمه الرحله تمام. بشيك بنكي او بايصال بنكي، تاخد صوره الايصال وتبعته على الواتساب للشركه مره ثانيه، وبكده بتبقى ضمنت حجز مقعدك مع شركه برزنتيشن. حضرتك بتروح على السفاره بعد ما تكون بعت لنا صوره باسبورك مع الكشف المزكى من شركه برزنتيشن بالاتفاق مع السفاره، فحضرتك بيبقى طبعا حالك في الموافقه على التاشيره اسهل واسرع طبعا باذن الله، وما بياخدش اكثر من 48 ساعه. طيب تمام، اكيد ده شيء جيد ومميز جدا سواء من شركه برزنتيشن بشكل كامل والقائمين عليها بالتحديد استاذ محمد كامل اللي يعني خصم 1000 جنيه من يعني الاتعاب او من الحاجات اللي ممكن يدفعها جمهور النادي الاهلي عشان يسافر، ده اكيد خطوه مهمه جدا ومميزه. لكن اخيرا يا استاذ مصطفى عايز اتكلم معاك شويه عن المباراه، رايك في مباراه الامس ايه وشايف المباراه الجايه ان شاء الله ازاي؟ يمكن انا ما بتعاملش خالص يا استاذ امير مع المباراه بشكل فني، لكن تمام. اقدر اقول لحضرتك ان اي حاجه اتقالت على التنظيم كان اكثر من رائع. الحمد لله بذلنا مجهود كبير جدا في شركه برزنتيشن ان احنا نعبر عن قيمه النادي الاهلي وعن تاريخه سواء في ممرات الدخول او في الملعب او في اماكن استقبال الضيوف. شفنا شكل اكثر من رائع بصراحه، يعني الحاجات اللي كنتوا عاملينها بصراحه خلال الاستاد امبارح سواء دخول من بره الملعب وحتى الاماكن المخصصه للضيوف اشكال اكثر من رائعه وافكار كمان اكثر من رائعه بصراحه يعني. وحتى كمان كنا قاصدين نخلد اساطير النادي الاهلي سواء في النواحي الاداريه او في كره القدم في الممرات او في اللونجات او في كل الميك اب اللي اتعمل للاستاد امبارح. التنظيم كان فعلا اكثر من رائع. يمكن لما اكذبش على حضرتك لو قلت لحضرتك ان الجماهير التونسيه
هي اللي تعدت على الجماهير المصريه وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى كبار الضيوف. مش ده شهاده ورؤيه العين يعني، مش اكتر. تمام. لكن احنا مرحبين بيهم وهنفضل مرحبين بيهم طبعا، هتفضل علاقات جيده يعني. التحذيرات اللي بتتقال افتكر ان احنا الاثنين شعوب اشقاء بالظبط، ومفيش حاجه حصلت علشان نوصل الامور في مباراه كره قدم. يمكن حتى اللي قالوا ان في اخطاء في مباراه الامس وانا ما بتفقش مع ده بالمناسبه، لكن اقدر اقول لحضرتك ان حتى لو كان في اخطاء فهي متعه كره القدم في ده يعني، كره القدم متعتها في الاخطاء وفي الرايحه وفي الجايه، وياما حد بيبقى اليوم ليه وياما حد بيبقى اليوم عليه. بالظبط بالظبط اكيد يعني. ان شاء الله نتمنى المباراه اللي جايه تكون لقاء كبير ان شاء الله بين اشقاء. احنا كشركه برزنتيشن سبورتس كشريك تسويقي للنادي الاهلي اكثر مننا رعاه. احنا معنا على الشاشه ايه الحاجات اللي بصراحه البانرات وكل الامور التنظيميه اللي انتوا عملتوها بصراحه شكلها اكثر من رائع يعني. اتفضل. يعني اقول لحضرتك احنا كشركه برزنتيشن سبورتس نتعامل مع النادي الاهلي، احنا شركاء قبل ما نكون رعاه. فاكيد هنكون حريصين جدا على دعم النادي الاهلي في الخطوه الاخيره التاريخيه لمعانقه الأميرة التاسعة بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله رب العالمين هنرجع ومعانا الكاس يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. أستاذ مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة برزنتيشن، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طيب كلام كان مهم جدا بصراحة من أستاذ مصطفى طنطاوي، وقال كل التفاصيل الخاصة بتنقل الجماهير سواء من هنا في مصر ليه إن شاء الله تونس، الأمور هتبقى ماشية إزاي، الرحلة يعني في نفس اليوم إن شاء الله ممكن العدد يكون 1000 بالتحديد من شركة برزنتيشن. في شركات أخرى على فكرة منظمة رحلات لجمهور النادي الأهلي عشان يكون متواجد، لكن بالتالي 1000 واحد من الشركة دي من خلال طبعا يعني تسهيل الأمور عليهم وكل الأمور اللي تساعدهم إن هم يشجعوا النادي الأهلي ويكونوا متواجدين في تونس، أكيد شيء مميز جدا من شركه برزنتيشن، وان شاء الله هيكون عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي اللي هيكون متواجد في هذه المباراه. بالتالي اكيد يعني زي ما احنا عارفين دايما خلاص بقيه الاسبوع ده لحد يوم الجمعه جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه بشكل عام، لان طبعا النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه البطوله، ونتمنى ان هو يفوز بهذه البطوله القاريه الهامه جدا. فبالتالي الحديث مش هيكون غير على مباراه الاهلي والترجي ومباراه الاياب في النهائي بالتحديد من بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار الايام القادمه حتى يوم الجمعه القادم. بالتالي ان شاء الله هيكون في امور مهمه جدا علشان نتكلم فيها. لكن يعني بعض الكلام ايضا كان طلع خلال امبارح بالتحديد بعد المباراه، وانا بصراحه من يعني بحب الكابتن وائل جمعه جدا، كابتن وائل جمعه من احد اساطير الكوره في مصر والنادي الاهلي، مدافع كبير جدا، لكن انا بطلب منه طلب، انا مش يعني مش بعتب عليه في حاجه، انا بطلب منه طلب بس، كابتن وائل ابقى اضحك لما الاهلي يكسب، اضحك بس، يعني مطلوب من كابتن وائل جمعه ان هو يضحك، انت اهلاوي كبير جدا وبتحب النادي الاهلي وكلنا عارفين كده كويس، فبالتالي ليه ما بتضحكش لما الاهلي بيكسب؟ يعني دايما الرياكشن بتاعك بيبقى واحد، ده امبارح الاهلي بيلعب في النهائي وكسبان نتيجه كويسه على الترجي 3-1، فبالتالي مطلوب منك انك تضحك، مش عارف ليه ما بيضحكش، لكن كابتن وائل جمعه نجم كبير وسيظل نجم كبير بالنسبه للكره المصريه وبالنسبه للنادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي بكل تاكيد، واكيد كلنا بنحب الكابتن وائل جمعه وان شاء الله دايما يكون احد المؤازرين للنادي الاهلي في كل المسيره اللي بيأديها النادي الاهلي بشكل عام. طيب كمان عندنا تقرير اخر وهو خاص بجمهور النادي الاهلي، واحنا يعني خلال فقره الاهلي الليله النهارده الفقره الثانيه بالتحديد ومتعمدين ان احنا نتكلم شويه على جمهور النادي الاهلي عشان نديهم حقهم، لان هو امبارح بصراحه عملوا شغل كويس جدا وازروا الفريق بمنتهى القوه خلال مباراه الامس. هنروح نشوف هم ليه اهلاويين، نروح نشوف تقرير خاص بجمهور النادي الاهلي بيقولوا فيه ايه السبب اللي خلاهم ان هم يكونوا اهلاويين. الاهلي بالنسبه لي انا وطن، انا يوم ما الاهلي بيبقى خسران ولا في حاجه او حتى متعادل حتى لو ماتش ودي اليوم بالنسبه لي بيقفل كيان. بطل افريقيا، بيفرحنا، بيجيب الدوري، كل ده بيمثل لي كل حاجه والله. الاهلي كده ده عشقي من صغري، الاهلي هو حياتي، مصدر سعادتي،
كيان هو حياتي، حاجه كبيره يعني، وطن جوه وطن زي ما بيقولوا. الاهلي طبعا ما فيش فريق زيه في مصر كلها وفي افريقيا وفي العرب، وده شرف لينا ان احنا اهلاويه يعني. المبادئ والقيم وكل حاجه في حياتي يعني، انا كل حاجه بالنسبه لي الاهلي. بيمثل لي كيان محترم، بيمثل لي انا بتعلم من اداره النادي الاهلي الهدوء، العمل في صمت، لا مجال للجعجعه والصوت العالي، خدت بالك؟ لا مجال للمناوشات، بيعملوا في صمت، فده بصراحه حاجه تحترم. مبادئه لحياته لانتصاراته للمتعه اللي متعها لنا الاهلي على مر السنين، احنا اتمتعنا كتير قوي من ايام صالح مرورا بالخطيب بابو تريكه باجيالهم يعني، شفنا كتير كتير كتير، شفنا متعه كتير، مش قادر اقول لك يعني اتمتعنا ازاي في الاهلي. طبعا زي ما شفنا كده في تقرير، اسباب كتير خلت يعني الناس اللي كانوا متواجدين معانا من جمهور النادي الاهلي في التقرير اللي فات ان هم يكونوا اهلاويه، فبالتالي يعني اكيد بيبقى فخر كبير لاي حد ان هو ينتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي، وفي انديه كبيره بصراحه برضو في مصر يعني، اي حد بيبقى دايما فخور بالانتماء الخاص بيه يعني، فبالتالي اكيد تقرير كان مميز جدا. طيب خلينا ناخد مداخله هامه جدا، كابتن خالد بدره نجم الكره التونسيه. كابتن خالد برحب بيك، منور قناه النادي الاهلي. مرحبا بيك حبيبي، ومرحبا بالشعب المصري وقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله حبيبي، اخبارك؟ طيب عايز استغل طبعا فرصه تواجد حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي، سواء المباراه الاولى كانت بالامس، نبتدي بيها الاول، وعايز اعرف تقييمك للمباراه ورايك فيها ايه؟ والله مبروك النادي الاهلي على الانتصار، وخاصه الترجي، الترجي قدم مستوى طيب امبارح، زاد نفس الشيء النادي الاهلي. المباراه كانت ماشيه في طريق معناتها ممتاز، ثم خيارات معناتها صعبه اللي هو التحكيم معناتها كان ظالم معناتها بالنسبه لي انا اللي نشوف. تمام. معناتها حتى الفار معناتها ما تعرفش فيها الحكم، معناتها عنده راي ثاني، والمباراه ان شاء الله ما تخرجش على نطاق الروح الرياضيه، معناتها كانت مباراه طيبه. مباراه العوده مش تكون مباراه صعبه للفريقين الاثنين، للنادي الاهلي والترجي، وان شاء الله اللي مش يكون حاضر وجاهز على جميع المستويات هو اللي مش يتوج بالكاس الافريقيه، هذه الكاس الافريقيه المحليه. انا نقول ان شاء الله النفوس معناتها تهدأ في المباراة العودة. صح ثم تشنج كبير معناتها من جانب الجمهور الترجي على التحكيم، معناتها ما كانش في المستوى في مستوى الحدث وفي مستوى دور نهائي، يظهر لي هو كان عرس معناتها بيئة معنى الكلمة، جاء الحكم معناتها كان عنده أحكام أخرى، معناتها خرج المباراة على النطاق نتاعها وما كانش دور نهائي معناتها اللي يليق بسمعة الفريقين الاثنين اللي هو النادي الأهلي فريق كبير، فريق مش في حاجة معناتها الإعانة معناتها من حكم النادي الأهلي بالقاعدة الجماهيرية نتاعو باللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وتعداوا على النادي الاهلي، معناتها يدل على كوننا نادي فريق كبير. المفروض معناتها الهدايا للنفس هذه معناتها صعبه وصعبه جدا. ما تجيش ان شاء الله، معناتها نحن نقولوا نفوز تهدأ وان شاء الله الاجواء تكون على العال. صح هي مباراه العوده مش تكون صعبه من ناحيه ثم شويه تجنج معناتها من الجماهير، معناتها ما كانش ان شاء الله معناتها نقولوا نحن ان شاء الله يصير خير، وان شاء الله احنا شعب واحد ونحبوا نحديوا النفوس، واليوم النادي الاهلي انتصر في المباراه هذه، نقولوا له مبروك ان شاء الله في مباراه العوده، زاد نقولوا مبروك للترجي ان شاء الله ليش لا.
طيب كابتن كابتن خالد طبعا عايز اسالك عن حته التحكيم بالتحديد، وانت بتتكلم عن التحكيم وشايف ان التحكيم يمكن كان سيء من وجهه نظرك او من وجهه نظر الناس في تونس، لكن هل التحكيم ده مش جزء من المباريات ومن كره القدم بشكل عام؟ وزي ممكن من وجهه النظر التونسيه يكون فريق الترجي اتاثر بالتحكيم بالامس، ما النادي الاهلي برضه تاثر بالتحكيم في العديد من المباريات، وكان من ضمنهم مباريات الترجي، ولو كلنا نفتكر يد انرامو في 2012 او 2011 بالتحديد. فاعتقد يعني التحكيم يعني جزء من اللعبه بشكل عام، مش ده اللي يؤدي لشد اعصاب عند الجماهير او بعض الكلمات اللي بتخرج من الجماهير. يعني لما يكون حكم، انا مش ما شفت مباراه الترجي، وكانت مباراه الاهلي والترجي في رادس، والهدف اللي سجله مايكل انرامو باليد معناتها شفناه نحن، فما بعد فما هذا مراقب الخط مش الحكم، هو مراقب الخط هو اللي يشوف في المباراه. انا نرجع لك معناتها على التحكيم، هي كانت مباراه معناتها كانت ماشيه في نسق معناتها ممتاز اللي مش نتفرجوا في كره قدم في زوز انديه كبيره معناتها على الصعيد الافريقي. اللي يجي حكم معناتها يفسد العرس الكروي الممتاز، معناتها هذا الشيء اللي يدل على ضعف التحكيم. انا مش نحكي على النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر من الحكم والترجي نفس الشيء طبعا، معناتها فرق كبيره الاثنين. المفروض معناتها ماناش نحن في حاجه للحكم باش يعطي ضربه جزاء معناتها للنادي الاهلي ولا يعطي ضربه جزاء ثانيه معناتها للنادي الاهلي. بعد احنا كي نشوفوا اللي سوى الحركات هذه وفسد العرس الكروي اللي هو الحكم، مانيش ضد الجماهير الاهلي ولا لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي كانوا ممتازين، كانوا عندهم خلق عاليه كبيره، زاد نفس الشيء الجمهور النادي الاهلي. انا مترفعين معناتها على الحاجه هذه، اما احنا نتكلم على التحكيم. التحكيم هي كانت مباراه، معناتها كانت مباراه ممتازه، كان في نسق معناتها ممتاز. الحكم اول ما دخل يعطي كارت اصفر للشمس الدين الزوادي اللي هو عارفه هذا ما يلعبش تون، يزيد يعطي كارت اصفر لفرانكوم. انا اقول مستحقه الكارت الاصفر لفرانكوم، اما شمس الدين الزوادي كانت قاسية على بس كان التدخل قوي برضه من شمس الدين الزوادي على ازارو، يعني برضه اعتقد يا كابتن خالد. لا لا لا، انا كنت نشوف ازارو، ازارو عنده كارت احمر قبل ما يسوي ضربة الجزاء. طيب شوف الكف اللي اداه للشمس الدين الزوادي. احنا نتكلم، رانا نتكلم، انا راني انسان واقعي وحقاني. اوكي، لما يكون معناتها فريق معناتها ممتاز وجاء تصارع الترجي في رادس بالذات، معناتها كان فريق متكامل ومتجانس ومتناسق وعنده خطاب تكتيكي يلعب فيها، تمام، تصارع معناتها في المباراه وقلت له مبروك. طيب كابتن خالد، عايزين نتكلم عن مباراة العودة. شايف المباراة ازاي من الناحية الفنية، خصوصا طبعا من خلال المباراة في ملعب رادس، واكيد هيكون في حضور جماهيري غفير لجمهور الترجي التونسي. المباراة من الناحية الفنية ممكن تشوفها ازاي خلال مباراة العودة؟ هل الغيابات هتكون مؤثرة سواء بالنسبة لفريق الترجي اللي بتتمثل فيه فرانكوم وشمس الدين الزوادي، وايضا بالنسبة للنادي الاهلي كابتن احمد فتحي طبعا واحد اهم اللاعبين في النادي الاهلي، شايف الغيابات ممكن يكون ليها دور كمان في مباراة العودة؟ أنا أقول أن مباراة العودة مباراة صعبة وصعبة جدا، يصعب التكهن فيها. الترجي الرياضي التونسي دخل في من امبارح معناتها من اليوم معناتها يرجع لتونس، ثم راحة للعيبة، تحس اللي ثم معناتها استرخاء معناتها للاعبين، وبعدهم على الأجواء معناتها اللي كانت مشحونة والضغط، وزاد نفس الشيء ضغط الجمهور. أنا نشوف تكتيكيا معناتها المباراة مش تكون مباراة قوية من الناحية البدنية، اللي مش يحكم في أعصابه في المباراة هذه هو اللي مش يخرج بنقاط الفوز. الترجي الرياضي التونسي عنده لاعبين معناتها ماهوش باش يقف على فرانكوم ولا شمس الدين الزوادي، ترجي ماكينة كبيرة تنتج اللاعبين، قادرين ثم لاعبين معناتها المعوضين اللي مش يكونوا في المحور الدفاعي ولا في وسط الميدان، مش يخليوا صح هما خلاو فراغ لاعبين، اما اللي مش يكونوا موجودين معناتها في الدور النهائي مش يغطيوا الفراغ اللي خلاه فرانكوم وشمس الدين الزوادي. نشوف انا مقابله معناتها ثم اندفاع بدني معناتها من ناحيه في الكرة القدم، معناتها نحكيو كرة قدم مانيش نحكي في معناتها خشونه ولا مش في ضرب ولا شيء، لا لا، احنا مش نتكلموا نتكلم كرويا. انا الامور العنف هذا معناتها نتجاهله، ما نحبش الامور هذه تصير. ان شاء الله ما تكون مقابله اللي تليق بسمعه الفريقين الاثنين، اللي تعطي معناتها الفكره
بصفه عامه على الصعيد العربي ككل وعلى الصعيد الاوروبي. يعني حتى ثم ناس تتفرج فينا وتتابع فينا، واحنا بحكم القرابه معناتها على اوروبا ثم ناس تتابع في المباراه هذه بالزبط. تشوف المباراه هذه ان شاء الله تكون مباراه ممتازه اللي تليق بسمعه الفريقين الاثنين، والاجدر واللي يستحق باش يتوج بالكاس نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له هات لك ان شاء الله السنه الجايه. تمام، وده اللي هيخلينا نسال حضرتك عن العلاقات ما بين الاهلاويه والترجويه بالتحديد. احنا عارفين ان هي العلاقات دايما بتبقى رائعه، وحضرتك اكيد كمان زرت مصر اكتر من مره وكان في استقبال رائع بالنسبه لك. الجزئيه دي بالتحديد حابب تقول فيها ايه، وعايز منك كمان رساله لجمهور الفرقتين قبل المباراه المصريه وهي مباراه يوم الجمعه القادم. والله هي مباراه الاهلي والترجي، ونحن اول شيء دايما احنا نقول رانا اخوات بالضبط، مش مباراه قدم، هي مش بعدنا على بعض، مش تفرق الجماهير الاهلي ولا الجماهير المصريه ككل على الجمهور التونسي، احنا نحب بعض. صارت مشاكل معناتها بين مباراه الزمالك والنادي الافريقي بالضبط، الحمد لله معناتها تسوق الموضوع ورجع في اسرع وقت، ما خرجش ابعاد سياسيه ولا ابعاد حسب ولا مشاكل. نحن نقولوا للشعب المصري والشعب التونسي شعب واحد بالظبط، حبوا بعض. ان شاء الله المباراه معناتها تكون تحت كنف الروح الرياضيه، ان شاء الله يمشي يقدم المستوى والمستوى الطيب ويحطوا في اعصابه، ان شاء الله نقول له مبروك، واللي ينهزم نفس الشيء يقول له هاتلك. ان شاء الله جمهور الترجي يكون رزين في مباراه يوم الجمعه، ان شاء الله يشجع معناتها يشجع فريقه بحماس وبحب، وان شاء الله ما تقولش على اللي تاكل تاعها، وهذا اللي انا نشوفه ان شاء الله بعد ما نتكلم. ثم انتم حتى تمشوا لتونس راكم جيتوا لبلدكم، واحد زاد نفس الشيء لما رحنا كنا عندكم بالظبط في بلدنا، وان شاء الله بعد نكونوا ان شاء الله انا اللي نقول ان شاء الله الصحف المصريه والصحف التونسيه تعدي الاجمال وتبين ده مهم، خفف معناتها من الزحم اللي كان موجود، ان شاء الله معناتها هذا اللي نحن نبغاه. وانا زي ما نقولوا نحن صحاب واحد بنحبوا بعضنا، وان شاء الله معناتها كنتوا قدام ما تفرقناش مع بعض ان شاء الله. اكيد. اخيرا توقعاتك للمباراه او للفائز بالبطوله بقى من خلال مباراه العوده، وهل شايف ان الاهلي فعلا اقرب بعد نتيجه امبارح ولا لا؟ والله انا مش نقول حاجه، وان شاء الله معناتها انا بحكمي لعبت انا لاعب الترجي طبعا. اكيد طبعا ونحب فريق الكل، واحد يحب يتمنى لفريقه النجاح والانتصار مؤكد، كما لاعبين النادي الاهلي يتمناوا النجاح للاهلي بلا نفس الشيء. انا اقول اللي هي المباراه مش منتهيه 2-0 الترجي الرياضي، 2-0 الترجي الرياضي. اوكي، دي هتتكلمني في التليفون دي توقعات حضرتك، وان شاء الله الاهلي هو اللي يتاهل، وهكلمك في التليفون برضه، او الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله يعني. يا حضرتك كلمه مع بعض، احنا نزل وهيكون هزه ان شاء الله ربنا يوفقك، انا عندي كاره الترجي ان شاء الله ان شاء الله يكون الاهلي هو اللي موفق. يا كابتن خالد نورتنا وشرفتنا طبعا، كانت مداخله قيمه جدا ومهمه جدا كمان من كابتن خالد بدره نجم الترجي السابق ونجم المنتخب التونسي، واكيد شيء كان مهم جدا ومداخله مهمه جدا منه، وكلم كلام مهم قوي على المباراه امبارح وعلى المباراه القادمه، وكان ليه رسائل يعني مهمه للغايه لجمهور الفرقتين، وده شيء كان جيد جدا وكلام محترم جدا من كابتن خالد بدر، طبعا اكيد كان شيء جيد جدا. طيب نتمنى اكيد ان شاء الله المباراه تخرج بالشكل الجيد وبالشكل المطلوب، وهو بيتمنى الترجي يكسب، ده شيء طبيعي، او كل التوانسه بيتمنوا الترجي يكسب، ان شاء الله كل المصريين بيتمنوا ان الاهلي يكسب وتظل العلاقات جيده ما بين الفرقتين بالتحديد، لان الاهلي والترجي اكبر فرقتين في افريقيا، وطبعا معاهم عديد من الفرق طبعا زي الزمالك والصفاقسي، يعني في عديد من الفرق فرق كبار جدا في افريقيا، لكن الاهلي والترجي يعني من اكبر الفرق في افريقيا، فبالتالي هتفضل العلاقات مهما اي حد عمل هتفضل العلاقات قويه جدا ما بين الشعب المصري والشعب التونسي وجماهير الاهلي وجماهير الترجي، لان فعلا في حب متبادل ما بين الجماهير للفرقتين بشكل عام. طيب ده كان كلام مهم قوي عن مباراة الأهلي والترجي بالأمس، وكمان على المباراة القادمة، وإن شاء الله كالعادة نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. نروح لفقرة أخرى مهمة جدا، وهي فقرة أسعد ليلة، ودي مخصصة يوم السبت كل سبت من حلقة الأهلي الليلة، أكيد بيبقى الفقرة دي مهمة، واللي هنختم بيها طبعا فقرة النهاردة والجزء الثاني من حلقة الأهلي الليلة، كل سبت بنحاول نجيب نجم كبير من نجوم النادي الأهلي عشان يحكي لنا على أسعد ليلة في حياته داخل جدران القلعة الحمراء. هسيبكم مع التقرير ده مع نجم كبير كابتن عبد العزيز عبد الشافي، طبعا نجم النادي الاهلي السابق نجم الكره المصريه واحد امهر لاعبي الكره المصريه بشكل عام، هنشوف وهيقول ايه عن اسعد ليله ليه في حياته. بعد التقرير ده على طول هنرجع للكابتن خالد العوضي كابتننا الكبير، واللي هيستضيف دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالاهلي في الفقره الحواريه الثانيه والجزء الاخير من حلقه الاهلي الليله النهارده، بعد التقرير وبعد فاصل.
الحمد لله انا مريت بالاهلي سعيده كتير بفضل الله، لان يعني الجيل بتاعنا كان جيل رائع جدا، سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي، وعلى فكره في كل الانديه. جيل السبعينات كان حاجه عاليه قوي، وبرده جيل الثمانينات بعديه. الليالي السعيده مرتبطه بالنسبه للعيب بالحاله اللي هو عليها، من ناحيه بمعنى ان هو لو مثلا زي وضعي مثلا، كنت هداف مثلا في فتره من الفترات، كنت هداف الاول اللي هي فتره من 69 لغايه 73، بعد كده جه الخطيب بقى هو الهداف الاول وانا اللي بقيت بعديه. اللحظات بتاعه التهديف هي اكتر لحظه بتسعد المتفرج، فزائد ان لحظه التهديف نفسها بتسجل تاريخيا. يعني غير المدافع الممتاز مثلا، المدافع اللي هو الجيد قوي ممكن يبقى مظلوم لانه مش هتجيب له حاجه مثلا زي الهدف، مفيش عنده حاجه زي الهدف. فدايما اللعيب المحظوظ المهاجم اكتر من اي حد تاني، ودي الحمد لله انا كنت فيها يعني. ودي نقطه. النقطه الثانيه مرتبطه بان الهدف يبقى ليه صفه معينه زي الجمال مثلا، او الهدف يبقى هدف مؤثر انه جاب بطوله. فدي برضو الحمد لله من الحاجات اللي انا مريت بيها في بعض الماتشات، يعني زي ماتشات اهلي وزمالك ربنا وفقني اكتر من مره، برضو في ماتشات كانت بتبقى خاصه بالدوري العام برضو الحمد لله رب العالمين. فدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه البطولات نفسها، يعني تاثيرك في البطولات برضو كانت بتبقى حاجه كويسه قوي. فالمجموع بتاعها في الاخر خالص انك انت قدرت تكسب بطوله مش لوحدك، بقى معاك لعيبه ساعدتك ومعاك اجهزه فنيه ساعدتك، فالسعاده بتيجي من الحته دي يعني الحمد لله. انا فاكر ماتش اهلي وزمالك، اول مره نكسب الزمالك بعد حوالي 9 سنين تقريبا، كان في سبتمبر 72، وكانت مباراه في الدوره الصيفيه مش في الدوري العام ولا حاجه. فيومها انا جبت جول من الاجوان اللي كانت اسعدت الناس قوي، وكسبنا يومها 2-1. كابتن صلاح حسني جاب جول وانا جبت جول، وكان فرحه الناس كانت كبيره قوي. انا كنت صغير، كان عندي 19 سنه تقريبا ساعتها، بس كان بقالي حوالي 3 سنين بلعب يعني، ما كنتش جديد يعني. فانا فاكر الجول ده والمباراه دي اسعدت جمهور النادي الاهلي جدا جدا يعني. ماتش اهلي وزمالك برضه في السوبر، لان الماتش دوت انا مسكت الفريق وكان عندي ظروف مش مظبوطه قوي في الفتره ديت، وجيت تحملت المسؤوليه. وكانت من الحاجات العجيبه ان انا طلبت، يعني انا طلبت ان انا ابقى مسؤول عن هذه المباراه، لان المباراه كانت عايزه حد من النادي الاهلي بصرف النظر عن انا او غيري، يعني عايزه حد من ولاد النادي الاهلي ممكن يضحي بنفسه عشان خاطر النادي. فانا تحملت المسؤوليه. والحاجه اللي اسعدتني اكتر بقى في هذه المباراه ان احنا لعبنا ماتش كبير قوي، لعبنا ماتش كوره حلوه يعني، لعبنا كوره جميله في الماتش ده، وقدرنا نكسب نادي الزمالك وهو في افضل حاله ليه من عشرات السنين، لانه كان بطل دوري وكان بطل الكاس، وكانت اول مباراه يحضر فيها جماهير سواء للاهلي او للزمالك، والملعب كانت ملا في ملعب نادي العين في الامارات. فانا اعتقد ان الليله دي كانت بالنسبه لي اسعدتني جدا، لاني شفت السعاده على وجوه جمهور النادي الاهلي في كل حته. انا في ليله دي اسعدتني اكتر من اي ليله تانية، اللي هي اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي سنه 82. في البطوله ديت كانت بتمثل بالنسبه لي امل كبير قوي قوي، وهي السبب في ان انا وافقت ابقى مدير كوره. كابتن صالح الله يرحمه كان عرض عليا ابقى مدير كوره، اعتذرت على اساس ان انا اتجاهي فني، وبعدين الكابتن صالح يعني وجه لي لوم كده بطريقه ظريفه، فقال لي يا زيزو احنا لما نطلب حاجه من اولاد النادي لازم يوافقوا عليها. فانا رديت وقلت له انا مقتنع بالكلام ده، بس انت عودتني على الصدق والصراحه. فقلت له انا ما اعرفش اعمل حاجه لما احدد هدف، وبناء على هدف بسعى فيه. فقال لي طيب ايه اللي انت عايزه؟ قلت له دي 48 ساعه بس افكر عشان احدد هدف. فكان الهدف اللي انا حددته حاجتين، عامله زي حتى انا بشبههم بالباسكت، رميه لو ربنا وفقنا في الرميه الاولانيه بنلعب الثانيه.
فكان الهدف الاولاني ان احنا نكسب بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ النادي، والهدف الثاني ان احنا نستثمر الفوز ببطوله افريقيا ونعمل استاد النادي الاهلي. الكلام ده سنه 82، فربنا وفقنا وحققنا الرميه الاولانيه، بس الرميه الثانيه لسه ما اتحققتش لغايه دلوقتي، فنتمنى ان احنا نحققها ان شاء الله. اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي كتير قوي، وانا عن نفسي انا شخصيا يعني كل الخبرات اللي انا بتمتع بيها واكتسبتها في حياتي الرياضيه وحتى لما مارستها بره نفعتني جدا، اكتسبتها من مكانين، النادي الاهلي، وايد هذه الخبرات وايد هذه يعني المفاهيم الاسلوب العلمي اللي انا اتعلمته في كليه التربيه الرياضيه من اساتذه البوردي ده. دي خلت عندي يعني زي ما تقول حصيله بقيت بستخدمها لما اشتغل بره النادي الاهلي، وكانت بتنفع الاماكن اللي انا بشتغل فيها، وما كنتش بغير الاسلوب بتاعي، واستفدت بيها جدا في اتحاد جده واهلي جده، اشتغلت فيهم حوالي 11 سنه هما الاثنين، بالرغم ان هما الاثنين متنافسين اهلي وزمالك، بس الحمد لله قدرت ان يحصل توازن في علاقتي حتى الان بكل الناس اللي موجوده هناك، حتى بجماهير الاتحاد وجماهير الاهلي، ونفس الكلام مع النجم اللبناني، اللي هما الثلاث انديه اللي انا اشتغلت فيهم خارج مصر يعني. فاللي انا اتعلمته هنا ده هو اكتر حاجه بتسعدني، اتعلمته من اساتذتي في كليه التربيه الرياضيه دي بتسعدني، لانها خلتني اجمع ما بين الشقين اللي هو النظري والعلمي والناحيه التطبيقيه او الممارسه. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة في الفقرة الثالثة في الحوار معانا لقاء مهم، معانا لقاء مع المدير الفني لفريق جمباز النادي الأهلي دكتور محمد فؤاد للحوار عن اللاعبين والحوار عن ميداليات والإنجازات والاستعدادات وكل حاجة تشملها رياضة الجمباز. كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها له احنا ان شاء الله بإذن الله هنسألها له النهاردة. بنرحب بيه دكتور محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا بخير. أخبارك إيه؟ الحمد لله زي حضرتك. كله كويس؟ الحمد لله تمام. حضرتك رئيس جهاز الجمباز، الجمباز فيه أجزاء كتيرة، إيقاعي وأرضي وي 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 وي، عايزين نعرف بس نعرف السادة المشاهدين بتتكون من كام حتة؟ هو طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للجمباز في 7 أنواع. موجود في مصر، مفتوح تبع الاتحاد المصري للجمباز، منها 5 انواع او 6 انواع دلوقتي. تمام. انت كنادي بتختار، مش بالضروره يبقى عندك كل الانواع، مش بالضروره، مش بالضروره خالص. انت بتختار النوع اللي انت عايز تتخصص فيه. تمام. فالنادي الاهلي من يعني من فتره طويله، لان الجمباز برضو قديم في النادي الاهلي فتره كبيره، من عنده الجمباز الفني بنين وبنات. الفني الفني وليس الايقاعي، وليس الايقاعي. الايقاعي ده نوع تاني. بس خلي بالك بقى، كل ما تفتح انت نوع انت محتاج الى مكان وامكانيات ويعني خلينا في الجزء الفني اللي احنا بنشتغل فيه. في النادي الاهلي في جمباز الفني بنين وبنات. كويس. وده اللي يعني موجود. الجمباز الفني بنين وبنات ده عباره عن الاجهزه والحاجات دي، عباره عن الجمباز الفني بنين 6 اجهزه. كويس. بيؤدى عليهم مجموعه من الجمل الحركيه. تمام. وبيتم تقييمهم في ضوء قانون التحكيم الدولي او المحلي في ضوء ايه نظام البطوله. البنات، الجمباز الفني للبنات هو 4 اجهزه فقط. طب عايزين نحدد بقى 6 اجهزه و4 اجهزه، ونحدد الست اجهزه ايه للنادي الاهلي وال4 اجهزه ايه لفرق السيدات. الست اجهزه، جهاز الحركات الارضيه. حركات الارضيه هو عباره عن مربع. تمام. 12 في 12 يقعد عليه اجهزه. حركات في الاضلاع. جهاز حصان الحلق. جهاز الحلق. جهاز حصان القفز. تمام. جهاز المتوازيين. جهاز العقل. ده بالنسبه للست اجهزه. ده بالنسبه للرجال. بالظبط كده. للسيدات، السيدات بيشتركوا مع الرجال في جهازين اللي هم الارضي الارضي وحصان القفز.
او طاوله القفز في السامبا دلوقتي تمام، وباضافه بقى عرض التوازن اللي هي البيم وجهاز المتوازين. جهاز المتوازين في البنات شكله مختلف، عرضه منخفضه وعرضه مرتفعه. تمام. جهاز المتوازي بالنسبه للبنين عرضتين متساويتين الارتفاع، مستويتين الارتفاع. طيب انا نتكلم بصراحه، كل الجمباز الايقاعي او عفوا الفني اللي احنا بنشتغل عليه لما بيجي يتفرج عليه بنحب كلنا الحركات الارضيه، بيكون فيها اثاره شويه بالنسبه للناس، هي اعتقد والمتوازين مظبوط. ليه اشمعنى اللعبه دي اللي شاده الناس؟ اشمعنى دي اكتر حاجه الناس بتحب تتفرج عليها؟ الحركات الارضيه لان التنوع المهاري فيها كتيره جدا، بالاضافه لان اللاعب بيتحرك اثناء الاداء، بيمشي في اضلاع، بيعمل حركات من الثبات، بيعمل حركات فيها وثبات ربط، فالتركيبه دي بتبقى جذابه جدا. بيقدر يعمل سلاسل متصله بالحركات ورا بعض، السلاسل دي والربط والتحركات بيديك في الاخر ابهار انك مش شايف حاجه ثابته على جهاز ثابت، لا انت شايف حاجه متحركه، واللعيب بيتحرك ويغير اتجاهه ويرجع في ضلع تاني ويتغير اتجاهه تاني، وغزاره الحركات وتنوعها وربطها ببعضها بيديلك ابهار في الاداء. دي حقيقه. بس نرجع بقى للجمباز، وعندنا لعبتين، اي ولد او اي عفوا اي راجل في بداياته وعنده طفل صغير يقول له ايه؟ روح لعبتين، يعني نوديه السباحه يا نوديه جمباز. استيعاب كم كبير بالشكل ده، بتستوعب ده ازاي؟ انا عارف ان الضغط عليك كتير هو والسباحه، بتستوعب كل اولاد النادي دول ازاي؟ هو طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان خلي بالك احنا في النادي الاهلي في شقين، شق مرتبط بالفرق الرياضيه اللي بتمثل النادي الاهلي، وشق مرتبط بالخدمات اللي مرتبطه بالاطفال اللي عايزين يبداوا يمارسوا الايه؟ الجمباز. تمام. لازم تهتم بالاثنين. مظبوط. ولازم تدي الاثنين حقهم. تمام. هما الاثنين بيشتغلوا في مكان واحد اللي هو صاله الجمباز اللي موجوده، على الرغم ان الاثنين ليهم اجهزه مختلفه. الاولاد الصغيرين دول ليهم حاجات مختلفة عن الفرق، مختلفة خالص عن الفرق. تمام. ودي كانت مشكلة الحقيقة، ان مجلس ادارة النادي تفهم الامر ده السنة دي وقرر انه يعمل صالة خاصة منفصلة للولاد اللي حضرتك بقى بتقول عليهم دول، اللي لسه جاي عايز يلعب الجمباز. الصالة دي مرتبطة بجمباز الاطفال. كويس قوي. يدخل فيها، مصممة من حيث المقاييس ومن حيث الاجهزة ومن حيث الادوات، كلها تناسب المرحلة السنية بتاعت الاربع سنين الصغيرين دول، اللي هي السن اللي هي سن المدارس والصغيرين. اللي يجي عايز يلعب جمباز. ده مكانها فين؟ جوه صاله الجمباز؟ بجوار صاله الجمباز. هذه الصاله جديده تمت الموافقه عليها وجاري الاجراءات تنفيذها، لان هي دي هتخلي حاجتين، تقدر تلبي احتياجات الاعضاء بشكل كبير، نمره اتنين انك توفر له المناسب ليه من حيث الامكانيات والاجهزه والادوات. الاجهزه القانونيه اللي موجوده دي بتبقى يعني اقرب الى اللاعبين اللي بيؤدوا البطولات. تمام. بتحاول توظفها انت لخدمه الايه؟ الاطفال الصغيرين، لكن هي مش الاجهزه المخصصه ليهم. لكن لابد ان انت يبقى عندك الايه؟ الصاله دي. الحمد لله الصاله دي موجوده، او يعني في حكم الموافق عليها. في حكم التنفيذ. حكم التنفيذ. وهتبقى بالنسبه للولاد الصغيرين مفيده جدا جدا، لان هي عباره عن محطات حركيه وبدنيه الطفل بيمر عليها ببرنامج معين تنمي له قدراته الحركيه والبدنيه بشكل عالي. لما يجي يدخل بعد كده في مجال الجمباز او اي رياضه تانية، هو عنده حصيله حركيه ومهاريه كبيره جدا. يقدر يستفيد حتى لو ما جاش في الجمباز خلاص وراح لعبه تانية، بس خد بيز فرشه، خد الحاجه المهمه جدا. الناحيه البدنيه والحركيه وقدرته في التحكم في الجسم هتفيده في اي لعبه تانية. يعني الصاله دي هتؤدي الى الرياضه في النادي الاهلي بصفه عامه، للقاعده الصغيرين، الاطفال الصغيرين. تمام. دي خلاص اخذنا بيها موافقه وبدانا تنفيذ، ولا لسه ما بداناش؟ يعني داخل في السكادول. بالظبط كده، في السكادول. لكن اعرف حاجه ثانيه، ان اعتقد في اجهزه بتتغير عندك. ده بقى تمام كده، صح؟ تاني بقى يعني بالظبط كده، دي سمعتها يعني، عارف انت اخبار مش موضوع دايما يعني موضوع عايز اعرف. هو طبعا كان مطلب الأجهزة لازم يحصل لها احلال وتبديل في تركات معينه، يحصل لها صيانه، بس فيجي في وقت خلاص في استهلاك. تمام. فاحنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا يعني، ثم موافقه مجلس اداره، تم الموافقه على شراء مجموعه كامله للاجهزه. كامله يعني صاله الجمباز كل الاجهزه هتتغير كلها، والمراتب اللي فيها والادوات اللي فيها. هيجي مجموعه كامله طبعا بملايين، مكلفه جدا. لكن كمان هو مش بس عشان القدم، لكن كمان ان الاجهزه نفسها فيها حداثه، تطور الاجهزه بيساعد في تطور مستوى الاداء. ودي نقطه مهمه جدا، انت لو بتلعب على جهاز
ليه مواصفات فنيه عاليه بيساعدك على اداء مهارات ذات مواصفات عاليه. اكيد. والجهاز ممكن يبقى عائق في انك ما تقدرش تطور مستوى اللاعب. فانت دلوقتي ان شاء الله على اخر الشهر ده اللي احنا فيه ده يعني كمان اسابيع قليله هتيجي مجموعه كامله مستورده من فرنسا كامله للصاله، وهيتم اخلاء الصاله تماما وتركيب الاجهزه الجديده بنظام جديد، هيحصل نقله نوعيه كبيره جدا في اجهزه الجمباز اللي في الصاله، ودي طبعا موضوع كبير مش موضوع مهم جدا مكلف جدا. اعتقد كان مطلب عند الناس او الناس كانت بتتكلم دائما او ابدا في صاله الجمباز مع مجلس الاداره، فاعتقد كده ادي اول حاجه بتحقق ليهم قريبه. الاجهزه وصلت خلاص، الاجهزه دلوقتي هي قاربت على الوصول اللي هي مستورده من فرنسا. كويس. وهتجي لنا على اول الشهر او اخر شهر 11 اللي احنا فيه ده. تمام. وده هيحل مشكله كبيره جدا جدا. هنقفل صاله الجمباز قد ايه؟ ايه؟ هنقفل صاله الجمباز قد ايه؟ اغلاق حوالي شهر. شهر. تقريبا. هايل. ودرسنا البدايل وبدانا في التحرك ليها في الاماكن البديله. كويس. وفعلا تواصلنا معاهم بحيث ان احنا يعني ان شاء الله ان شاء الله في ضوء الخطه اللي احنا حاطينها مفيش لعيبه تتاثر بالفتره الخروج بره دي، لان احنا في وسط مرحله بطولات. تمام. فمش عايزين لعيبه تتاثر. لو احنا خرجنا، لو احنا هناخد ولادنا هيتمرنوا فين؟ احنا بس الموضوع بيجيب بعضيه، هيتمرنوا فين؟ هيطلعوا يتمرنوا فين بعد؟ عندنا بديلين. اتفضل. ومهمين. وفي نفس الوقت احنا برضو بنفكر في البديل السهل القريب. كويس. يعني البديل مثلا مركز شباب الجزيره في صاله مستواها مميز جدا، حديثه جدا، هيبقى ده احد البدائل. طب كويس. البديل الثاني كليه التربيه الرياضيه للبنات بالجزيره، ده في ظهر النادي على طول، في ظهر النادي على طول، في ظهر صاله الجمباز على طول، في ظهر صاله الجمباز بالظبط. لو فتحنا بس باب بالحته دي امام البرج. تمام. احنا في الاختيارين دول حاولنا ان الاعضاء ما يخرجوش بره دايره النادي علشان ما نروحش مثلا مركز اولمبي في المعادي، ما نروحش اماكن بعيده يبقى فيه مشقه، بحيث حتى ان الاعضاء يقدروا يجيبوا اولادهم الاماكن دي ويروحوا في النادي ينتظروا وبعدين يجوا ياخدوهم بعد كده. تمام. فتم الاتفاق مع الاماكن دي والتنفيذ هيكون على كده ان شاء الله. هيل. تمام. ده كده بالنسبه للادوات، بالنسبه للاعبين عندنا 13 بديله ذهب في المهرجان 8 سنين. تمام. مظبوط. تمام. ولسه بنلعب. بنلعب. بنبارك لك، بنقول لحضرتك الف مبروك، ده النهارده صح؟ امبارح. 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 طيب نقول ايه بقى عن البدايه الحمد لله اللي هي الموفقه بالنسبه لاولاد النادي. شوف، هو احنا لعبنا مرحلتين 7 سنين. تمام. 8 سنين، انت طبعا مراحل صغيره. بس اللي عايز اقوله لك ان انت بالرغم الحمد لله ان احنا كسبنا كل يعني اللعبه بتاعتنا خدت المستوى الاول اللي هو الميداليه الذهبيه في 7 سنين وفي 8 سنين. بس احنا في الاخر المكسب ما هوش الاولويه الاولى بالنسبه لنا لينا في السن ده خالص. لا، مش الاولويه الاولى، هو من ضمن حساباتنا. لكن عندك اولويات ثانيه اهم في السن الصغير ده. الا وهي ان اولا ان الولد يحب لعبه الجمباز اللي هو بيعملها. كويس. ادي اول حاجه. نمره 2 ان الولد يكتسب قاعده اساسيه بدنيه ومهاريه مرتبطه بالجمباز. تمام. الاسس البدنيه والمهاريه اللي مرتبطه بالجمباز اهم من انه يعمل الحركات اللي يروح بيها البطوله. نمره 3 انه يتعلم كل المبادئ والقيم التربويه اللي هتفيده بعد كده. الانتظام، الانضباط، السلوك، روح النادي الاهلي والفانيلا اللي احنا بنتكلم، كل ده انت حاطه. بعد كده بقى بص للمكسب. فانت في حاجات كتيره قبل ما نروح للمكسب. قبل ما نروح للمكسب. ومع هذا الحمد لله عشان احنا بنقدر نوفق ما بين المعادله دي. بنقدر الحمد لله ان احنا نجيب كل الفريق بتاعنا يروح يجيب ميداليات ذهب. دي حاجه كويسه. طب دكتور، يعني مش هروح حضرتك تقييم لمرحله حضرتك، بس حضرتك يعني وقت كتير مع فريق الجمباز في النادي، تقريبا 10 سنين مع فريق الجمباز. نتائج يعني نتائج كويسه، نتائج وتكون قليله شويه وهكذا، بتقيم التجربه دي ازاي؟ والله شوف، هو انا طبعا يعني احد ابناء النادي الاهلي، دي حقيقه، عضويتي قديمه جدا عنه، كنت طفل صغير في النادي الاهلي. ولما اشتغلت في النادي الاهلي انا مش غريب عن النادي. بالاضافه الى ان يعني عايز اقول لك اي حد يتمنى انه يشتغل في النادي الاهلي، دي حقيقة. انا مستريح جدا، دي حقيقه. يعني خلينا نتكلم بصراحه، كل نادي النادي جوه النادي حريه مطلقه، مسانده مطلقه، مفيش تدخل خالص. فانا مستريح جدا في النادي، بحاول ابذل اقصى ما في وسعي. احنا عايزين نقيم المرحله، يعني تقييم المرحله يعني الانجازات اللي حضرتك عملتها، عملت انجازات كتيره بما شك فيه، لكن عايزين نقيم مرحله، هل وصلنا لهدف معين، وليس الاهداف عند حاجات كتير. شوف، احنا في مراحل كانت افضل من مراحل.
بسبب بعض الظروف اللي بتخدمك. يعني انا بعتبر ان احنا مثلا ان احنا نوصل لاعبين للمنتخب القومي اللي هي في ذروه القمه دي حاجه تبقى كويسه كويس. او ان عندنا لاعبين تخش في المنتخبات وتفوز بميداليات في وقت من الاوقات الظروف كلها ساعدتنا، امكانيات الاجهزه كانت قويه، متاح لينا مدربين مميزين جدا، فقدرنا عملنا نتائج كتيره كويسه جدا. حصل اهتزاز شويه كده بعد كده، الامكانيات قلت شويه كويس. خلي بالك احنا الامكانيات عندنا عاجبني فيك صراحه. لا لا انا بقول بجد والله عاجبني صراحه جدا. عامل فاصل مهم جدا انك لما تتهز الامكانيات اللي عندك في الوقت اللي الانديه الثانيه طورت نفسها سبقتك بشكل مختلف سبقتك شويه فاصبح شويه انت تراجعت وترجع تستدرك المساله دي تاني، والنادي يعني مجلس الاداره مشكور يتفهم الاحتياجات بتاعتك لان هي اصل انت منظومه عشان تحقق نجاح لازم توفر العوامل كلها بتاعت النجاح. هي منظومه متكامله طبعا في الاخر، ناحيه اداريه وناحيه مجلس الاداره وناحيه اللاعبين فكل دول لازم يعني يروحوا مع بعض يمشوا في طريق واحد عشان يعملها. طب دكتور هنخرج بتقرير يعني مكان برضو جمباز، هنريح شويه بجمباز ونطلع لتقرير لالعاب القوى لبطوله 14 سنه جمهوريه. هنشوف برضو هناك ولادنا كسبوا مركز اول ومركز ثاني وكل ولاد وبنات، هنبص على التقرير ونرجع وترجعوا لنا مره ثانيه. اتفضلوا. الحمد لله كنت انا يمكن وانا شغال مدرب كانت الفكره دي دايما في دماغي ان احنا نعمل قاعده من جديد من الناشئين، وكانت اكبر مشكله بتقابلنا ان احنا اول مرحله سنيه عندنا كانت 16 سنه، فكنا بنجيب الولد صغير عنده 12 سنه 11 سنه 10 سنين ونبدا نمرنه، فبيمشي ناس كتير جدا لان مفيش احتكاك، مفيش بطوله جمهوريه يلعب بيها، والولد في السن ده عايز منافسه، عايز يلعب وعايز يشوف شهاده، عايز يشوف ميداليه. فلما ربنا كرمني ودخلت الاتحاد كنت انا صاحب الفكره دي، ومجلس الاداره كله دعمني ووقف كلها فيها وكلهم وافقوا عليها جدا بدون تردد. للامانه احنا فكره البطوله دي من ال 14 سنه عشان نزود قاعده الناشئين على مستوى العاب القوى في مصر، لان احنا اشتغلنا على اكثر من محور في اول ما مسكنا، زياده قاعده الناشئين وزياده الاحتكاك وزياده عدد البطولات. زياده قاعده الناشئين دي ما كانتش هتيجي غير ان انت تعمل مرحله سنيه صغيره، ودي مش فيه بس كده، ده فيه بطوله ان شاء الله تانية هنعملها كيدز برضه، دي للمرحله الاقل سنيه من 14 سنه 12 سنه. دي كانت الفكره اللي وكانت مولد الفكره موجوده من كده. بطوله جديده واول مره يتم ادراكها في خطه الاتحاد. الهدف منها نشر اللعب على مستوى اولادنا الصغيرين وتعريفهم يعني ايه العاب قوه. فدي كانت سابقه جديده الحمد لله، وزي ما قلت لحضرتك ان هي الفكره يعني هو الكابتن طارق ما قالش في البدايه ان الفكره ايه، بس انا عارف يعني هو كان معول كبير في في في, في انشاء هذه البطوله وهذه الفكره. وبتمنى التوفيق زي ما انت شايف كده ما شاء الله الولاد مبسوطين، وزي ما قلت لك دي بتخلي اكبر عدد مشاركه ولادنا تحديدا الاعضاء بتوعنا ان يشاركوا حتى بصفه فرديه على اساس تديهم فرصه يلتحقوا بالفريق بعد كده. ده اللي عايز اقوله في بدايه ال 14 سنه، وهي ان شاء الله بطوله اتمنى التوفيق طبعا لكل الناس فيها وبالاخص النادي الاهلي اكيد. يعني الغرض من البطوله احنا بنخلي اللاعب بيلعب اربع ايفنتات، في حاجه بنلعب جري وزب ورمي. الجري فيه 50 متر عدو و50 متر حواجز، بالنسبه للوزب فيه وزب عالي ووزب طويل، بالنسبه اللي فيه كره الهوكي وجله، للبنين 3 كيلو والبنات 2 كيلو، وفي علشان احنا المسافات كمسافات متوسطه في 100 في 1000 متر جري. دي بحيث احنا ايه اللاعب لو عنده موهبه السرعه بيلعب 100 او 200، عنده تحملات بيلعب 800 1500، بالنسبه للوزن العالي للجامب والحواجز لو كان في ما شاء الله في باور او في حاجه بيقدر يلعب يتجه لايه للرمي. احنا اخترنا جري وزب وجري وزب ورمي، وهي العاب القوه عباره عن ايه جري وزب ورمي. فاحنا اللاعب وهو صغير بعدين احنا بنقوله 50 متر اللي يعني في ناس بيقول لك الاربع ايفنتات كتير على اللاعب، لا ده لاعب صغير الولد بيبقى عنده طاقه، فلما بجريه 50 متر الولد انا بجريه 50 متر. في ولاد
ما شاء الله بيبقى حاجه فايتر وبيتمرنوا عليها. بعدين السنه الجايه هو هيلعب 16 سنه، يعني اللي عنده مواليد 2005 هيلعب السنه دي اخر سنه له 14 سنه، السنه الجايه هيلعب 16 سنه، 16 سنه دي 80 متر. فاحنا بنقول ايه، السباقات دي سباقات دوليه تبع الاتحاد الدولي عباره عن مهرجانات، فاحنا بنعود اولادنا من دلوقتي ان هم يتعودوا على الكومبيتيشن والحاجات، يعني يروح المنافسه وروح الفوز. البطوله دي مهمه قوي بالنسبه للسن الصغير ده، بيتلعب اربع مسابقات مختلفه وكل مسابقه يعني المفروض انها تتعرض مع الثانيه، فبس السن ده عشان يبين في البدايه اللاعب ممكن يتميز بايه. يعني مثلا في ال 1000 متر دي لو هو تفوق فيها يبقى يلعب في المستقبل مسافات طويله ومتوسطه، لو في ال 50 متر يتفوق فيها يبقى يلعب بالسبرنت كده، وفرصه ان اللاعب نعرف ان هو هيتخصص في ايه في المستقبل. بنبدا دلوقتي في فتره اعداد عام، وبعد كده بنعمل اعداد خاص، بعد كده فتره مسابقات تنافسيه، وعلى اساس تطلع لعيب فورمه في الميعاد البطولات يعني وكده غالبا في مارس اللي جاي، ومنها لعيبه بتطلع بطولات دوليه وكده. بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه مسابقات مركب، كل لاعب بيلعب اربع مسابقات، بيتحسب كل رقم بيسجله بيترجم لبونت، واللي حسب اعلى بونت بيتعمل الترتيب على هذا الاساس. وهي زي ما قلت لحضرتك بتعرف اللاعب من الصغر ممكن يتخصص ليه في المستقبل، وهي فرصه للاعب ان هو كالاول بتلعب بطولات مناطق بس فيش جمهوريه، ففرصه للاعب ان هو لما يحس ان هو بيلعب بطوله جمهوريه فبيهتم اكتر ويجي التمرين اكتر عشان يقدر ينافس يعني بشكل اكتر. رجعت لنا مره ثانيه بعد تقرير عن برضو ابطال النادي الاهلي والعاب القوى، وكل الحمد لله ما شاء الله كل ابطالنا في كل الملاعب هنصورهم عشان نبين للناس الناس دي كلها بتجيب انجازات ازاي وبتتعب ازاي، استعدادات وتحقيق بطولات، وان شاء الله باذن الله دايما الاهلي رقم واحد في كل حاجه. دكتور محمد نرجع لحضرتك مره ثانيه، وقفنا عند اللاعبين الصغيرين وكل اللي بنقوله والاجهزه، والنادي الاهلي طور المنظومه دي. طور المنظومه كمان، كنا بنتكلم في الفاصل، وكمان طور المنظومه للمدربين وطور المنظومه الاداريه للنادي الاهلي. تقول ايه عليها؟ احنا برضو الحقيقه هي يعني رياضه الجمباز، وبعتقد كل الالعاب اللي في النادي شهدت تطور مهم كبير، لانه حصل اكتر من اجتماع خلال اداره النشاط الرياضي عشان تتفهم ايه المشكلات التدريبيه اللي موجوده. كويس. ففي ضوء اللي احنا عرضناه كان عندنا نقص في عدد المدربين اللي مرتبطه بالفرقه. تمام. فوافقولنا على زياده كبيره في عدد المدربين، زودنا 16 مدرب في الجهاز السنه دي، زودنا اداريين، بالاضافه الى ان النادي يعني بفضل الله الحمد لله كان ماشي من البدري خالص في تطوير اللائحه الخاصه بالنشاط الرياضي اللي فيها رفع المرتبات. دي اهم حاجه. مهمه جدا في طبعا. التفاوض مع المدرب. مزبوط. المدرب لما بيجي تتفاوض معاه هو برضو عايز يعرف مرتبه كام، عنده بدائل، عنده اختيارات. فاحنا الحمد لله قدرنا نجيب مجموعه كبيره جدا من المدربين اللي يعني الصف الاول ما شاء الله، يكفي ان سبعه منهم كانوا مدربين منتخبات موجودين عندنا دلوقتي، ومدربين مؤهلين معاهم تدريب شهادات تدريب دوليه، ومدربين معاهم دكتوراهات. يعني معانا دلوقتي جهاز ربنا كده يحفظه ويحميه ويقدر ينتج ان شاء الله حاجه تانية خالص غير السنه اللي فاتت، وده طبعا بفضل تفهم اداره النشاط وفهم مجلس الاداره الاحتياج التدريب يمشي ازاي. طب كده بالنسبه لليل خلاص خلصنا كل ده، هنخش على المنافسه. تمام. عندنا اسماء انديه الصيد ووادي دجله ونادي الجزيره. تمام. منافسين اقوياء معاك. طبعا. بنعمل ايه معاهم؟ احنا رياضه الجمباز المنافسه فيها ما هياش ما بين قطبين كده زي كره القدم مثلا او زي كره اليد اهلي زمالك، لا. تمام. في مجموعه من الانديه بتتصارع على القمه يعني. تمام. هذه الانديه بقى بتزيد احيانا بتقل احيانا، لكن انت المفروض انك
تمشي في الطريق بتاع التدريب والتخطيط لفرقك بأفضل ما يكون. لما تمشي بأفضل ما يكون والإدارة وراك بتوفرك كل السبل وتستخدم أسلوب علمي في التخطيط للتدريب وتستقدم مدربين كويسين، مؤكد ان بدل ما تفكر في النتيجة من الأول، لا، فكر في الخطوات اللي هتوصلني للنتيجة. امشي في كل الإجراءات الإدارية والفنية مظبوطة مع المساندة القوية اللي بتلقاها من النادي، تلاقي نفسك النتيجة اللي انت عايزها وصلت إليها. فهو ده اللي احنا بنعمله السنة دي، على الرغم ان احنا لحد دلوقتي لسه متأثرين بالأجهزة القديمة اللي موجودة، لان لسه الأجهزة ما جاتلناش، لكن لا نتوقف عن العمل، بنحل كل مشاكلنا اللي مرتبطة بنقص الأجهزة بكل الطرق والوسائل. لكن لما تيجي الأجهزة الجديدة المسألة هتختلف أكيد. بس احنا لازم نقول ان احنا مش هنقف على الاجهزه القديمه زي ما حضرتك قلت. لا خالص، احنا النادي الاهلي يعني رقم واحد طبعا. من النادي الاهلي لا يرضى كل الناس، ولا مجلس اداره ولا جماهير ولا حاجه خالص بترضى بالمركز غير المركز الاول. لكن عندنا دكتور حضرتك اساسا عميد كليه تربيه رياضيه، اخذت بس من كلامك وبتقول ان احنا الناحيه النظريه او الناحيه الفنيه العلميه بمعنى الاصح، دخلنا الاثنين في بعض، بنشوف كليه تربيه رياضيه اولاد عندهم مجاميع كبيره بس يخشوا كليه التربيه الرياضيه، نفسي اعرف ليه؟ يعني اشمعنى بيروحوا هو شوف، هو من ناحيه كليه التربيه الرياضيه هو لازال خريج التربيه الرياضيه دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها سوق العمل محتاجهم جدا كويس، فخريجينا حتى الان كتير منهم بيشتغلوا بمجرد ما بيتخرج على طول، وهو طلبه بيشتغل هو طالب. بس دي حاجه مفيده اعتقد، هي عشان كده بتخلي الناس تفكر انه عايز يلاقي فرص عمل. فرص العمل في مجال التربيه الرياضيه كبيره ومتنوعه، وبالتالي بيحصل اقبال عندنا. بس اضافه ان احنا بنطور جدا في الطالب، بنديله مهارات متنوعه متعدده يقدر يشتغل في حتت كتير وفي يعني فرص كتيره، حتى لو مش هي تربيه رياضيه ينجح فيها برضه، يشتغل في العلاقات العامه، يشتغل في اي عمل ما هوش متخصص في الرياضه بس عنده مهارات فعشان كده بيشتغل. اسالك سؤال كنت دايما زمان، او سؤال جالي على بالي دلوقتي، خلي بالك، ايه الفرق او ايه المشكله اللي بتحدث بين العلميين والفنيين؟ يعني انا مثلا لو كنا خالد العوضي طالع من الهاندبول فببقى مدير فني، تبقى في مشكله اللي انا مش رابط مع العلم. طبعا. عايز اعرف فين الفرق، يعني ايه اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك، هي المشكله يمكن الجماعه اللي هم مسؤولين عن العلم شويه ليهم دور، ان هم لما بيحتكوا بسوق العمل المفروض يعرفوا ازاي يتعاملوا مع سوق العمل كويس ويبسطوا المساله. لان الجزء العلمي ده فيه مصطلحات علميه وفنيه، بتتكلم في البايوميكانكس، بتتكلم في الفسيولوجي، دي حاجات كلها معقده. دي حقيقه. اما تنزل في سوق بقى العمل وتتعامل مع مدربين ولاعبين ولا امور، اوجد بقى الطريقه اللي تدوب بيها فكرة المصطلحات المكلكعة دي، حول الكلام ده إلى جزء عملي. نمرة اثنين، لا تصنف نفسك إن أنت راجل أكاديمي علمي فأنت فوق الآخرين. لا. هايل. في ناس عندها خبرات كبيرة جدا 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 وما هياش متخصصة في التربية الرياضية، لازم تحترم خبرات الآخرين. لازم تكمل. الاتنين يكملوا مع بعض. ويبقى في تكامل، مفيش صراع. فبس بعض الناس اللي هم مش أكاديميين بيبقى عندهم حساسية شوية. برضه. طبعا، بيبقى مش متقبل الحكاية دي. وفاهم ان الراجل بتاع العلم ده جاي ايه، يعني اللي هو ايه هيعلمني من اول وجديد. أيوة. لا بالعكس، هو لو الدنيا يعني ما فيهاش حساسيه هيستفيد، والراجل اللي عنده العلم ده لما ينزل سوق العمل يشتغل بمنطق انه يستحوذ الناس اللي موجوده في سوق العمل علشان تقدر تمشي. وده انا بعمله حتى مع المدربين بتوعنا. بس انا كده حاجه بصراحه، في الوقت اللي احنا فيه ما فيش حاجه اسمها حاجه بدون علم طبعا، منتهيه خلاص طبعا. يعني زمان من 20 سنه وانا بلعب كده كان ممكن ده يحصل، لكن دلوقتي كل حاجه بالعلم. لو احنا ما دخلناش العلم في الرياضه هيبقى عندنا مشكله كبيره حقيقي. شوف، هو هرجع اقول لك تاني برضو، انك لما تيجي تدخل العلم في الرياضه لازم تبسط هذا العلم، وما تقعدش تتعامل مع الناس اللي ما تعرفش العلم ده ان هي مش فاهمه وانت رايح تعلمها وهم ما بيعرفوش. المساله دي لا، ما تمشيش كده. صح. المساله دي لازم تفهم الناس في تكامل، وان الفهلوه يعني في التدريب او الشطاره او الخبره بس ما تكفيش. مش عايز اسمها كده خالص. مظبوط. وكمان العلم بس لوحده ما يكفيش، انت ممكن تستفيد من خبرات كبيره عند ناس مرت بتجارب، مرت بمواقف، مرت بتعاملات ممكن تستفيد منها. الدمج ده بقى
يبقى مسؤول عنه ناس معينه، زي مثلا انا موجود في كليه التربيه الرياضيه كعميد وفي الجهاز كمدير فني، فبحاول ادمج الحكايه دي واوصلها للناس. مدى بقى النجاح حسب ما المنظومه هي اللي بتحكم الحكايه دي. طب دكتور احنا مكاننا فين في الجمباز؟ في الافريقي ولا العربي ولا العالمي؟ مكاننا فين؟ احنا على المستوى الافريقي احنا طبعا يعني عندنا تاريخ كبير قوي واحنا ابطال افريقيا ما شاء الله. على المستوى العربي برضه نفس الكلام، في منافسين طبعا هنا وهنا. مين اللي بينافسنا على المستوى العربي؟ المستوى العربي عندك شمال افريقيا تونس كل حاجة، المغرب الجزائر، دول يعني طبعا دول نفسنا في كل حاجه في افريقيا، فدول في المنافسه موجودين كويس. عندنا على المستوى العالمي بعض يعني اللاعبين المميزين جدا اللي هم ليهم نتائج على مستوى كاس العالم وعندهم حركات موجوده باسمهم. عندنا لعيب في مصر هنا اسمه علي ابو القاسم، ده لعيب مشهور جدا بره وعنده وبطل كاس عالم في جهاز الحلق ما شاء وعنده الله. حركات مصنفه باسمه هايل، يعني في حركه الى حد كبير كويسه. بالاضافه الى ان اتجاه الاتحاد المصري للجمباز ان هو يزود قاعده الممارسه، ده انا بعتقد انه على المردود الطويل شويه ممكن يبقى له فايده، لان انت في الاخر كل ما كبرت قاعده الممارسه ووسعت قاعده الممارسه هيجيب لك في الاخر بعد كام سنه في المنتخبات فوق. فلا احنا موجودين على المستوى العربي والافريقي موجودين وحتى العالمي موجودين. طب حلو، احنا على المستوى العربي عندنا خبر بيقول ان فرقتنا فريق التنس طاوله في تونس بيلعب بطوله عربيه، الحمد لله كسب اول يوم السد القطري 3-0 وكسب فريق العراقي فريق الصناعه العراقي، وكسب النهارده عطبره السوداني برده 3-0 بيمثل فريق محمد البيلي وخالد عصر و سيد لاشين وعمر بدير واللاعب الصيني المحترف معاهم، ويرأس البعثة الكابتن أو الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله إن يرجعوا لنا من البطولة رجال وسيدات التنس طاولة بالبطولة، إحنا في كل الأجواء بكل الملاعب أول ما بيجي لنا خبر على طول لازم نقوله للناس. دكتور هنشوف حد يقف على منصة التتويج من مصر في الجمباز زي ما بنشوف أبطال العالم كده؟ هو مش نتمنى، لا هو احنا زي ما قلت لك احنا عندنا حالات فرديه لكن انت بتدور على ان يبقى في منظومه تحطك على المنصات دي باستمرار. ودي برضه عمليه ما هي صعبه لان هي اكبر من قصه الانديه او قصه الاتحاد المصري للجمباز، بيخش فيها بقى نظام التعليم، نظام يعني الحياه الاجتماعيه. لان اديك مثال صغير جدا، احنا مثلا السنه اللي فاتت كان عندنا فرقه الدرجه الاولى بتاعتنا طالعين لسه اول مره يلعبوا درجه اولى، هم كلهم في الثانويه العامه، بقى عندنا مشكله كبيره مش عارفين نلاقيهم طبعا. فعملنا لهم نظام تستغربوا جدا ان الفريق ما بيتدربش مع بعضه، بيجي اتنين لعيبه يتمرنوا الصبح. لا يعني مش بيتمرنوا مع بعض بس ابقى فاهم يعني ايه ما بيتمرنوش مع بعض؟ ما هم الست لاعبين هم كفريق كلهم في دروس في الثانويه العامه، فانت مش لما تيجي تقول لهم مثلا التدريب مثلا من 6 ل 9 بالليل تلاقي ده عنده درس وده عنده مش عارف ايه وده عنده ايه، تعمل ايه؟ طيب نتمرن الصبح، ما هو مش لا اصل ده عنده ايه. فعملنا برنامج لكل واحد فيهم، لكل واحد فردي، لكل واحد فردي عشان يقدروا يجمعوا، عشان نقدر في الاخر نجمع. يعني انت بتتحايل ده نظام تعليم بس حصل ايه؟ السنه دي اثرت على الاولاد في مستواهم الفني والبدني وما قدروش طبعا يحققوا في البطوله الامل المرجو بسبب نظام التعليم. دكتور في حياه كل مدير فني بطولات نجاحات واخفاقات، لكن في بطوله بتعلق في الذهن معاك، قول لي اي بطوله علقت في الذهن معاك لو كان هي اخفاق او مكسب يعني ايا كان الموضوع يعني اي بطوله؟ لا هو طبعا البطوله اللي فيها مثلا اخفاق وانت بتبقى زعلان جدا عليه مثلا يعني في الدرجه الاولى زي السنه اللي فاتت ان انت عملت كل حاجه للولاد بس انت مش قادر توفر عدد الساعات التدريبيه اللي بيها تقدر تنافس، لان بينافسك لاعبين اللي مخرجين اللي اكبر سنا اللي متفرغين، وانا ولادي في الثانويه العامه فانا عارف الصعوبه اللي انا رايح بيها، بس ده مش معناه ان انا هقف، هحاول وهبذل اقصى مجهود. فدي بطوله السنه اللي فاتت. قبل كده بقى كان عندنا بطولات كتير، يعني فريق الدرجه الاولى قعد مثلا 3 سنين ورا بعض محتكر كل البطولات ما شاء الله في مصر تلعب كاس مصر، تلعب بطوله جمهوريه، تلعب كاس بطوله بنكسب. وبعدين الولاد كلهم بقى حصل اللي دخل الجيش، اللي اشتغل بره القاهره ففجاه الفرقه دي كلها بالكامل مشيت، يعني بسبب الظروف الاجتماعيه. وكان الجيل اللي بعدهم
مش بنفس القوه اللي طالعه عليك انك تعد الجيل اللي وراهم ما كانش بنفس القوه. اتعرض برضو الناس الكويسه لاصابات توقفت، فحصل لك دروب بعد جيل قوي في فجوه كده، وبعدين بترجع تعمل جيل تاني. الجيل طالع وشايف ان احنا ماشيين في طريق صحيح. طالع. طالع طالع باذن الله. ان شاء الله طالعين. طيب بقى الايام دي، في الايام اللي احنا فيها الاجواء دي بتكون اجواء مختلفه شويه. زمان وانا رايح التدريب اروح لوحدي، النهارده ولي الامر قاعد شايف مركز مع المدير الفني والمدرب واحد. تقول لي لاولياء الامور كلمه صريحه ليهم، عشان مش اقول لك الدنيا تهدى لكن تبقى الدنيا كويسه بالنسبه لهم. هم طبعا اولياء الامور جزء من المنظومه بتاعتنا. كويس. ده لازم نعرف بسبب اولا لان احنا بنبتدي سن البطولات اقل من 7 سنين. يعني سن الست سنين دول لعيبه بيلعبوا بطولات. تمام. وعندك بقى سن الست سنين 7 سنين 8 سنين 9، كل السن ده سن اطفال صغار جدا طبعا، معتمدين بشكل كبير جدا على ولي الامر. مظبوط. اولياء الامور طبعا عندنا ما شاء الله في النادي الاهلي يعني ناس افاضل مميزين جدا. بس بسبب حسن النيه احيانا وخوفهم على اولادهم بيقعوا في اخطاء. ان هو مثلا يلاقي الولد الحركه متعسره معاه، مش عارف يجيب ده. احنا بالنسبه لنا ده شيء طبيعي ان هي هتاخد وقتها في عمليه التعليم. هو بيبقى مستعجل، فممكن يفكر ان هو يروح يتدرب بره في حته برايفت عشان يعمل ويساوي وما الى ذلك. هو مش فاهم. تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه بالذات؟ أيوة. اقول لهم ان خلي بالكم ان الجهاز الفني اللي موجود سواء المدربين او المدير الفني موجودين عشان مصلحه اولادكم، وعارفين كل التفاصيل الفنيه اللي مرتبطه بعمليه التدريب. كويس. وان انتوا لو قمتوا بدوركم من حيث الرعايه، الاكل، النوم، التظبيط، العلاج، تنظيم اليوم، تنظيم اليوم، ده اكبر انجاز تحققه لنا. كويس. وتسيبوا لنا احنا المساله الفنيه احنا نديرها بالطريقه اللي احنا عارفين ان هي الطريقه الصح. طبعا. لكن حضراتكم احيانا يحصل تداخل شويه عندنا. عايزين كل واحد ياخد دوره، كل واحد يقوم بدوره بس. فلو الدور ده حصل خلاص هنقوم كل المنظومه. خلاص. تقول لي للاعبين الفريق النادي الاهلي كله واحنا في اول البطوله كده، اقول للاعبين انتوا بتلعبوا باسم اكبر نادي في مصر والافريقيا والشرق الاوسط، واللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا ليه. لازم يقدر قيمتها، ولازم يعرف ان هو اليوم اللي بيروح يلعب فيه في البطوله هو بيحمل اسم النادي الكبير العظيم ده. لازم هو خلال السنه كلها يعني احنا بنلعب بطولتين في السنه، تخيل ان الولد هيروح في البطولتين دول يحمل اسم النادي الاهلي اللي هو بقاله سنه بيتدرب عليه. لازم يفهم الحكايه دي طول السنه. تمام. وبقول له انك لما هتكسب وفي تاريخك بعد كده تكبر وتقول لاولادك او تقولي لاولادك انا كنت بطله في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا وتساوي التعب اللي هيتعبه دلوقتي. كلمه لمجلس الاداره. مجلس الاداره طبعا بشكرهم جدا جدا على دعمهم ومساندتهم لينا، لان هم تفهموا الاحتياجات الفعليه، والحقيقه هم كل اللي وعدوه عملوه واكتر. يعني الوعد اللي قطعوه على انفسهم بالنسبه لنا اتعمل وحاجات اضافيه اكتر. كويس. فاحنا كاسره الجمباز يعني يبعد الاسره كلها بما فيها من جهاز فني واولياء امور بنشكرهم جدا جدا، وبنوعدهم ان احنا نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤوليه، ونقدر ان احنا فعلا نعمل حاجه مناسبه لاسم النادي الاهلي. دكتور محمد فؤاد، حديث رائع، حديث جميل، فتحنا كل الجوانب، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن خالد، بشكرك جدا. ميرسي، ربنا يكرمك، ودايما على اللقاء، ودايما هنتابع فريق الجمباز في النادي الاهلي في انجازات بتحصل في كل الالعاب، وهنفضل متابعين كل العاب النادي في كل الصالات في كل النقط في الاخفاق في المكسب، هنتابع وهنقول الحقيقه من خلال قناه الاهلي لفريق النادي الاهلي لمصلحه النادي الاهلي. شكرا والى اللقاء.